بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وبعد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة معاكم كويسة. احنا بس النهاردة ورانا حاجات كتير عايزين نعملها. عايزين نخلص أول مديول، زي ما احنا قلنا في الأول إن المديولز كلها، إن احنا المادة كلها عبارة عن 4 مديول. احنا خدنا الانترودكشن في مديول رقم 1، دلوقتي عايزين ناخد ايه؟ دلوقتي عايزين ناخد باقي المديول، يعني عايزين نخلص المديول كله دلوقتي إن شاء الله. فهنتكلم عن حاجة تانية اسمها ايه؟ اسمها الميكانيكال، ثواني، ميكانيكال، ميكانيكال ايه بقى؟ ميكانيكال سيستم، تمام كده؟ ماشي، زي الفل. يبقى احنا عايزين نتكلم على ايه دلوقتي؟ عايزين دلوقتي كده نتكلم على الميكانيكال سيستم بتاعنا. ماشي، تعالى بقى كده ننزل تحت، ركز بقى كده معايا كويس. بص كده، صلي على سيدنا محمد. فين البتاع بس؟ ثواني. بص، صلي على سيدنا محمد. احنا قلنا الاول كده يعني ايه درايف؟ قلنا ان الدرايف دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن موتور معايا كنترول اكيوبمنت عشان يديني في الاخر بيرفورمانس معين. لمين بقى بيرفورمانس ايه؟ يخلي الموتور ده يديني بيرفورمانس معين اتحكم فيه ايه في اللود زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز. حلو الكلام، حلو الكلام. ده الدرايف اللي احنا عايزاه. احنا بقى الدرايف اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، احنا بقى دلوقتي عايزين نتكلم على ايه؟ عايزين نتكلم على حاجه اسمها الميكانيكال سيستم. عاوزين نتكلم على حاجه اسمها الميكانيكال، ميكانيكال سيستم. ايه بقى هو الميكانيكال سيستم ده؟ حضرتك دلوقتي بتقول لي، حضرتك دلوقتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي دلوقتي ان انت هيكون عندك بيكون عندك موتور كده، ده كده هيبقى الموتور بتاعك، تمام؟ والموتور ده بيبقى متوصل معاه، متوصل معاه اللود، صح كده؟ بيكون متوصل معاه اللود، حاجه اي حاجه بيه المنظر ده، صح؟ ده كده اللي هو ايه؟ اللي هو اللود، صح كده؟ هتقول لي تمام. وهنا بيكون عندك ايه؟ وهنا بيكون عندك الشافت بتاع اللي هو بيكون ايه متوصل له او جاله، يعني اللي هو الكهرباء يعني، تمام؟ حلو قوي. هتقول لي ماشي، هتقول لي انت عندك دوت يعتبر شافت، صح؟ هقول لك اه، وده يعتبر شافت تاني، صح كده؟ هقول لك اه. طب ماشي، الشافت دوت عشان هو يعني بيعمل ايه؟ هتقول لي الشافت ده بيتحرك. طالما الشافت ده بيتحرك يبقى انت هنا عندك دوت هيلف بحاجه اسمها التورك ديفلوبد، او اللي هي الكهرباء، اللي هي التورك بتاعت الكهرباء يعني، تمام كده؟ عشان يخلي الموتور يتحرك ايه؟ يتحرك في الاتجاه اللي اسمه الاوميجا ان. يبقى هو كده بيلف ايه؟ بيلف كده، على اساس يعني ان انت لو بصيت له كده هتلاقيه عباره عن دايره هنا كده يعني، وبتلف ايه؟ بتلف كده كاونتر كلوك وايز او انتي كلوك وايز، تمام؟ هتقول لي ماشي، هتقول لي تمام ماشي، حلو قوي الكلام ده. بس اللود لازم يكون دايما عندك ايه؟ حاجه بتعكسك، صح؟ ايه اللي هيكون بيعكسك هنا؟ هتقول لي والله يكون عندي هنا تورك تاني اسمه التورك بتاع اللود، تمام كده؟ هيكون عندي تورك اسمه ايه؟ اسمه التورك بتاع اللود. فده كده يبقى السيستم بتاعي. طب فين الكنترول؟ لا انا ما يهمنيش الكنترول دلوقتي، ان انا بتكلم دلوقتي عن الميكانيكال سيستم، تمام كده؟ تقول لي ماشي، حلو قوي الكلام ده. تقول لي ايه؟ تقول لي كويس جدا الكلام ده. تعال نعمل ايه؟ تعال عاوزين نعمل موديلنج للايكويشن دي، عايزين نعمل موديلنج للايكويشن دي. فمين اللي كان بيعمل لنا موديلنج على طول؟ هتقول لي نيوتن كان هو اللي بيقول، كان هو اللي بيعمل موديلنج. كان بيقول لك ان سيجما الاف بتساوي ايه؟ سيجما الاف بتساوي صفر لو تشغلها كفيكتور، او بتقول ان سيجما الاف بتساوي الام في الايه، تمام؟ هتقول لي ماشي، بس ده لو انا شغال ايه؟ لو انا شغال لينير موشن، لينير موشن، تمام كده؟ لكن انا دلوقتي شغال ايه؟ شغال سيركولار موشن. فالسيركولار موشن مش عارف ان انا اشتغل بالايكويشن دي، انما هجيب اختها اللي هي سيجما التورك بيساوي الانيرشيا بتاعتك مضروبه في العجله، العجله اللي هي تبقى مين؟ تبقى الالفا، او اللي هي ايه؟ او اللي هي تبقى الاوميجا دوت، تمام كده؟ ماشي، كويس جدا. تعالى نعمل ايه؟ تعالى نكتب بقى الايكويشن بتاعتنا. هتقول لي والله انت عندك التورك ديفلوبد اللي هو التاو اي، او الالكتريكال تاو يعني، او الالكتريكال تورك، هو عباره عن مين؟ عباره عن التورك بتاعك، عباره عن التورك بتاعك، خلينا نقول تي اي كده بس، اللي هي تي ال قصدي، بس ال سمول، زائد مين؟ زائد اللي هي الجي دي اوميجا باي دي دي، تمام كده؟ مش تعالى بقى ايه نبدا نفصصها بالراحه. دي الايكويشن بتاعتك اللي انت هتبقى شغال عليها دايما. او في ناس تانية بتيجي تكتبها، تكتبها ازاي؟ بتخليها، خليها كده قدامك. في ناس تانية بتيجي تكتبها تقول لك والله انا اكتب التورك بتاع الاي دوت ناقص التورك بتاع الاو بتاع ال بيساوي بيساوي الجي في الدي اوميجا باي دي تي، تمام؟ هما الاثنين حاجه واحده، تمام؟ مش قال لك بقى خد لي الايكويشن دي كده، بعد ما اخدت الايكويشن دي روح فصصها لي، قول لي دلوقتي التورك بتاع ال ال دوت، التورك بتاع ال ده هو عباره عن كام كومبوننت؟ هو عباره عن كام كومبوننت، تمام؟ هتلاقيه عباره عن 4 تقريبا. اول حاجه، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها التورك بتاع الفريكشن، اللي هو الفريكشن تورك، حاجه كده بنسميها الفريكشن، الفريكشن تورك، اللي هي رمزها بيكون ايه؟ رمزها بيكون التاو اف كده، اللي هو تي اف، تمام؟ ده كده الرمز بتاع اللي هو الفريكشن تورك. الفريكشن تورك ده اللي هو جاي لك من الفريكشن، قال لك الدايركشن فور، الفريكشن تورك ده بيكون جواه 3 كومبوننت تانيين، حاجه اسمها الفيكسس، وحاجه اسمها الكولوم، وحاجه اسمها ال كان اسمها ايه؟ الاستكشن، حاجه اسمها الاستكشن، تمام؟ تعالى كده ناخدهم واحده واحده، تعالى ناخدهم واحده واحده. اول حاجه اللي هي الفيكسس، الفيكسس دي الفيسكس، تمام؟ الفيسكس تورك، تمام؟ او بنسميها الفيسكس فريكشن، مش تورك، فريكشن. والتانية حاجة اسمها ايه؟ الكولوم، بس انا مش عارف اكتب كولوم في او ناقص، فريكشن
والاخيره خالص اللي هي اسمها اللي هي بتتكتب كده ستاتيك، ستاتيك فريكشن، او ممكن نسميها اسم تاني اللي هو ستيكشن، ستيكشن على طول يعني، ده برضو اسمها ستيكشن. تمام كده ستيكشن، تمام كده مش زي الفل. قال لك بقى تعالى كده ناخدهم واحده واحده. عندك اول واحده الفيسكاس دوت، ده طبعا رمزه ايه؟ بيكون رمزه احنا كاتبين الرموز اهو، التاو في والتاو سي والتي والتاو اس. تمام دي كده الرموز بتاعتهم. تعالى نقول كل واحده فيهم بتساوي ايه. عندك الفيسكاس دي، الفيسكوس اللي هي اول واحده دي، قال لك دي بتساوي ايه؟ دي على طول دايما بتبقى ليها علاقه بالاوميجا اللي هي السرعه، يعني بروبورشنال مع السبيد. فهتقول لي كده ان دي التاو في بتساوي البي في الاوميجا. تمام. طب بعد كده الكولوم، قال لك الكولوم ده بيكون رقم كونستانت، وهو بيكون مش بيعتمد على السبيد خالص، يعني نقول كده ده اندبندنت، اندبندنت على السبيد، ملوش دعوه بالسبيد خالص. تمام بيكون رقم كونستانت. الستاتيك او الاستيكشن ده بيقول لك ده بيكون اكزيستنج عند الستارت اب بس، ستارت اب، ستارت اب بس، موجود في حاله الستارت اب بس، عشان هو بيعاكس، هو من اسمه حتى ستاتيك، هو بيعاكس بس ايه ان الماشين بتاعتك او الحركه عاوزه تقوم. تمام فهو بيعاكسها بس وخلاص. تمام دوت ايه دوت بيكون بالنسبه لي الفريكشن. طب لو انا عاوز ارسم الحاجات دي، قال لك بسيطه. لو انت عاوز ترسمها هترسمها ازاي؟ قال لك المحاور بتاعتك اهيت، ثواني نرسم عدل، المحاور بتاعتك اهيت. تمام كده انت بتقول لي اول واحده هاتهم واحده واحده. اول واحده اللي هي التاو في. تمام التاو في طبعا انت عاوز ترسم التورك، ده الفريكشن تورك، وهنا كده الاوميجا. اول واحده عندك، عندك اسمها ايه؟ التاو في، هي بتتناسب على طول مع الاوميجا صح كده. فدي على طول هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن خط مستقيم كده، خط مستقيم كده. تمام ممكن نعملها بلون تاني عشان الدنيا اهو، خط مستقيم كده. ليه؟ لان هي دي كده اللي هي ايه؟ اللي هي التاو في. تمام كده. طيب ماشي، بتقول لي ان الكولوم ده بيكون رقم كونستانت، ملوش دعوه خالص بالسرعه صح كده. هقول لك صح. فده يبقى عامل ازاي؟ هتقول لي والله مثلا هيبقى خط هنا كده، تمام، وهيبقى مثلا مثلا ايه خط هنا كده، نفس في نفس الحته. تمام كده دوت هيبقى اسمه ايه؟ ده كده هيبقى تاو سي. تمام اللي هو الكولوم ايه؟ فريكشن. طب الاستاتيك، قال لك الاستاتيك دوت هو ايه؟ هو بيقاومك اثناء الحركه بس. يعني هو يعني بص، انت واقف دلوقتي كده، لسه هات ستارت اب، شفت انت اللحظه دي؟ ساعتها انت الاستاتيك ده بيكون قيمه ماكسيمم، بعد كده بيبدا ايه؟ ينزل للصفر. فبالتالي في لحظه الستارت اب هو ايه؟ هو هيبقى قيمه ماكسيمم، بعد كده هيبدا ايه؟ هيبدا يموت منك. فده منين بنرسمه؟ بنرسمه حاجه بالمنظر ده كده. تمام والنص ايه الناحيه التانيه يبقى ايه؟ هيبقى المنظر ده. تمام فدوت كده اللي هو مين؟ اللي هو تاو اس اللي هو الاستكشن. تمام دي كده ايه البتاع بتاعتها. لو احنا عاوزين نعمل سميشن لكل دوت هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن، تعالى نحاول كده نعملها هنا. لو احنا عاوزين نعمل سميشن لكل دوت بتبقى ايه؟ بتبقى الرسمه حاجه بالمنظر ده وحاجه بالمنظر ده. تمام كده دي كده تبقى الرسمه بتاعتك. هنا طبعا برضو السبيد، وهنا ده كده ايه؟ التورك. يبقى دي كده الرسمه بتاعت الفريكشن. تورك كله. لو قال لك ايه؟ لو قال لك ارسمه لي. تمام كده الرسمه دي جت من ايه؟ نتيجه ان احنا جمعنا الحاجات دي كلها. فلو جمعتهم كده على بعض باي برنامج هتلاقي شكلها في الاخر ايه؟ هو الشكل اللي قدامك دوت. تمام ده كده اول تورك عندك. عاوز اقول لك حاجه كمان، ان انت دلوقتي الاستكشن دوت والكولوم ده احنا بنهملهم غالبا لان هم بيكونوا صغيرين جدا، والفيكسس بنهمله لو هو ما ادكش البي. شايف البي دوت؟ لو هو ما ادكش البي اهمل على طول ايه؟ اهمل على طول الفريكشن. طب هو احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول، او احنا ايه اللي دخلنا في كل ده؟ بنقول دلوقتي ان دي كانت الايكويشن بتاعت، او هي دي الايكويشن اللي بتوصف السيستم دوت. ليه؟ لان احنا بنتكلم على ميكانيكال سيستم. وش معنى الميكانيك الحته دي بالذات؟ لان اصلا الدرايف عباره عن ايه؟ عباره عن موتور زائد لود. تمام كده وعليه كنترول. بس سيبك دول دلوقتي، بنقول ان هو عباره عن موتور زائد لود. فاحنا دلوقتي مركزين على ايه؟ على الميكانيكال سيستم. عملنا له موديلنج لان ان احنا وصلنا للايكويشن ديت. فبنقول دلوقتي ان ايه؟ ان انت دلوقتي عندك التورك بتاع الاي اللي هو التورك اللي هو هيخرج، يعني اللي هو التورك الالكتريكال دوت، هو عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ بص انا ممكن نكتبها بطريقه ثانيه لو دي ملخبطاك. هي الصوره اللي قدامك دي، الصوره اللي قدامك دي عباره عن ايه؟ عباره عن الحاجه اللي هتديك تورك تخلي الماشين بتاعتك او الموتور بتاعك يتحرك، اللي هو تورك الاي ناقص اي تورك تاني. فهنا هتلاقي في مجموعه تورك كتيره جدا جدا جدا، احنا سميناهم جمعناهم كلهم في حاجه واحده وسميناهم التاو، التاو السمول. تمام كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي الانرشيا بتاعتك مضروبه في الايه؟ الاكسلريشن بتاعتك صح. انا دلوقتي بفصص لك الايه؟ التورك ده. وشايف البلوك ده؟ انا دلوقتي بفصصه لك، بقول لك ده عباره عن اربعه كومبوننت. اول كومبوننت فيه حاجه اسمها الفريكشن، والفريكشن دوت بقى عباره عن ثلاثه كومبوننت كمان. الثلاثه كومبوننت دول عباره عن هم واحد اثنين ثلاثه. تمام كده بقول لك اخر اثنين دول اهملهم. حلو الكلام، حلو الكلام. ده كده اول نوع اللي هو كان الفريكشن. طب ثاني نوع هيبقى ايه؟ هيبقى حاجه اسمها الوايندج. تعالى نكتبه. ثاني نوع عندك هيبقى حاجه اسمها الوايندج تورك. الوايندج تورك ده بنرمز له بالرمز ايه؟ بالرمز تاو اوميجا او تاو دبليو. يعني التاو دبليو ده قال لك هي بتتناسب مع مين؟ مع مربع السرعه بقى. يبقى عباره عن كي في الاوميجا سكوير، عباره عن كي في الاوميجا سكوير. لو جينا قلنا ان احنا عاوزين نرسم دي، لو احنا قلنا عايزين نرسم دي، وطبعا كده الدنيا باظت خالص. تعالى نرسم تحت بقى خلاص. بص احنا هنا بنتكلم على تاني واحد اللي هو ايه؟ اللي هو الوايندج.
ويندج تورك، تمام، اللي هو عباره عن التاو اوميجا، اللي هو كان عباره عن كونستانت سميه كي ولا اي حاجه مضروب فيه الاوميجا سكوير. طب انا لو عايز ارسم، ما تجيش تقول لي بس الله يبارك لك كده على طول، لا غلط. ليه؟ لان انت لو هترسم كده يبقى انت كده بترسم مين؟ بترسم هنا كده السبيد، او بترسم يعني الاوميجا مع مين؟ مع التورك. احنا مش بنرسم كده، احنا بنرسم التورك هو اللي تحت، فهنا كده هيبقى التورك وهنا كده هيبقى الاوميجا، فيبقى العلاقه تبقى عامله ازاي؟ العلاقه تبقى عامله كده، تمام كده. يبقى هي دي ايه؟ يبقى هي دي كده الرسمه بتاعتك، تمام كده. دي طبعا التي اوميجا، تمام. قال لك الوايند ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود لو المساله بتاعتك شغاله فيها حاجه من الاثنين، يا اما تربينه يا اما ايه، يا اما مروحه بلاش زائد، او مروحه. لو انت شغال في تربينه او مروحه يبقى انت تاخد الوايند ده في اعتبارك. لو مش شغال ولا تربينه ولا مروحه يبقى ايه؟ يبقى الوايند ده مش موجود اصلا معاك، تمام كده. وطبعا بيكون عكس اتجاه الحركه، لان زي ما بقول لك ده هيعكس الحركه، الفريكشن كله عكس بتاع الحركه بتاعتك. فكل ده لما يجي يتحط زي ما انا حطيت لك هنا، حطيت لك الاشاره دي من نيجاتيف، تمام كده، زي الفل. اللي هو ايه؟ اللي هو كاني وديك كل ده الناحيه الثانيه بالموجب، عشان كده هتلاقيني هنا ايه حاطط الاشاره بتاعته موجب، فاهم حاجه؟ او خليتها لك هنا بالسالب. المهم ان هو بيعكس الحركه بتاعتك، تمام كده. طيب ماشي، ده كده بالنسبه للوايندج، وده كده الكومبوننت الثانيه. طب الكومبوننت الثالثه هتبقى عباره عن ايه؟ الكومبوننت الثالثه حاجه اسمها التورسونال تورك، حاجه اسمها التورسونال تورك، خلينا نكتبها هنا كده، التورسونال تورك، يعني ننزل نكتبها تحت كمان بقى ونشرحها. دي كده ايه الكومبوننت الثالثه، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها التورسونال تورك. التورسونال تورك دي بنرمز لها بالرمز تي كي، وعباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها السيتا كي مضروبه في الكي، تمام كده. السيتا كي ده كده حاجه، والكي ده كونستانت، تمام كده. قال لك هي اصلا فكره التورسونال دوت، قال لك والله انت دلوقتي اللي بيربط لك ما بين الموتور، شفت انت الموتور دوت ده كده الموتور بتاعك صح؟ ده كده الموتور، وبيكون ايه؟ بيكون مربوط كده بالبتاع دوت، بيكون مربوط كده باللود، عباره عن بايه؟ بشفط صح؟ هو شايف الشفط ده كده عباره عن شفط. انا بس مش عارف ليه مش عارف اكتب كده، ده عباره عن ايه؟ عباره عن شفط، تمام. شايف الشفط ده؟ روح كده خده كبره لي كده، او ارسمه كده على جنب. فانا لما رحت كده رسمته على جنب لقيت حاجه بالمنظر ده. بيقول لك دلوقتي انا ممكن اكون بتك عليه يعني بزاويه، الزاويه دي يعني مثلا ده كده المحور بتاعه صح كده، ده كده المحور بتاعه، انا ممكن اكون بتك عليه بزاويه، الزاويه دي تبقى مثلا كده اللي هي زاويه القوه بتاعتي، تمام. فتخلي هنا في زاويه معموله، شايف الزاويه دي؟ هي دي السيتا كي. هي السيتا كي دي بقى ممكن تقطم لو هي زادت قوي، او لو الفورس اللي موجوده على الشفط ده زادت قوي، يعني لو حصل اوسيليشن على الشفط دوت كبير قوي، هيخلي الشفط ده يتقطم مني، هيخلي الشفط ده يتقطم. فالشفط ده بتلاقيه ام ايه؟ ام مكسور منك، بتلاقيه ام ايه؟ بتلاقيه ام مكسور منك، تمام. فعشان كده بنقول لك ايه التورسونال تورك ده لازم نبقى واخدينه في اعتبارنا. طب تاخده في اعتبارك طبعا، انت كده تاخده في اعتبارك في الديزاين ستيج بس، في الديزاين بس يعني، وانت بتعمل ديزاين بتاخده في اعتبارك. عشان ايه؟ عشان تضمن ان الموتور وهو بيلف اي وقت يكون الاوسيليشن بتاعه ملوش دعوه، او يكون بعيد يعني عن ايه؟ عن التردد بتاع الشافت، يعني الشافت بيلف بسرعه معينه والموتور ليه اوسيليشن معين، يكون هما الاثنين بعيد عن بعض. عشان ايه؟ عشان ما يكسرهوش، تمام. فدي حاجه انت بتاخدها في مرحله الديزاين بس، بتاخدها في اعتبارك في مرحله الديزاين بس. وبرده ايه؟ وبرده انت بتهملها، يعني دي برده بتبقى رقم صغير فانت بتهمله خالص، تمام. عاوز اقول لك حاجه بقى كمان، التورسونال تورك دوت بيخزن جواه ايه؟ بيخزن جواه بوتنشال انرجي، بيخزن جواه بوتنشال انرجي، تمام. بيخزن جواه بوتنشال انرجي بسبب اللي بيحصل، او الضغط اللي بيجيله من اللي بيحصل ايه؟ بسبب ال البتاع دوت، بسبب الدوران يعني، تمام. طبعا الموضوع كله بيبقى ليه دعوه بالستيفنس بقى والحاجات دي كلها، مالناش دعوه بيها، تمام. هي بس نبذه بس عن حاجه اسمها، في حاجه اسمها تورسونال تورك بتبقى موجوده، وكده كده بنهملها بس ايه؟ بس يعني اعرف بس عنها الكلمتين اللي انا سألهم لك دول، تمام. ده كده التورك التالت اللي هو التورسونال تورك. التورس الرابع والاخير بتاعك اللي هو بيكون ايه؟ التورس الرابع بس قبل ما نخش بقى في الرابع والاخير، عاوزين نتكلم على، عشان حاجه بس هتفيدنا، عاوزين نتكلم على دوت اللي هو الجي دي اوميجا باي دي تي. خلينا نجيبه كده على جنب بس، دوت احنا عايزين يعني ده مش ضمن ال، خلينا كده نعمله كده كنجمه. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ده بنسميه ايه؟ بنسميه الاكسلريشن تورك، الاكسلريشن تورك، او بنسميه كمان ايه؟ او بنسميه الانرشيا تورك، او ممكن نسميه كمان الانرشيا تورك. طيب بص بقى، ركز معايا اهوت، الانرشيا تورك، بص بقى ده طبعا رمزه بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن التاو جي، تمام كده. بص طبعا انت عارف هو بيساوي ايه؟ بيساوي الجي دي اوميجا باي دي تي، مفيش مشكله. دوت بقى بيكون جاي نتيجه الروتيشنال انرشيا اللي بتحصل على الموتور بتاعك، تمام. دوت بيكون موجود امتى؟ بيكون في حاله البتاع ده، موجود في حاله الترانزيانت. ليه بقى؟ عشان يوفركم الميكانيكال انرشيا بتاعتك. يعني ده بيبقى موجود امتى؟ هنقول كده ان ده بيبقى موجود اكزيستنج، او اكزيست يعني ديورنج الترانزيانت انترفال
ليه بقى؟ to overcome، عاوزين نقول كده to overcome، to overcome، to overcome مين بالظبط؟ انت عاوز، انت يعني هو بيبقى موجود ليه؟ عشان يعني يتغلب على ايه بقى؟ يعمل overcome لمين؟ للميكانيكال انيرشيا بتاعتك. ميكانيكال انيرشيا، تمام كده، ماشي كويس جدا. يبقى انت ايه يبقى دوت؟ هو ده الاكسلريشن تورك او الانيرشيا تورك، تمام كده. طيب ماشي، انا عاوز اقول لك الانيرشيا تورك دوت ماله بقى؟ بيعتمد على الاكسلريشن، زي ما انت ما شايف كده طبعا، ان انت بتقول ايه، ان انت بتقول لي ان البتاع دوت، التورك دوت عباره عن جي دي اوميجا باي دي تي، فهو بيتناسب مع مين؟ بيتناسب مع، او هو بيديبند على مين؟ على الاكسلريشن بتاعتك، تمام كده. هتقول لي تمام ماشي، تمام كده، هتقول لي تمام ماشي. بص بقى، خلينا ناخد كده حاجه صغيره، اللي هو الريت اوف تشينج في السبيد. عاوزين ناخد حاجه كده صغيره عشان نفهم منها حاجه كده، ايه هتفيدنا يعني. بص كده ركز معايا، انا دلوقتي لو رسمت لك كيرف بالمنظر ده، تمام، وجيت قلت لك دلوقتي انت بص، ده مش كير، ده الخط ده مش خط الصفر، انا طبعا برسم لك هنا التايم مع السبيد، مع السبيد، تمام ماشي. وانا بقول لك ده مش خط الصفر، ده خط السالب واحد، الصفر مثلا هنا، ده كده خط الصفر او الاوريجين يعني، تمام. بس انا عاوز ارسمه كده، وبقول لك ايه، بقول لك انت دلوقتي، انت دلوقتي هتعمل لك كيرفين واحد بالاحمر مثلا، انت كنت ماشي كده، وبعد كده قمت طالع كده، وقمت عامل كده، تمام، ده كده كيرف زويد. حلو الكلام، حلو الكلام. وقلت لك انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اسرع السبيد دي، فقلت لي ماشي، انا عشان اسرع السبيد دي، خليني كده اعملها لك باللون الاخضر. قلت لك انا عشان اسرع السبيد دي، قمت عامل لها ايه؟ قمت عامل كده، قمت طالع كده برضو، وقمت ايه، وقمت عامل كده، فانا كده قمت مسرع السبيد. حلو الكلام، حلو الكلام، تمام، خليت الاوسيليشن بتاعه اسرع يعني، تمام. هتقول لي جميل جدا، لو انا قلت لك ده كده السبيد صح، روح لي، روح دلوقتي ارسم لي التورك، التورك بتاعها ليه؟ لان ده، انت دلوقتي معاك رسمه السبيد، بقول لك هات لي التورك. فهتجيب لي التورك ازاي؟ هتقول لي والله انا عارف ان التورك عباره عن كونستانت، سيبك منه خالص، مضروب فيه الريت اوف تشينج من السبيد دي. فتعالى ايه، نشوف الريت اوف تشينج هنا هيبقى عامل ازاي. بص بقى، انت عشان ترسم رسمه التورك، خلينا نعملها برده بالاسود، انت علشان ترسم رسمه التورك دي هتبدا تعمل ايه؟ ده برضو التايم، وده خط السالب واحد مثلا ولا حاجه، وده ايه، ده هنا كده انت بترسم لي التورك بتاع الانرشيا، تمام. هنبدا بالايه، بالكيرف اللي لونه احمر. الكيرف اللي لونه احمر دوت، انت عشان ترسمه، اللي هو البطيء، عشان ترسمه هترسمه ازاي؟ هتقول لي والله انا هطلع، انا وانا همشي كده، تمام، لان كل ده كان بصفر، فالسبيد دي ده كده بالنسبه لك كونستانت. الكونستانت ده لما تعمل له ديريفاتيف هيديك ايه؟ هيديك زيرو، صح كده؟ يعني ماشي، صح كده. فعندك كونستانت تعمل له ديريفاتيف هيديك زيرو، تمام، مفيش مشكله. ماشي، بعد كده عندك دوت يعتبر خط مستقيم، صح كده. الخط المستقيم دوت انت ايه، لما تعمل له ديريفاتيف ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك لكونستانت، لان انت خد بالك عباره عن ام اكس زائد سي، اي خط بيبقى عباره عن كده صح، والاكس دي اللي هي التايم يعني. فده لما تعمل له ديريفاتيف في الاخر هيديك ام، الام ده اللي هو كونستانت، اللي هو الستوب بتاع الخط دوت، صح. فدوت هيبقى ايه، هيبقى عباره عن خط مستقيم كده. ولكن خد بالك من حاجه مهمه جدا، انا لما جيت رسمت ما رسمتش دوت كده، يعني بص عشان بس دي انت لازم تفهمها، انا لما جيت ارسم ما رسمتش ده كده، قمت طالع كده ايه، الحته دي ما خليتهاش، الايدج دي ما خليتهاش شارب قوي كده. ليه؟ لان انت لو خليتها شارب قوي كده كان ده يترسم كده، لازم يترسم كده، لازم. ليه؟ لان ما انت رسمتها شارب، فانا دي مش برسمها شارب، انما دي بنرسمها زي، بص بنرسمها كده وبنجيبها بس بميلان كده شويه، فهي بس حته الميلان دي ليه؟ عشان وانت بتيجي ترسم تخلي لي ايه، تخلي لي الحته دي فيها رفاهيه ان انت تعرف تعملها كده، ان انت تعرف، ثواني بس انا ايديا بس معوجه كده كده، تمام. بعد كده الكونستانت، شايف انت الكونستانت ده اللي جاي لك نتيجه الستوب بتاع الخط ده، لكن الطلعه دي اللي انا طلعتها دي كده، شوف انا طالعها على مهلي ازاي، ليه؟ لان انا عامل دي ايه يعني، فيها حته كيرف كده، فاهمني؟ بس كده، بس كده. وبعد كده طبعا هتطلع في الاخر ايه، لحاجه كونستانت، فالكونستانت ده الستوب بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى بصفر، تمام كده، ماشي زي الفل. ده كده بالنسبه لمين؟ ده كده بالنسبه للخط اللي لونه احمر. انا لما سرعت السبيد، لما سرعت السبيد يعني انا عملت اكسلريشن، فخليت سرعه السبيد تزيد في الفتره اللي هي من هنا لحد هنا، خليت سرعه السرعه تزيد، تمام. فده هيترتب عليه، ده هيترتب عليه ان ايه، ان طبعا الاكسلريشن زادت، تمام. فلما الاكسلريشن زادت في الانترفال دي، تمام كده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هي هو ده السؤال، ايه اللي هيحصل؟ فهتقول لي والله، والله انا اصلا لما انا لما بصينا على دوت بعد كده، استني بس، هو بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده ده كونستانت، الكونستانت ده الكونستانت دوت اللي هو اللي باللون الاحمر، معلش احنا نسينا نكملها اصلا. ده بالنسبه لك كونستانت، الكونستانت ده لما تعمله ديريفاتيف هيرجع للصفر، فده برضه هيقوم ايه، هيقوم راجع كده ايه، هيقوم راجع كده للصفر، تمام كده. يبقى انت عباره عن ايه، لو انت كده جيت بصيت عندك في الاول، انا مركز دلوقتي على اللون الاحمر، انت دلوقتي عباره عن ايه، عباره عن كونستانت، الديريفاتيف بتاعه بزيرو، اهو ده الزيرو. بعد كده عندك ايه، خط مستقيم، الخط المستقيم هيديك كونستانت، اهوت الكونستانت. بعد كده رجعت الحاجه كونستانت، فالديريفاتيف بتاعها هيرجعك زيرو، فرجعت لزيرو، تمام كده. وقلت لك انا بطلع ايه، بطلع بكيرف كده يعني، حاجه بالمنظر دوت، تمام كده، زي الفل. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده تعالى ناخد الرسمه اللي لونها ايه، لونها بتاع دوت، اللي لونها اسمه ايه، اللون ده اللي هو الجرين دوت، تمام. بص بقى ركز معايا، انت دلوقتي لما انت كنت شغال على اللون الاحمر، انت بدات هنا
ونهيت هنا، شايف انت اللي هو ايه، وصلت هنا يعني للستيدي ستيت، صح كده؟ هتقول لي ماشي كلام مظبوط. لما انا اشتغلت، اهو خليها هنا كده، لما انا اشتغلت على اللون الاخضر، انت ايه، انت برضو مثلا بدأت هنا فعلا، وبس انت وصلت تقريبا للستيدي ستيت هنا، واخد بالك ليه؟ لان انت زودت في السرعه علشان توصل، يعني انت زودت في السرعه، فانت لما زودت في السرعه ده ترتب عليه ان الايه، ان التايم بتاعك قل، فاهمني؟ يعني انت خد بالك، انت مثلا ماشي بعربيه على سرعه 20 عاوز توصل على سرعه 80، تمام؟ فانت دلوقتي انا بقول لك انت واحد خدها في 5 دقائق، واحد خدها في دقيقه، واحد خدها في 5 دقائق، واحد اخدها في دقيقه، تمام؟ ايه اللي حصل هنا؟ دوت مشي باكسلريشن اعلى من ده، تمام؟ فالتايم اللي هو انكمش كده، او اللي هو التايم صغر يعني منك، تمام؟ فده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه ان انت لما تيجي ترسم لي التورك، خد بالك التورك بيتناسب مع العجله، هنا العجله كانت موجوده في دقيقه، لان خد بالك هنا انت ماشي كونستانت سبيد، فالكونستانت سبيد دي تخلي لك العجله بصفر، وهنا بصوت الكونستانت سبيد، فالكونستانت سبيد هنا تديك صفر، ولكن ما بينهم اللي هي المنطقه دي، هي دي المنطقه اللي فيها ايه، اللي فيها اكسلريشن، تمام؟ هنا الاكسلريشن كانت موجوده لمده 5 دقائق، وهنا الاكسلريشن كانت موجوده لمده دقيقه واحده بس، فاهم حاجه؟ فعشان كده لما اجي انا ارسم هنا التورك، وخد بالك بقى ايه، انت لسه بتقول لي ان التورك بتاعك، ان التورك بتاعك ده ماله، بيتناسب مع مين؟ بيتناسب مع العجله اللي هي الاكسلريشن، صح؟ فهنا هنا بقول لك التورك في الاحمر ده هيبقى موجود لمده ايه، لمده 5 دقائق، لكن في الاخضر ده التورك هيبقى موجود لمده قد ايه، هيبقى موجود لمده دقيقه. فخد بالك ان التايم اللي انت هترسم فيه لازم يبقى اقل، لازم ايه، لازم يبقى اقل، ما ينفعش ترسمه في نفس التايم، لا ما ينفعش ترسمه خالص في نفس التايم. فلما تيجي ترسمه ده هيبقى عامل ازاي؟ هتقول لي والله هما الاثنين كانوا بادئين اهو في صفر، اللي هو ايه، اللي هي الحته الكونستانت دي، تمام؟ فكونستانت الستوب بتاعه بصفر، بعد كده هما الاثنين خدوا نفس الكيرف في الالف، انا هطلع برده على نفس الخط ده، تمام؟ بس هنا كده بداوا يختلفوا، يعني ده فضل مكمل كده، وده عم زود سرعته اكتر، فده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه ان انت هتبدا بقى ايه، ان انت تبعد عنه كده، تعالى تبقى حاجه كده عامله كده، تمام؟ لحد مثلا كده ايه، كل ده الاكسلريشن عماله بيزيد معاك، الاكسلريشن عماله بيزيد، قصادها مين عمال بيزيد؟ التورك، ايه الانرشيا، التورك عمال بيزيد. بعد كده خلاص وصلت تقريبا كانك خط مستقيم، فهتثبت كده شويه، بعد كده هوب كده خلاص ايه، انت وصلت للستيدي ستيت، تبدا بقى ايه، تبدا تموت تاني، تبدا ايه، تبدا تموت، فده كده ايه، يبدا يموت، بس كده، فهمت الرسمه؟ يبقى ايه، يبقى هو دوت. فانا بقول لك ايه، احنا بنقول كده يعني عاوزين نخرج بكل ده من ايه، ان انا اقول لك ايه، لما اجي اقول لك اثبت كده، اعمل لي بروف كده بالجراف بتاعك، ان ايه، او مع النت سكتش يعني، ان الاوميجا، ان الانرشيا تورك، ان الانرشيا تورك ماله بيتناسب مع العجله بتاعتك او الاكسلريشن. اول مره تعمل كده، تعمل القصه اللي احنا قلنا لك دي، طبعا الخطوط دي مالهاش لازمه، انت بس ايه، عشان انت بس تبقى ايه، واخد بالك احنا بنعمل ايه، تمام؟ وده خط الصفر، تمام كده، زي الفل. ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لايه، الانرشيا تورك. عاوز اقول لك الانرشيا تورك ده بيخزن جواه ايه بقى، ده حاجه عماله بتتحرك، ده بيخزن جواه كاينيتيك انرجي، فهنا عاوزين نيجي كده نكتبها كده على جنب، ده كده بيخزن معاه ايه، كاينيتيك انرجي، ده بيجي ثواني اعتقد مش هتقضي، لا ان شاء الله هتقضي، ده بيخزن جواه ايه، كاينيتيك انرجي، تمام كده. طيب ماشي، بص بقى احنا عاوزين، وانا بتكلم من شويه وانا بقول لك على التورسنال تورك ده، كنت بقول لك ان التورسنال تورك بيخزن جواه بوتنشال انرجي، صح؟ وبقول لك ان خد بالك ان بسبب ان الاوسيليشن اللي هيحصل، ممكن ايه، ممكن الـ البتاع دوت ممكن يخلي الشفط بتاعك يتكسر، تمام كده؟ فالاوسيليشن ده، او عشان كده كنت بقول لك خلي الشافت يلف مش عارف باوسيليشن، بعيد عن الاوسيليشن بتاع الموتور والكلام دوت، ليه بقى؟ لان احنا كنا بنقول، او كنا الاوسيليشن ده هيجي من فين؟ الاوسيليشن ده حاجه عماله بتفايبريت كده، فالفايبريشن ده هيجي من ايه؟ نتيجه البوتنشال انرجي اللي متخزنه جوه التورسنال تورك، مع الكاينيتيك انرجي اللي موجوده جوه مين؟ جوه الانرشيا تورك. الاثنين دول مع بعض يعملوا لك انرشيا، الاثنين دول مع بعض يعملوا لك ايه؟ يعملوا لك انرشيا. فانت كده لو جيت بصيت، تعالى كده ممكن نبص هنا، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ايه؟ ثواني بص كده معايا، هتلاقي هنا بيقول لك دوت كويس خالص، احنا قلنا ده مفيش مشكله، ده بيخزن جواه كينيتيك انرجي وبتاع. هنا هتلاقيه بيقول لك، بص اقرا كده معايا، التورسنال تورك بيقول لك اللود والموتور بيكونوا معمول لهم كابلنج مع بعض عن طريق الشافت، الشافت ده ممكن يتعرض لقوه ويتعرض للي، قوه اللي يعني، وبالتالي هيخزن جواه البوتنشال انرجي، ده التورسنال تورك، بيكون في حاجه اسمها زاويه اللي، اللي هي الثيتا كي، مش ثيتا من دي. بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي، الكينيتيك انرجي اللي جايه من الانرشيا تورك، والبوتنشال انرجي اللي جايه من التورسنال تورك، ممكن السيستم يحصل فيه اوسيليشن، او مش ممكن، هو اكيد يعني طالما في كينيتيك هو بوتنشال يعني كده كده هيحصل له اوسيليشن. فبيقول لك بقى خد بالك ان الاوسيليشن ده مش هتحصل الا اذا كانت الفيسكس تورك قليله، ماشي؟ هو بس في قصه الفيسكس تورك، عشان الفيسكس تورك ليها دعوه بالسرعه، فلو كانت السرعه قليله قوي، يعني بص خد بالك كده معايا ان الفيسكس تورك ده فين 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 اهوت، ده الفيسكس تورك، ده الفيسكس تورك كان ليه دعوه على طول بمين؟ بالسبيد، صح؟ فلو السبيد قليله، يبقى ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه ان الاكسلريشن هتبقى قليله،
فلما يعني ده اساس يعني انها بتتغير يعني، فالاكسليشن لما تبقى قليله الانرشيا تورك هيصغر معاك، فالكاينيتك انرجي هتصغر معاك، وكده كده البوتنشال انرجي اللي هي موجوده في التورسنال تورك انت كده كده بتاخدها في اعتبارك وانت بتعمل ديزاين، فده ايه هيترتب عليه ان يبقى الاكسليشن بعيده او ايه مش هيتكسر منك ولا حاجه، فاهمني؟ برضو لو جينا بصينا عليها هنا، ثواني لان بص كده ايه فوق، بص كده معايا هنا هتلاقيه بيقول لك ايه، بيقول لك ان تورسنال تورك دوت مش عارف ده تورسنال مش سيبك من كل ده ما يهمنيش، بيقول لك ان دوت بيستور جواه الكاينيتيك انرجي والتي كي اللي هي ماشي، هو ده ماشي هنا بيقول لك التي جي ده بيقول لك ان الريشيا تورك ده جواه كاينيتيك انرجي، والتورسنال تورك عباره عن ايه او جواه بوتنشال انرجي، بيقول لك الريزلت من الانرجي ديت اللي متخزنه ممكن تعمل لك اوسيليشن، مي بي اوسيليشن امتى؟ لو الفيسكاس تورك كان صغير، تمام؟ عشان كده بيقول لك لما تيجي نعمل موديلنج اللي هي في الديزاين ستيج يعني ايه بناخد في اعتبارنا اسيوم ان الشفت ده بيبقى كويس جدا علشان كده. هو بس بيقول لك بقى في الاخر ايه، بيقول لك ان انت في كل مسائلنا هنعتبر ان احنا كان الديزاين معمول له يعني معمول بطريقه بيرفكت، فده هيترتب عليه ان التي كي دوت او التورسنال تورك ده دايما انت هتهمله، فعشان كده بقول لك ايه، بقول لك هي معلومه نظري يعني مش هتقابلك في المسائل ولا حاجه، بس ايه بس خليك عارفها يعني في حاجه اسمها التورسنال تورك وقصته ايه، قصته هي القصه اللي احنا حكيناها دي دلوقتي، تمام كده؟ بس يعني وانت عارف مين جواه الكاينيتيك ومين جواه البوتنشال وخلاص على كده يعني، لكن ما تقلقش يعني مش هتتسال فيها كده كده ان شاء الله يعني، تمام؟ ده كده كان بالنسبه لي التورسنال تورك، تمام؟ واتكلمنا كمان عن الانرشيا تورك، التورك الاخير خالص اللي هو ايه اللود تورك، اخر تورك معاك اللي هو اللود تورك، وده بنرمز له بالرمز يعني اللي هو تاو ال كابيتال، بيبقى تاو ال كابيتال. طب اللود تورك ده بيبقى ايه؟ بيبقى عباره عن كاركترستكس ليها دعوه ايه، ليها دعوه باللود بتاعك يعني على حسب اللود، لو اللود بتاعك يعني بتختلف باختلاف اللود، هي مالهاش اي حاجه، هي بتبقى ممكن تبقى كونستانت ممكن تتغير، هي بس هي في الاخر بتبقى ايه، بتبقى معتمده على اللود بتاعك، مثلا لو اللود كان كذا فهي مثلا هتبقى كونستانت، لو اللود كان كذا فهي كيرف هيبقى شكله كذا، لو اللود كان كذا فهي هتبقى كيرف شكله مش عارف ايه، فهي ليها دعوه بالابلكيشن بتاعك، مالهاش دعوه خالص بايه، مالهاش دعوه خالص بالايه، مالهاش دعوه خالص ب مالهاش حاجه يعني مش هنقدر نقول فيها اي حاجه، هي بتبقى بتختلف باختلاف الابلكيشن او باختلاف الحمل بتاعك، تمام؟ طب ماشي، يقول لي كده الايكويشن في الاخر هي عامله زي كنا بنقول كده، هنكتب بس باللون الاسود، كنت بتقول لي ان التورك بتاعك او التورك الالكتريكال دوت، خد لي بقى معايا اللي هي ناقص التورك بتاع الاي سمول او ال سمول قصدي، عباره بيساوي ايه مين، بيساوي الجي دي اوميجا باي دي تي، تمام؟ هاتها بقى بالراحه، قول لي ان التورك الالكتريكال ده عباره عن ايه، ودي ده الناحيه الثانيه وابدا بقى فك كل الكومبوننت بتاعته. انا كعبد الله بقولها كده، اول حاجه كان اول حاجه قلناها الفريكشن تورك، الفريكشن تورك ده اللي هو عباره عن ايه، عباره عن الفيسكوس زائد الاستكشن زائد الكولوم زائد بعد كده، ده كده كان اول نوع، تاني نوع قلنا كان ايه، كان الوايندج اللي هو التورك بتاع الاوميجا، زائد النوع اللي بعده كنا قلنا ايه، قلنا التورسنال تورك اللي هو تي كي، زائد كان في ايه تاني، في ايه تاني، في بعد كده اللود تورك بتاعك، اللود تورك اللي هو اللود تورك، زائد اخر حاجه اللي هي الانرشيا تورك بتاعتك، تمام كده؟ نبدا بقى نفكهم بالراحه، دول لما نفكهم بالراحه يبقى عباره عن ايه، الفيسكاس تورك ده كان عباره عن بي في الاوميجا، الاستاتيك ده والاستكشن ده قلنا ان ده ايه، بيبقى موجود في حاله الستارت اب بس، بيبقى موجود في حاله الستارت اب بس، قلنا ان الكولوم ده بيكون كما كونستانت هو بيديني، قلنا ان الوينج ده عباره عن ايه، عباره عن كونستانت مضروب فيه الاوميجا سكوير وبيكون موجود في حاله التربينات والمراوح بس، قلنا ان الكي دوت اللي هو اسمه ايه التورسنال، احنا كتبناه، انا كتبتها ثواني بس اتاكد ان كده صح، تورسنال ماشي توكي ماشي، التورسنال ده قلنا ان هو عباره عن ايه، عباره عن الكي مضروبه في السيتا كي، تمام؟ والسيتا كي دي اللي هي زاويه اللي بتاعت الشفت، تمام؟ وقلنا ان احنا ايه هنهمله، وبعد كده دوت بيبقى ايه عباره عن كاركترستكس هو هيدهني، والانرشيا تورك عباره عن جي دي اوميجا باي دي تي، حلو الكلام حلو الكلام، تعالى بقى ايه انا بقول لك بصت كده على نفسك كل حاجه، هتبقى التورك الديفلوبد دوت عباره عن ايه، عباره عن البي اوميجا دوت اهمل 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 وبس، زائد التورك بتاع اللود زائد الجي دي اوميجا باي دي تي، بس كده خلصت، هي دي هتبقى الايكويشن اللي انت ايه شغال بيها دايما، وكمان لو ما ادكش البي اهمل دي كمان، دي كمان هتبقى بصفر، تمام كده؟ ماشي زي الفل. تعالى بقى ايه نشوف الشيت قبل ما نكمل اي حاجه، خلينا كده نفتح الشيت ونشوف كده ايه اللي موجود في الشيت، او لا هو مفيش حاجه في الشيت فعلا، خلينا نفتح المحاضره، فين المحاضره؟ يعني جاي نجيب المحاضره ونشوف ايه المسائل اللي فيها. اكزامبل رقم واحد، بص كده معايا، تلاقي الحاجة بسيطة ومفيهاش حاجة يعني، ممكن بقى ايه المسائل كلها نحلها هنا، ثواني ممكن المسائل كلها نحلها هنا على طول، فده يبقى أول اكزامبل، بص كده معايا
خليه هناك. بص كده ركز معايا، هتلاقيه بص في الاكزامبل دوت بيقول لك ايه، ثواني عشان ده بس بيبقى صعب شويه في التعامل معاه. بص كده اول اكزامبل ده بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت اداك السيستم دوت وبيقول لك خد بالك ان هو مديك الانيرشيا بتاعتك بكام، مديك كده الانيرشيا عباره عن كام، اللي هو 0.058 كيلو جرام متر سكوير، تمام كده. ده اول حاجه بيقول لك ان اللود تورك ايه، اهمل حتى اللود تورك، وبيقول لك ايه يحسب لي الالكترومغنيتيك تورك بتاعك، يعني هو عاوز منك التاو اي دوت بيقول لك هو بكام، اذا كان عندك السبيد بتاعتك بتزيد من الستاند ستيل اللي هو الزيرو، يعني هنا الاوميجا بتساوي صفر، تمام، ده معنى كلمه ستاند ستيل، وبي لحد كام، لحد ال 1800 في 5 ثواني. فتقول لي والله المعادله بسيطه جدا، هتقول لي التورك بتاع الاي هو اهمل كل حاجه حرفيا، ما بفضلكش غير الجي في الدي اوميجا باي دي تي، تمام كده. يبقى التورك بتاع الاي ده اللي هو بيقول لك احسبه لي عباره عن ال 0.058 مضروب في الاوميجا بتاعتك، الاوميجا بتاعتك اللي هو 1800 ناقص اللي هي فاينل ناقص الانيشال، الانيشال اللي هو صفر، على الزمن كله، الزمن كله كان كام، 5 ثواني، تمام كده. ولكن خد بالك ده ار بي ام، تمام، انت خد بالك دوت او الاوميجا اللي بتعوض بيها لازم تبقى ايه، ريد بير سكند، تمام. فانت هتعمل ايه، فانت لازم تحول لي دي، فانت عاوز تعمل ايه، هي اسمها ار بي ام، فهي ار بي ام اللي هي ريفوليوشن بير مينت، ففي مينت في الاخر بير مينت، فانت لازم تقسم لي تحت على كام، على الدقيقه اللي هي 60 في كام، 60 في 60، تمام كده. اوكي بس لا، انت اللي عاوز ثواني، من 60 لثواني يبقى هي 60 واحده بس، انت عندك دقيقه، قصدي هي دي، هي دقيقه، هو بيقول لك ار بي ام، ار بي ام فدي دقيقه، عاوز تحول من دقيقه لثواني فاقسم على 60، فعشان كده نسمع على 60. وعشان تحول بقى اللي هي اللفه الميكانيكال للفه الكتريكال بتضرب كام، بتضرب في 2 باي، تمام، فتبقى هي دي شكلها في الاخر. ثواني جيب الاله، فيبقى انت بتقول لي ايه، بتقول لي 0.058 في 1800 على الخمسه مضروبه في 2 باي على 60، هيطلع في الاخر 2.18، هيطلع في الاخر كام، 2.18 نيوتن بير متر، تمام. هتلاقي في السايكل كاتبها غلط، يعني هتلاقي حلها لك غلط، الرقم ده مش مظبوط، فايه فسيبك من الرقم ده. ده كده كان اول واحده. تعال نشوف المساله التانية بتقول ايه. هتلاقي في المساله التانية دي عباره عن ايه بقى، لينا كده شوفها كده، هلاقي هنا كده ماشي. هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عندك الجي برضو اداك الجي واداك اللود تورك، الراجل هنا كده اداك ان الجي عباره عن 0.058 كيلو جرام متر سكوير، تمام كده، هو اداك الرقم دوت، واداك معاه ايه، واداك معاه اللود تورك بتاعك، قال لك ان اللود تورك بتاعك عباره عن ايه، بس انا بفتح بس التليفون، قال لك ان اللود تورك بتاعك عباره عن ايه، قال لك ان اللود تورك بتاعك عباره عن 5 اهوت، مدولك ايه، مدولك بخمسه. فانت هنا بتقول لي ان اللود تورك عباره عن كام، عباره عن 5 نيوتن متر. حلو الكلام، حلو الكلام. بيقول لك ايه، بيقول لك انا اديتك حاجه اسمها السبيد بروفايل، انا اديتك حاجه اسمها السبيد بروفايل، حلو. هتقول لي ماشي، ده اسمه ايه الرسمه دي اللي هي بيرسم لك السبيد مع التايم، ده ايه اسمه، السبيد بروفايل، تمام ماشي. هو بيقول لك ايه، بيقول لك احسب لي ايه، احسب لي اول حاجه احسب لي وارسم، يعني انت هتحسب وترسم الفانكشن بتاعت التايم على كل فتره، تمام كده، كل انترفال معاك. فتقول لي والله بسيطه جدا، انا الايكويشن بتاعتي اللي انا عارفها هي عباره عن ايه، عباره عن التورك بتاع البتاع دوت عباره عن ايه، التورك بتاع اللود زائد الجي دي اوميجا باي دي تي، وهو كل الحاجات التانية اهملها. حلو الكلام، حلو الكلام. فدي الايكويشن اللي انا ايه، اللي انا هبدأ استعملها كل شوية. فاقول له ايه، هقول له اول انترفال كده معاك اللي هو لما كنت شغال من الصفر لحد ال 0.1 سكند، اللي هي الفترة دي، تمام، اللي هي الفترة دي، تمام. الفترة دي ايه اللي حصل فيها، دي كده الانترفال الاولانية، تمام، ايه اللي حصل فيها. تعال نبدأ نشتغل بره. هتقول لي والله انا بقول لك احسب لي ايه، ارسم لي الترك البتاع دوت، الترك ديفلوبد يعني، تمام. فهتقول لي، هتقول لي والله الترك ايه دوت عبارة عن الخمسة اللي هو اللود، تمام، بتاعك زائد الجي، الجي بكام، هتلاقي ده لك 0.058 بس كده مضروب في الديريفاتيف بتاع مين، الديريفاتيف بتاع الاوميجا. طب ما هي دي السبيد اللي هي الاوميجا، انا عاوز اجيب الديريفاتيف بتاعها، الديريفاتيف بتاعها اللي هو الستوب دوت، صح. فانا عاوز اجيب الستوب ده، الستوب ده يبقى عباره عن ايه، دلتا الواي على دلتا الاكس، فدلتا الواي اللي هو كام، 300 ناقص صفر على دلتا الاكس اللي هو 0.1 ناقص الصفر، فكام فاهمني، فهتبقى 300 على ال 0.1، 300 على ال 0.1 تبقى كام، 300 على ال 0.1 اللي هي تبقى 3000، تمام كده، تبقى 3000 بس كده. فانت امسك التك قول لي كده 3000 في 0.058 زائد 5 تبقى 179، يبقى كام، يبقى 179 نيوتن متر، تمام كده. دي كده اول انترفال. تعال نشوف الانترفال التانية، تعال نشوف الانترفال التانية. الانترفال التانية لما انا كنت شغال من ال 0.1 لحد ال 0.2، تمام كده ماشي. ايه اللي حصل فيها، هتقول لي نفس القصه، التورك بتاع الاي عباره عن ايه، عباره عن التورك بتاع اللود اللي هو 5 كان ثابت، زائد الجي اللي هي كانت 0.058
مضروب في الديريفاتيف بتاع السبيد. طب هنا دي المنطقه الثانيه، المنطقه الثانيه دي بص هي بالنسبه لك كانت ايه؟ كانت كونستانت، فالديريفاتيف بتاع الكونستانت يبقى كام؟ يبقى بصفر. فده على طول التورك بتاع الايه هيبقى بكام؟ يبقى التورك بتاع الايه بكام؟ 5 نيوتن متر. بس كده؟ اه والله بس كده خلصت. دي كده كانت تاني واحده. تعالى نشوف الثالثه. الانترفال الثالثه لما انا كنت شغال من ال 0.2، بس ممكن نعمل كده ايه في الاخر، من ال 0.2 لحد كام؟ لحد ال 0.3، لحد ال 0.3 تمام. ايه اللي حصل فيها في المنطقه ديت؟ في المنطقه ديت ايه اللي حصل فيها؟ نفس القصه بالظبط، والله هي نفس القصه، ما فيش حاجه. هتقول لي التورك بتاعت الاي عباره عن الخمسة زائد مين؟ زائد ال 0.058 مضروب في الديريفاتيف بتاع المنطقه دي. طب المنطقه دي انا عاوز اجيب اللي هي المنطقه دي، دي المنطقه الثالثه، عاوز اجيب الديريفاتيف، عاوز اجيب قصدي الستوب بتاع الخط ده، اجيبه ازاي؟ هتقول لي والله دلتا الواي على دلتا الاكس. فانا هاخد كده دلتا الواي اللي هو من هنا اللي هو 300، يعني بص كده هتقول لي كده ان الستوب هنا، الاسلوب عباره عن ايه؟ دلتا الواي على دلتا الاكس، دلتا الواي على دلتا الاكس، دلتا الواي اللي هي اللي هو هيبقى كام؟ 300 ناقص ناقص 300 اللي هي تبقى كام؟ 600 يعني، على دلتا الاكس. انت خد بالك انت بدات من هنا، ها، فتبقى دي البدايه بتاعتك، يبقى 0.2 ناقص 0.3 فتبقى كام؟ 0.1 وفي نيجاتيف، ففي الاخر تبقى كام؟ سالب 6000 تمام كده. يبقى الكلام ده يتضرب بعد كده في كام؟ في 6000، في سالب 6000 تمام. بس كده تعالى نشوف هتطلع بكام. يبقى التورك بتاعت الاي هتطلع بكام؟ هيطلع ب 0.058 في سالب 6000 زائد الخمسة، يطلع بكام؟ سالب 343، سالب 343 نيوتن متر. بس نكتب المتر عدل، متر نيوتن متر تمام كده. ماشي، دي كده ايه التالتة. طيب ماشي، الرابعة هتبقى عاملة ازاي؟ هتقول لي والله الرابعة ممكن نكتبها بالبينك دوت، الرابعة اللي هو لما انا كنت شغال من ال 0.3 لحد ال 0.4 تمام، اللي هي المنطقة دي، دي كانت المنطقة الرابعة. لما كنت شغال في المنطقة الرابعة دي ايه اللي حصل معايا؟ هتلاقي ان اللي حصل ان نفس كل حاجة والله العظيم، التورك بتاعت الاي عبارة عن 5 مجموع عليها ال 0.058 مضروبة في الديريفاتيف بتاع السبيد. السبيد هنا ايه؟ كونستانت اهي قدامك، فالكونستانت الديريفاتيف بتاعه كام؟ بصفر. ففي الاخر هتطلع لك كام؟ في الاخر هتطلع لك 5، هتساوي لك كام؟ هتساوي لك 5 نيوتن متر تمام كده. ماشي زي الفل. بعد كده اخر منطقة خالص اللي هي ديت نفس كل حاجة، ما فيش اي جديد يعني. هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عبارة عن ان انت بتقول لي ايه؟ ان انت بتقول لي ان لو انت شغال من فين؟ من ال 0.4 لحد ال 0.5 تمام كده. ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي والله ان تي اي عبارة عن 5 مجموع عليها ال 0.058 مضروبة في، عاوز اجيب الستوب بتاعت المنطقة دي اللي هي 5، فهتبقى نفس كل حاجة اللي هو دلتا الواي على دلتا الاكس. فهيبقى النقطة دي اللي هي بكام؟ اللي هي بسالب 300 ناقص كام؟ ناقص الصفر. فسالب 300 ناقص الصفر مقسوم على كام؟ بص كده هقول هو خدها كده بالظبط، ثواني عايز اجيب لك الهايلايتر. هتاخد كده النقطه دي ناقص النقطه دي، فسالب 300 ناقص صفر على 0.4 ناقص 0.5 بس كده. فهتبقى عامله ازاي؟ هتبقى سالب 300 ناقص صفر تبقى كام؟ سالب 300، سالب 300 على 0.4 ناقص 0.5 دي تجيب لك كام؟ سالب 0.1 تمام. سالب سالب 300 على سالب 0.1 تبقى كام بقى؟ تبقى 3000 في الاخر، موجب 3000. فالستوب هنا في الاخر هيبقى كام؟ هيبقى ب 3000. فعشان كده هاجي هنا احط لك ايه؟ موجب 3000. فلو بصيت على دي هتلاقي نفس ايه؟ نفس الاولانيه اللي هي دي. فالترك في الاخر هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى هنكتبها تحتها. فالترك في الاخر هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن 179 نيوتن متر. ده كده ايه؟ ده كده انت خلاص كده انت جبت له اللي هو عايزه. خلينا بس ممكن نبروزهم كده عشان بس ما يبقوش سايحين على بعض، نبيتهم كده بس عن بعض تمام. ماشي ماشي زي الفل. ده كده هو قال لك ايه؟ كده انت جبت له الفانكشن اللي هو عايزها. بيقول لك بعد كده ايه؟ اعمل لي بلوت ليها. فتقول لي والله موضوع البلوت ده سهل جدا. اعمل البلوت ده ازاي؟ بص بقى ركز معايا، ثواني بس، خلي ده كده وده كده تمام. انا دلوقتي هرسم هنا، بص ركز معايا. ده اول فتره خالص ممكن نحط نقط كده برضو عشان بس او من غير يعني، خلينا نحط النقط في الاخر. اول فتره خالص دي كانت اول فتره معاك صح؟ اللي هي دي كده صح كده؟ دي كده كانت هي اول فتره معاك. لا مش دي، كان في حاجه قبلها، لا ما كانش في حاجه قبلها، هي دي اول واحده. فاول واحده معاك كانت طلع بكام؟ تطلع ب اللي هي 179 صح؟ او 179 اه صح؟ فهنكتب كده اهو 179. يبقى دي كده اول واحده. تاني واحده طلعناها بكام؟ طلعناها بخمسه صح كده؟ فهتيجي هنا وتعمل لي 5، فالخمسه مثلا اهيت هنا كده اهو 5. بعد كده اللي بعدها من 0.2 لحد 0.3 طلعت معانا بكام في الاخر؟ سالب 343، فهتقوم نازل كده اهو تمام اهو، ده كده السالب 343. بعد كده ده لحد 0.3، فمن 0.3 ل 0.4 طلعناها ب 5، فتطلع كده تاني على ايه؟ لحد ال 5 اهو
تمام، طلعنا لحد الخمسة. بعد كده آخر واحدة من 0.4 ل 0.5 طلعناها كام؟ 179. 179 اللي هي هنا بس كده. بس كده خلاص، كده احنا ايه، كده احنا خلاص خلصنا. نشيل ده، ممكن بقى نحط النقط بتاعتنا. أول واحدة دي بكام؟ 179، وهنا كده اللي هي الخمسة، وهنا كده اللي هو كام؟ اللي هو سالب 300. احنا قلنا كام؟ 300، اللي هي فين؟ اللي هي دي، سالب 343. تمام كده. بس كده. بس كده هنا ال 0.1، ال 0.2، ال 0.3، وال 0.4، ودي كده الايه، ال 0.5. وده كده التايم بتاعك بالثواني، وده كده بالنسبه لك ايه هيبقى التورك بتاعك، تورك انديوسد طبعا. تمام كده زي الفل. تمام، ده كده بالنسبه ايه، بالنسبه للمساله دي، وهي مساله ايه كويسه يعني مش وحشه. ده كده ايه بالنسبه لده. تعالى نشوف المساله اللي بعدها، اكزامبل رقم 3 اهوت. هو اداك السبيد، السبيد بروفايل، اداك السبيد بروفايل، وبيقول لك ان التايم بالملي سكند. خلينا بس نحطها هنا ونشوف. ماشي، بص بقى معايا. هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ثواني بس، هو بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت عندك ايه، ده في اكزامبل رقم ايه، رقم 3. بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت انا اديتك السبيد بروفايل دوت، وبيقول لك ان السيستم بتاعك تقدر توصفه بالايكويشن اللي هو مديها لك دي. تعال نكتبها. بيقول لك ايه هنا، بيقول لك ان التورك بتاع الانديوزد ناقص التورك بتاع اللود، الكلام ده بيساوي الجي دي اوميجا باي دي تي، وبيقول لك الكلام ده مجموع عليه مين، البي في الاوميجا. ماشي، جميل قوي الكلام ده. بيقول لك خد بالك ان الجي انا مديها لك بكام، 0.01 كيلو جرام متر سكوير، وبيقول لك خد بالك ان البي بتساوي 0.01 اللي هي نيوتن متر بالراديان على الثانية. تمام كده، ممكن نشيل الجانب بس عشان الكلام ميبقاش داخل في بعضه. وبيقول لك خد بالك ان التورك بتاع اللود بكام، التورك بتاع اللود بتساوي 5 نيوتن متر. ماشي، جميل قوي. بيقول لك ايه، هات لي التورك بروفايل، هات لي التورك بروفايل. فانت كل اللي انت هتعمله ان انت هتبدا تعوض ايه، عشان تبدا تجيب الايكويشن بتاع التورك. تعوض ازاي؟ هتقول لي هي سهله، انت عندك هنا كده في انترفال، دي كده الانترفال الثانيه، الانترفال الثالثه، الانترفال الرابعه، والانترفال الخامسه. خلاص المساله خلصت، تعال ناخدهم واحده واحده. هنقول كده ان احنا شغالين في الانترفال الاولى. الانترفال الاولى هتبدا تحط الايكويشن بتاعتك، هتقول لي والله انت عندك التورك بتاع الاي ده اللي انت عايزه، هتقول بيساوي ودي لي التورك بتاع اللود ده الناحيه الثانيه. فلما توديه الناحيه الثانيه هيبقى اول حاجه التورك بتاع اللود يعني بالموجب اللي هو هيبقى 5، بعد كده زائد الجي اللي هي 0.01 مضروبه في الدي اوميجا باي دي تي. هات لي كده في الانترفال رقم واحد ديت، قول لي كده الدي اوميجا باي دي تي بكام. هتقول لي والله انا شايف الاوميجا اهي قدامي، الاوميجا اهي قدامي. ثواني، هتقول لي والله انا الاوميجا اهي قدامي بكام. السرعه بتاعتي ثابته، ثابته بكام، بصفر بقى، مش فارقه هي صفر ولا لا، المهم انها كونستانت، هي ثابته. فلما اجي اعمل لها ديريفاتيف هيبقى بكام، اهي الديريفاتيف بتاعها هيبقى بصفر، فاحط هنا كده الصفر. بعد كده كده خلاص كتبت الترم دوت وكتبت الترم ده، اكتب بعد كده الترم التالت اللي هو بتاع البي اوميجا. اول بعد كده زائد ايه، زائد البي اللي هي جداني ب 0.01 مضروبه في الاوميجا اللي هي في السرعه، او يعني في المنطقه دي السرعه بكام عندك، السرعه عندك بصفر، فالسرعه عندك بصفر هنا. فخلاص يبقى التورك انديوزد هنا بكام، التورك انديوزد هنا يبقى ب 5 نيوتن متر. يبقى التورك انديوزد بيساوي ايه، 5 نيوتن متر. تمام كده، دي كده ايه، دي كده اول واحده، دي كده اول واحده. تمام ماشي، دي كده اول واحده. تعال نجيب الثانيه. هتقول لي كده والله الثانيه بسيطه جدا، هتجيبها ازاي؟ هتقول لي والله انت عندك الانترفال الثانيه يعني، او الفتره الثانيه، هتقول لي نفس القصه، عندك التورك انديوزد عباره عن الخمسه اللي هي بتاعت التورك بتاع اللود، زائد ال 0.01 اللي هي الجي مضروبه في الدي اوميجا باي دي تي. طب ثانيه، انا عاوز اجيب الدي اوميجا باي دي تي اللي هنا، اجيبها ازاي؟ الدي اوميجا باي دي تي اللي هنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن السلوب بتاع دوت، صح كده؟ بس خد بالك من حاجه، انت يعني ماشي، انت هتكتب هنا كده اللي هو الاوميجا دوت اللي هو السلوب اللي هو هيطلع في الاخر كونستانت اللي هو السلوب، صح؟ هيطلع لك هنا كده اهو السلوب، هيطلع رقم يعني في الاخر، زائد ال 0.01، ال 0.01 مضروبه في الاوميجا، الاوميجا هنا بقى دي تحطها بكام؟ ما ده اللي هو البي في الاوميجا، ده كده اللي هو البي في الاوميجا اللي هو الترم دوت يعني. تمام، فهنا هتحط لي الاوميجا بكام؟ ده سؤال، ده سؤال لازم تفكر فيه، الاوميجا دي هتحطها بكام؟ يعني انت عندك خط مستقيم، فانت هنا هتحط لي الايكويشن، لان الراجل اصلا بيقول لك هات لي التورك بروفايل. يعني ايه التورك بروفايل؟ يعني ارسم لي، يعني انت في الاخر هترسم. فانت محتاج ايه، الايكويشن بتاعت الاوميجا عشان تعرف ايه، عشان تعرف تحطها ايه في الحته دي. فانا هاجي له هنا واقول لك كده على جنب، هقول لك هنا على جنب انا محتاج اجيب ايه، محتاج اجيب الايكويشن بتاعت اللاين دوت. فالايكويشن بتاعت اللاين ده عشان اجيبها هتبقى عامله ازاي؟ هقول لنفسي ان انا اي لاين في الدنيا اللي هي الواي بتساوي، الواي بتساوي الام اكس زائد السي، دي اي ايكويشن في الدنيا. يبقى انا هنا لو عاوز اعوض هنا هيبقى ايه، هقول له ان الاوميجا بتساوي
الام اللي هو السلوب مضروب في الاكس اللي هو التايم بالملي سكند زائد السي اللي هو الحته الكونستانت او المقطوعه من ايه من الواي اكسس او السبيد اكسس. تمام ماشي. انا دلوقتي عاوز ابدا اجيب قيم مين ومين، عاوز ابدا اجيب قيم الام واجيب قيم السي، فانا عشان اجيب القيمتين دول فانا هحتاج ان انا اعمل ايه؟ هحتاج ان انا ابدا اعوض، صح؟ انا دلوقتي محتاج اجيب قيم الام والسي، اجيبها ازاي؟ قال لك والله في طرق كتيره بقى، انا بصراحه هختار ابسط واحده منهم. طبعا انت ممكن تعرف تجيب الام ده عن طريق السلوب وبعد كده تعرف تعمل ايه، تعوض لي بالاوميجا باي نقطه والتايم عند نفس النقطه عشان تجيب لي قيمه السي، بس انا يعني انا هعملها بطريقه تانية يعني بحس انها اسهل يعني، بس كل واحد براحته يعني. المهم ان انت تجيب لي الايكويشن دي في الاخر. هقول لك والله الخط ده انا عارف فيه نقطه، النقطه دي والنقطه دي، النقطه دي لما كان فيها التايم ب 10 مللي كانت السرعه فيها بصفر، والنقطه اللي فوق دي لما كان التايم فيها ب 25 مللي كان السرعه بكام؟ كانت السرعه ب 100. بس كده دول اللي انا هعوض بيهم. فاول واحده دي انت عاوز يعني هبدا دلوقتي ان انا اعوض، هقول له ايه؟ هقول له الاوميجا بتاعتي كانت بكام؟ هقول له الاوميجا بتاعتي كانت بصفر لما كان، احط الام زي ما هي ده اللي انا بدور عليه اصلا، لما كان التايم بكام؟ 10 مللي سكند، 10 10 اس سالب 3 زائد ايه؟ زائد السي اللي هو الكونستانت بتاعي. تمام. ادي كده، دي كده الايكويشن الاولانيه. الايكويشن الثانيه هقول له ايه؟ هقول له ان انت كانت الاوميجا بتاعتك بكام؟ كانت ب 100. امتى؟ عند الام اللي هو السلوب يعني مضروب فيه. التايم بكام؟ كان التايم عند المية بكام؟ اهو المية اهي، كان عند ساعتها التايم ب 25. لما كان التايم بتاعك بكام؟ ب 25 مللي زائد السي. تمام. دول كده اتنين ايكويشن في اتنين انون. تمام. لما نيجي نعوض لما نيجي نحل الايكويشن دي، ثواني بقى نحلها كده بس نجيب الاله. لما نيجي كده نجيب الاله ونحل الاتنين ايكويشن دول مع بعض، هتقول لي هتقول لي كده 10 في 10 اس سالب 3 ده كده الام، بعد كده 1، بعد كده 0، بعد كده تقول لي 25 في 10 اس سالب 3، بعد كده تقول لي 1، بعد كده تقول لي 100. لما تيجي تكتب الكلام ده هتلاقي ان هو الراجل طلع لك ايه؟ قال لك ان الام بتاعتك بتساوي 6 6 6 6 وثلثين، وهتلاقي ان الراجل بيقول لك ان السي بتاعتك بكام؟ بي سالب 66 وثلثين، سالب 66 وثلثين، زي الفل زي الفل. كده انت جبت الايكويشن صح؟ صح. فهتيجي هنا تقول لي ايه؟ تقول لي والله الايكويشن دي كده خلاص، الايكويشن شكلها بقى عامل ازاي؟ ان الاوميجا بتساوي الام اللي هو السلوب اللي هو 6666 وثلثين مضروب في التايم زائد الحته اللي هي الكونستانت يعني، تمام، او النقطه يعني نقطه الانترسكشن مع الواي اكسس او السبيد اكسس اللي هي كانت كام؟ 66 وثلثين. بس كده، دي كده الايكويشن بتاعتي. فاجي اقول له دلوقتي انا محتاج اضرب في مين؟ محتاج اضرب هنا في الايه؟ في الاوميجا دوت اللي هو التفاضل بتاع المعادله دي. فلما اجي اعمل ديريفاتيف للايكويشن دي هيطلع لي كام في الاخر؟ هيطلع لي اللي هو 6 6 6 6 2 على 3 اللي هو 6666 وثلثين. تمام. ده كده ايه الحته اللي هي ديت اللي هي جي في الدلتا اوميجا اللي هو الانرشيا تورك. بعد كده هتقول لي زائد البي اللي هو 0.01 مضروب في كام؟ مضروب في الديريفاتيف بتاع في الايكويشن ذات نفسها. فاحنا دلوقتي محتاجين نحط الايكويشن نفسها، فدي بس ممكن نعمل كده، خلي دي بس كده على جنب. تمام. نرجع تاني. فهتقول لي ايه دوت كده؟ انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تضربه في الايكويشن ذات نفسها. فالايكويشن ذات نفسها اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي مكتوبه اهي باللون الاحمر اللي هي كام؟ اللي هي 6 6 6 6 2 على 3 تي زائد او ناقص 6 6 2 على 3. تمام كده، بس كده زي الفل. كده انت ايه؟ كده انت خلاص كتبت لي ايه؟ كتبت لي الايكويشن اللي بتوصف التورك في الايه؟ في المنطقه الاولانيه ديت. تمام. دي بقى لو قعدنا نبسطها، هنقعد بقى نبسطها على قد ما نقدر، هتلاقي في الاخر ان انت بتقول لي لو كده، لو جيت كده تجمع معايا كده الارقام، تعالى كده نبص كده على الارقام مع بعض، هتلاقي ان انت عندك الخمسه ديت ده رقم، دوت كله عباره عن رقم تقدر تجمعهم على بعض. ال 0.1 دي تتضرب في سالب 66 وثلثين ويتجمعوا على بعض. فلو جينا عملنا كده، لو جينا عملنا كده، ثواني كده بقى احسبها لك، 5 في 0.01 او 5 زائد الاول 0.01 مضروب في 6 6 6 36. تمام كده. اوكي. زائد 0.01 مضروب في او مضروب في سالب 66 وثلثين، هتلاقي ان الحته الكونستانت دي او الرقم يعني اللي هيطلع في الاخر هيطلع كام؟ 71. فهتلاقي ان انت بتقول هنا التورك دوت عباره عن كام؟ 71. تمام. بعد كده هتاخد ال 0.1 دي وتضربها فين؟ في الحته دي. اشمعنى الحته دي؟ عشان دي فيها التايم اهوت موجود. تمام. فدي كده لوحدها، فهتقوم قايل لي ايه؟ تقوم قايل لي، تقوم قايل لي ان دوت 0.01 مضروب في 6 6 6 وثلثين 2 على 3 يطلع لك في الاخر كام؟ 66 وثلثين. يبقى تقول لي بعد كده زائد 66 وثلثين زائد 66 وثلثين تي. تمام كده، بس كده. دي كده ايه؟ دي كده الايكويشن اللي ايه في الفتره ديت. تمام. اسلم من عادل. دي كده ايه الايكويشن اللي في الفتره دي؟ دي كده ايه الايكويشن اللي في الفتره دي؟ تمام زي الفل. او دي كده الفتره الثانيه.
دي كده ايه، دي كده الفترة التانية مش دي كده الايكويشن في الفترة التانية. تعالى نيجي نشوف الفترة التالتة، هتقول لي والله الفترة التالتة هي عبارة عن ايه، نفس كل حاجة. التورك انديوزد ده عبارة عن الخمسة اللي هي بتاعة اللود زائد ال 0.01 اللي هي الانرشيا مضروبة في الدي اوميجا باي دي تي. تعالى نشوف كده الفترة التالتة. اه والله ده الفترة التالتة كانت عبارة عن ايه، عبارة عن حاجة كونستنت، فالديريفاتيف بتاعها هيبقى بصفر، فالديريفاتيف بتاعها هيبقى بصفر. هقول هنا ايه مضروبة في الصفر، زائد عندك بعد كده مين ال 0.01 اللي هي البي مضروبه في الاوميجا. مين هي الاوميجا؟ لو جيت بصيت هنا هلاقي الاوميجا هي خط ايه، يعني عباره عن حاجه كونستانت اللي هي ب 100. فانا مش محتاج اجيب ايكويشن خط مستقيم، او اصلا لو انت عاوز تجيب ايكويشن خط مستقيم هتقول لي ان الاوميجا بكام، هتقول لي كده ان الاوميجا بتساوي 100، دي ايكويشن خط مستقيم يعني ملهاش دعوه بالتايم خالص، تمام كده ماشي. فهتقول لي هنا كام، هتقول لي كده ان دوت ايه تضربه كده كام في 100 وبس على كده. طبعا لو جيت جمع، لو جيت بسطتها يعني هتلاقي ان ده بيجيب صفر ودوت بيجيب واحد، فواحد وخمسه كام، سته. فيبقى التورك انديوز بكام، بيساوي سته ودوت ايه نيوتن متر طبعا. ده كده في الفترة التالتة، تمام كده زي الفل. دي كده الفترة التالتة. لو جينا نبص على الفترة الرابعة هنلاقي ان هي دي كده ايه الفترة الرابعة. تعالى كده نشوفها ونشتغل عليها. لو جينا نبص على الفترة الرابعة هنلاقي اول برضو نفس كل حاجة، التورك انديوزد عبارة عن 5 زائد ال 0.01 مضروبة في الديريفاتيف بتاع الاوميجا. تعالى نشوف الديريفاتيف بتاع الاوميجا، فهنحتاج ان احنا نجيب الايكويشن بتاعتها. فانت عشان تجيب الايكويشن بتاعتها هتقول لي والله النقطة اللي هنا دي كده النقطة دي كانت بكام؟ كان عندي التايم ب 45 مللي لما كانت السرعة ب 100، والنقطة اللي تحت دي كانت عبارة عن ان التايم بتاعي كان ب 60 لما كانت السرعة بصفر. بس يبقى انت معاك 45 و100 و60 وصفر، بس كده بس كده. فتقول لي والله نفس كل حاجة، هتقول لي كده والله ان انت عارف ان الاوميجا هي عبارة عن ام تي زائد سي. يبقى احنا قلنا ايه، قلنا النقطة الاولانية امتى، لما كانت الاوميجا بصفر، قلنا الاوميجا بصفر عند التايم 60. فهتقول لي هنا كام، صفر عند التايم 60، ام 60 مللي، 60 × 10^3 زائد السي. والتانية قلنا ان الاوميجا كانت بكام، الاوميجا كانت ب 100 عند التايم 45. فهتقول لي هنا الاوميجا كانت ب 100 عند التايم ب 45، ام 45 × 10^3 زائد السي، تمام. نحل كده المعادلتين دول مع بعض. هتقول لي كده الام اللي هي كام، 60 × 10^3، بعد كده السي اللي هي بواحد وبعد كده صفر، بعد كده تقول لي 45 × 10^3 وتقول لي واحد، بعد كده تقول لي 100، يطلع لك في الاخر كام، نفس كل حاجة. هيطلع لك كده ان الاوميجا، هيطلع لك كده ان الام، مطلع لي الام كام، 6، ثواني بس بالسالب، سالب 6666 2/3، ومطلع لك ان سي ب 400، طلع لك ان سي ب 400 ماشي. يبقى انت من كل ده وصلت ان الايكويشن الايكويشن ايه هي في الاخر. تعالى كده نكتبها تحت، هتلاقي وصلت في الاخر ان الايكويشن بتاعتك عبارة عن ان الاوميجا عبارة عن سالب 6666 2/3 تي زائد كام، زائد 400 بس كده. دي كده الايكويشن. تيجي بقى انت تعوض تقول لي انت كنت اصلا ايه 0.01 دي الانرشيا مضروبه فين، مضروبه في مين، في الاوميجا دوت صح كده، الاوميجا دوت اللي هي التفاضل بتاع الايكويشن دي اللي هو يطلع لك كام، سالب 6666 2/3 تمام، زائد ال 0.01 اللي هي البي مضروبه في مين، في الاوميجا، الاوميجا اللي هي الايكويشن اللي هي سالب 6666 2/3 تي، مجموع عليها كام، مجموع عليها 400. بصت كده بقى الايكويشن هتلاقي، بس شوف اللي كده بين الارقام معاك، بص كده معايا هتلاقي ان ده عبارة عن رقم، كل ده عبارة عن رقم، دوت لما يتضرب في دوت ال 400 يديك رقم. اجمع لي كل دول كده مع بعض. فلو جينا بصينا هنقول 5 زائد 0.01 مضروبة في سالب 6600 مضروبة، ثواني، مضروبة في سالب 6666 و2/3 مظبوط كده. اوكي، زائد ال 0.01 اللي مضروبة في ال 400 يطلع لك في الاخر سالب 57. يطلع لك في الاخر كام، سالب 57. الكلام ده في الاخر هيطلع سالب 57. يبقى تقول لي التورك اي اللي هو التورك انديوز ده عباره عن سالب 57 علامه او تلتين يعني، وتلتين تمام كده ماشي. بعد كده خد لي ال 0.01، ال 0.01 دي اضربها في الرقم ده، فتقول لي 0.01 مضروبه في سالب 6666 وتلتين، هيطلع لك في الاخر سالب 66 وتلتين، سالب 66 وتلتين تي، تمام كده. طيب ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لي الايه، ده كده بالنسبه لي الانترفال رقم ايه، الانترفال رقم 4. دي كده الانترفال رقم 4 ماشي زي الفل. هل في انترفال 5؟ في انترفال 5 اه، اللي عندها الاوميجا بصفر. فطبعا لما عندها الاوميجا بصفر اهيت، فترمي البي او ترمي اللي هو الفيسكس فريكشن وترمي الانرشيا دوت هيبقى بصفر، فمش هيبقى غير التورك بتاع اللود اللي هو كامل اللي هو هيبقى 5. فالمنطقه الخامسه دي ممكن نكتبها هنا كده، المنطقة الخامسة على طول هيبقى ايه، هيبقى عندك التورك بتاع الاي هو عبارة عن كام، 5 نيوتن متر على طول، 5 نيوتن متر على طول، تمام كده ماشي زي الفل. ده كده ايه، ده كده بالنسبة لي، ده كده بالنسبة لي الايه الكلام ده. بس على فكرة هي اصلا دي كمان مش محتاجة ان انت تعملها، عشان هو اصلا هتبدأ هي تريبيت نفسها دلوقتي، فمش مش فارقة يعني.
anyway خلينا ايه، خلينا نكمل. بص بقى انت دلوقتي كده خلاص انت ايه بدأت تحسب لي الكلام دوت، فا او خلاص كده انت حسبت لي. هو الراجل قال لك اصلا ايه، قال لك احسب لي او ارسم لي، ارسم لي التورك بروفايل. بص بيقول لك ارسم لي، او هو بيسألك عن التورك بروفايل، فانت محتاج ترسم. فتعالى نرسم بقى واحده واحده. نرسم ازاي؟ هتعمل لي اول حاجه الاكسيس بتاعتك، عندك ده هنا كده تمام، وعندك ده هنا كده تمام، ده كده الاكسيس بتاعتك تمام كده ماشي زي الفل. وبعد كده تقول لي ده كده، ده عندك ده كده التايم بتاعك وبالملي سكند تمام كده ماشي. وعندك فوق طبعا هنا ايه، ده كده التورك، لان انت بترسم دلوقتي التورك بروفايل ماشي زي الفل. اول حاجه او اول انترفال خالص كانت من كام لكام؟ التايم بتاعها من 0 ل 10. فاول انترفال خالص كانت من 0 ل 10، والقوه بتاعتها كانت 5 نيوتن متر تمام. اهو احنا جايبينها اهوت، مش عارف انت شايف المقاس ولا لا، بس اهوت ثواني، اهوت اهوت شايف اللي هو دوت 5 نيوتن متر، اللي هي ايه في المنطقه دي، اللي هي المنطقه الاولانيه دي تمام ماشي زي الفل. دي هتعملها ازاي؟ هتقول لي والله بسيطه جدا، هاجي هنا كده مثلا نعملها باللون اي لون مثلا الازرق، هتقول لي والله ايه، هتقول لي والله اهوت اهوت. يبقى دي كده ايه اللي هي 5 نيوتن متر على على اول كام، على اول 10 على اول 10 مللي سكند. كمان ممكن ننزلها شويه يعني عشان بس الارقام اهوت تمام. يبقى دي كده 5 نيوتن متر زي الفل. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده ممكن نكتب هنا بس كده، ده كده اللي هو لحد ال 10 مللي سكند، اللي هي الحته دي كده تمام، شيل النقط دي مالهاش لازمه تمام. دي كده اول حته ماشي، وده كده طبعا اللي هو ايه اللي هو الخمسه، ده كده اللي هو الخمسه. دي كانت اول منطقه. تاني منطقه كنا وصلنا للايكويشن دي صح كده، دي كده الايكويشن اللي وصلنا لها. طب ماشي الايكويشن دي انا بس علي يعني، هي ايكويشن ستريت لاين، لازم اعرف مين ومين، لازم اعرف المينيمم والماكسيمم، لازم اعرف المينيمم بتاعها والماكسيمم بتاعها، اعرفهم منين من التايم. هي اصلا المنطقه الثانيه دي ماسكه من فين لفين؟ هتقول لي والله هي ماسكه من ال 10 لحد ال 25 اهوت، ماسكه الحته دي من 10 ل 25. فهعوض مره عند التايم ب 10، اعوض مره عند التايم ب 10، واعوض مره عن التايم بكام، ب 25 تمام كده. تعالى كده نشوف. فلما يعني انا دلوقتي هعمل ايه، كل انا هعمله ان انا هشيل التي ديت واحط مكانها مره 10 واحط مكانها مره 25 واشوف القيمه هتطلع لي كام. فتعالى كده نعملها بسرعه. هتقول لي 71 زائد 66 وثلثين مضروبه في القيمه المينيمم اللي هي 10 في 10 والسالب 3، يطلع لك كام؟ يطلع لك 71 وثلثين، يطلع لك 71 وثلثين. فدي تطلع كام؟ 71 وثلثين تمام كده ماشي. طب لما اعوض بالماكسيمم، لما اعوض بالماكسيمم الاقي 25، لما اعوض بالماكسيمم الاقي 25 يطلع لي 72 وثلثين، 72 وثلثين تمام. طبعا هي اللي بيجي الاول، التايم اللي بيجي الاول ال 10، بعد كده بيجي التايم اللي هو 25. فانا لما اجي ارسم هرسم ال 71 دي الاول ثم ال 72، هرسم ال 71 الاول ثم ال 72 تمام كده، هرسم ال 71 الاول ثم ال 72 اوكي طيب ماشي. هرسم ال 71 الاول بعد كده ال، ثواني بس كده ماشي. هرسم ال 71 الاول بعد كده ال 72. فدي لما تيجي ترسم هتبقى عامله ازاي؟ معلش بس انا شكيت في حاجه كده واحده، مثلا ثواني بس هنجيب الخط ده. فدي مثلا هتبقى كده مثلا يعني لحد النقطه دي، دي نقطه ال 71. بعد كده احنا قلنا ايه عند التايم ب 10 كانت بكام؟ التايم 10 ده هو اللي هيجي الاول، كان 71، التايم 25 ده كان 72. فعند التايم 25 مثلا هطلع ل 72 اللي هو كده مثلا، مثلا يعني تمام بس كده. يبقى ايه؟ يبقى انت عندك النقطه دي كده تحت هنا كده تحت ده كده، ده كده النقطه اللي هي كام؟ اللي هي ال 25. دي كده النقطه اللي هي كام؟ 25. والنقطه دي اللي هي تعتبر كام؟ ال 71 وتلتين. ودي النقطه دي اللي هي تعتبر ال 72 وكام وتلتين تمام كده ماشي زي الفل. كده انت ايه، كده انت رسمت لي الانترفال الثانيه. بعد كده الانترفال الثالثه، فين الانترفال الثالثه؟ طلع لك البتاع دوت التورك بكام؟ ب 6 نيوتن متر. فهتنزل لي عند ال 6 نيوتن متر، فين ال 6 نيوتن متر؟ ثواني نجيبها، هتلاقيها تحت هنا كده، وممكن ممكن مثلا تبقى لحد هنا. طبعا الانترفال الثالثه كانت مكمله لحد التايم بكام بقى؟ مش فاكر، من 25 ل 45. فانت كده مكمل لحد ال 45. فالحته اللي تحت دي، دي بقت كام؟ دي بقت 45. دي كده بقت كام؟ 45 تمام كده زي الفل. بعد كده الانترفال اللي بعد كده اللي هي الرابعه، طلع لك الايكويشن دي. فالايكويشن دي الانترفال الرابعه ماسكه من كام لكام بقى؟ ماسكه من 45 لحد 60، ماسكه من 45 لحد 60. فبرضه نفس القصه، المينيموم والماكسيموم، ده كان عند ال 45 وده كان عند ال 60. تعالى بقى ايه نجيب القيم، كل اللي هعمله ايه، هعمل امسك التي ديت اعوض عندها مره ب 45 مللي ومره ب 60 مللي. فتعالى كده نعمل الايكويشن، هتقول لي كام؟ سالب 57 وثلثين مطروح منها 66 وثلثين، والكلام ده مضروب مره في المينيمم اللي هو 45 في 10 سالب 3 اللي هو ملي يعني، يطلع لك كام؟ سالب 60 وثلثين. فدي كده تطلع كام؟ سالب 60 وثلثين، سالب 60 وثلثين ماشي. والتانية لما عوضت ب 60 يطلع بكام؟ ثواني
يطلع سالب 61 وتلتين، سالب 61 وتلتين، تمام كده ماشي زي الفل. فانت لما تيجي تعوض، لما تيجي تعوض هتعوض بقى دلوقتي عند التايم 45 نزلت لسالب 60، عند التايم 45 نزلت لسالب 60، فدي هتعملها ازاي؟ هتيجي هنا كده، ثواني، هتيجي هنا كده، انت بتقولي عند التايم 45 نزلت لسالب 60، فهتيجي هنا كده وايه، وتقوم نازل هنا كده، تمام. اه ده كده مثلا السالب 60، تمام كده. بعد كده بيقول لك عند التايم اللي هو 60، عند التايم 60 انت نزلت لسالب 61، فانت نزلت اكتر، فدي هتبقى كده مثلا، تمام كده، بس كده. بعد كده ايه هتطلع الترك يبقى بكام؟ الترك يبقى بخمسة، او المسألة هتبدأ ايه، هتبدأ تربيت نفسها، فالترك بخمسة اللي هو هنا كده زي الفل، بس كده. فانت لو جيت كتبت بقى الارقام هتلاقي ان الارقام عاملة ايه، احنا قلنا الرقم ده طبعا ده التايم اللي هو ب 60، والحتة دي اللي هي كام، سالب 60 وتلتين، والحتة دي اللي هي كام، سالب 61 وتلتين، تمام كده زي الفل زي الفل. ده كده ايه، ده كده بنسميه التورك بروفايل، ده كده التورك بروفايل، تمام كده بس كده. فاول ما اقول لك التورك بروفايل هتعمل ايه، هتعمل القصه اللي انا عملتها دي كده دلوقتي، تمام. دي كده ايه، ده كده بالنسبه للاكزامبل رقم 3. لو احنا عايزين نشوف الاكزامبل اللي بعده، فالاكزامبل اللي بعده هيبقى محتاج شغل شويه يعني. اكزامبل رقم 4، ركز بس معايا عشان الاكزامبل ده صعب شويه. هو هنا كان محتاج منك ايه، هنا بس كده خلي بالك، هو هنا كان محتاج منك ايه، الراجل هنا كان بيقول لك ان انا عايز بص كده معايا، بص هو بيقول لك انا اديتك دلوقتي التورك بروفايل وبسألك عن السبيد بروفايل، يعني انا اديتك التورك بروفايل وبسألك على السبيد بروفايل، هعمل ايه؟ تقول لي والله بسيطه قوي، انت من دلوقتي مديني ايه الجبن اللي انت مديهم لي، هتلاقي مديك الانرشيا ومديك البي ومديك التورك بتاع اللود، تمام. فانت هتكتب لي كده الايكويشن، تقول لي تي اي بتساوي التورك بتاع اللود مجموع عليه البي في الاوميجا مجموع عليه الجي في الاوميجا دوت، تمام، الاوميجا دوت، ماشي كويس قوي. دي كده الايكويشن بتاعتك. بعد كده هتعمل ايه، بعد كده هتبدا تعوض، تقول لي بس انا هشتغل في الانترفال الاولانيه، الانترفال الاولانيه دي اللي هي بتتحرك من الصفر لحد كام، لحد العشرة، العشرة ملي سكند، تمام كده. وتقول لي الايكويشن هبدا اعوض بيها، ما تنساش ان هو هنا مديك مين، مديك التورك، فاي حاجه الواي اكسس ده هيكون ايه، هيكون في الاخر هو عباره عن تورك، هيكون ايه في الاخر، هيكون في الاخر هو عباره عن تورك. فانت لما تيجي تعوض في الايكويشن ديت بقى، الايكويشن اللي فوق ديت تيجي تعوض فيها، اول حاجه بيقول لك التي اي، التي اي هيبقى بكام اهو من هنا كده، انت شايف ان هو بكام، بصفر. فانت هتقول لي ايه، هتقول لي كده الايكويشن بتاعتك بتساوي صفر، فانت عندك هنا كده الصفر، الصفر بيساوي التورك بتاع اللود اللي هو مدولك جيفن بخمسة، زائد البي اللي هو مديها لك 0.1 مضروبه في الاوميجا، زائد الجي اللي هو مديها لك 0.001 مضروبه في كام، مضروبه في الاوميجا دوت. حلو الكلام، تقول لي جميل قوي الكلام دوت. لو انا ضربت الايكويشن دي كلها في 1000، هضرب كده الايكويشن دي كلها في 1000، خد بالك انت عاوز تجيب ايه، انت عاوز توصل في الاخر للسبيد بروفايل، انت في الاخر عاوز توصل للسبيد بروفايل، اوعى تنسى. لما تضرب الايكويشن دي كلها في 1000 هيطلع لك هنا الصفر بيساوي ال 5000 مجموع عليها ال 100 اوميجا مجموع عليها الاوميجا دوت، مجموع عليها الاوميجا دوت، تمام. انت بتسال اللي انت بتدور عليه، او انت عاوز توصل في الاخر ليه، ليه السبيد، شكل السبيد. طب ما شكل السبيد دي هو ايه، هو الايكويشن دي. طبعا انت لو جيت بصيت هتلاقي الايكويشن دي هي لينير ايكويشن او لينير ديفرنشال ايكويشن، فعشان نحلها كان قدامنا كذا حاجه، انا عاوز احلها لك مره بالتفصيل، بعد كده هحفظها لك بس يعني مره بس كده، عشان ايه ما نبقاش بس كل ما طول ما احنا ماشيين في الباور الكترونكس كل ما تقابلنا ديفرنشال ايكويشن نقوم بصمجين حلها يعني، فانا هكتبها يعني لا بس معاك مره بالتفصيل يعني، عشان ايه لو انت ايه، لو انت احتجت ان انت تحلها مره يعني تبقى ايه، تبقى فاهم بس، او لو نسيتها يعني تبقى عارف الحاجه دي بتتحلل ازاي يعني، او ايه اللي بيحصل فيها. بص كده ركز معايا، دي شكل الايكويشن اللي معاك. حلو، انا عشان احلها هعمل ايه، اول حاجه هبدا بس ان انا شكلها هخليها اوميجا دوت زائد ال 100 اوميجا زائد ال 5000، كل ده كده بيساوي صفر، تمام ماشي. بعد ما عملت كده هلاقي ان انا اصلا انا مش بنحب نحل شكل الايكويشن بالمنظر دوت، فبنحب على طول بنروح نعملها لابلاس، فهاجي اعمل لابلاس للكلام ده، فاقول له هنا لابلاس للاوميجا دوت زائد لابلاس على ال 100 اوميجا زائد لابلاس على ال 5000، لابلاس على ال 5000، الكلام ده كله ايه بيساوي الصفر او لابلاس للصفر، طبعا هو برده هيفضل صفر زي ما هو، ماشي. عاوز اعمل لابلاس، لابلاس هيبقى عامل ازاي للحسبه دي كلها، فوالله هتقول لي الاوميجا دوت بتاعتك دي لما تيجي تعمل لها لابلاس، الحته دي الحته الاوميجا دوت لابلاس للاوميجا دوت ديت يعني هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك عباره عن، خد بالك ان كل الاوميجا دي هي في التايم دومين، في التايم دومين، ودي برضه في التايم دومين، ودي برضه في التايم دومين لو انت مش واخد بالك يعني، تمام. فكل الاوميجات اللي قدامك دي في التايم دومين، ماشي ماشي. بعد كده انا هبدا بقى افكهم واحده واحده. اللابلاس للاوميجا دوت هيبقى عباره عن ايه، قال لك اللابلاس للاوميجا دوت هيبقى عباره عن اس مضروبه في الاوميجا اللي هي موجوده في الاس دومين، تمام كده، اللي هي موجوده في الاس دومين، تمام. مطروح منها الاوميجا عند الانيشال كونديشن،
تمام كده، اللي هي الاوميجا عند الانيشال كونديشن دي كده الاولانيه. بعد كده لابلاس للاوميجا هيبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي ال 100 دي طبعا كونستانت هيفضل هينزل زي ما هو، لابلاس للاوميجا تي، خد بالك دي اوميجا تي مش ديريفاتيف ولا حاجه، هيبقى ايه؟ هيبقى لابلاس بس بدل ما هي موجوده في التايم دومين تبقى ايه؟ موجوده في الاس دومين، بس بدل ما هي موجوده في التايم دومين بقت موجوده في الاس دومين. تمام؟ اوكي تمام كده زي الفل. بعد كده اخر حاجه، اخر حاجه ال 5000، ال 5000 ده طبعا رقم كونستانت، فلابلاس على طول بتاعه بيبقى كام؟ بيبقى 5000 على الاس. الكلام ده كله بيساوي صفر. هاخد المعادله دي كلها اضربها في كام؟ اضربها في اس عشان ابدا بس اظبطها. فلما المعادله دي كلها تتضرب في اس هيطلع لك، هيطلع لك هنا كده اس سكوير اوميجا اس اوكي ناقص الاس اوميجا انيشال يعني مجموع عليها ال 100 اس اوميجا اس زائد كام؟ زائد ال 5000، زائد ال 5000. الكلام ده كله ايه؟ الكلام ده كده كله بيساوي صفر. تمام؟ هتقول لي ماشي تمام. بعد كده بعد كده كنا بنعمل ايه؟ لابلاس كان بيقول لك اعمل ايه؟ خد بالك ان انت لابلاس في الاخر عاوز يطلع لك للاوميجا تي، ما تنساش بس ان لابلاس في الاخر، او انت اصلا كواحد دلوقتي عاوز تحل، انت عاوز توصل في الاخر لشكل الاوميجا تي، ده اللي انت عاوز تعمله في الاخر. تمام؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد الاوميجا اس لوحدها. فلما اجي اقول لك كده الاوميجا اس لوحدها تبقى عامله ازاي؟ تقول لي والله خد لي كده الاوميجا اس دي كده لوحدها وافتح لي قوس، يطلع لك الاس سكوير اللي هي ايه؟ اللي هي الترم اللي هنا ده، تمام؟ اللي هو بتاع الاس سكوير دوت، تمام كده؟ وعندك اوميجا اس ثانيه هنا ومفيش حاجه ثانيه، تمام كده؟ فهتعمل ايه؟ هتقول لي اس سكوير اللي هي ديت مجموع عليها ال 100 اللي هي ديت، تمام كده؟ ماشي ثواني بس معلش. تمام ماشي. فاحنا قلنا ايه؟ قلنا ان الاس سكوير ديت اللي هي الحته دي مجموع عليها كام؟ مجموع عليها ال 100، تمام كده؟ بعد كده ايه؟ الباقي كل شويه ارقام، يبقى ناقص اس اوميجا انيشال يعني زائد كام؟ زائد ال 5000، زائد ال 5000. الكلام ده كله بيساوي صفر. هات لي الاوميجا اس لوحدها، فالاوميجا اس هتبقى بكام؟ الاوميجا اس هتبقى عباره عن الاس اوميجا انيشال زائد او ناقص بقى المره دي ناقص 5000. الكلام ده كله مضروب على مقسوم على كام؟ مقسوم على الاس سكوير مجموع عليها ال 100، تمام كده؟ الكلام ده مقسوم على بس انا نسيت الاس. بص بقى انا بنسى ايه؟ هنا دي 100 اس، فهي هنا المفروض هنا في اس انا نسيتها، فهنا كده في اس، تمام كده ماشي زي الفل. يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك هنا كده 100 اس، تمام كده ماشي كويس قوي. يبقى ايه 100 اس هنا كده؟ ماشي كويس قوي. بعد كده هتعمل ايه؟ هتبدا دلوقتي ان انت عايز تحل المنظر ده، تمام؟ لان انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تبدا تحلها. انت عارف يعني ايه عاوز تبدا تحل الايكويشن؟ ان انت عاوز توصل للاوميجا في التايم دومين. يعني انت دلوقتي عاوز، انت خلاص انت اصلا وصلت لي للاوميجا في الاس دومين، فعشان تحلها هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله هاخد لابلاس انفرس للايكويشن دي. فلما اخد لابلاس انفرس للايكويشن دي هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى انت كده بتقول لي لابلاس انفرس للاوميجا في الاس دومين، فده هيطلع ايه؟ هيطلع الاوميجا في التايم دومين. يعني خلاص انت كده خلاص حليتها اصلا، تمام؟ بيساوي الكلام ده بقى، بيساوي لابلاس انفرس للكلام ده كله اللي هو اس اوميجا انيشيال ناقص 5000 مقسومه على الاس سكوير زائد ال 100 اس. دي مش هتعرف تعمل لها انفرس لابلاس، مش هتعرف. فعشان تعملها هتبدا بقى دلوقتي ان انت تبسط الشكل ده عشان تعرف تعمل له ايه؟ تعمل له انفرس. فخلاص هتقول لي والله بسيطه جدا، بسيطه جدا. تعمل ايه؟ تقول لي والله انت عندك ان الاوميجا اس انت بتقول لي انها عباره عن اس اوميجا انيشيال ناقص 5000، الكلام ده مقسوم على اس سكوير زائد 100 اس. خد لي كده الاس كومن فاكتور، يطلع لك كام؟ يطلع لك اس زائد 100، صح؟ هقول لك صح. بعد كده اقول لك، بقول لك ايه؟ ما تكتبها لي كده، اي اوفر اس بلس البي اوفر اس بلس 100 100، تمام؟ انت لما كتبتها بالمنظر ده، بعد كده هتعمل ايه؟ هقول لك اقلبها بارشال فراكشن. ما انت خلاص انت اصلا عاوز تبسط ده، فانت مش هتعرف تعمل لها حاجه غير انها بتبقى بارشال فراكشن. عارف ليه تبقى بارشال فراكشن؟ عشان اصلا دوت هو ده بقى ايه اللي انت تعرف ترجع بيه. يعني اصلا المنظر ده كده لما اجي اقول لك اعمل لي انفرس ده، هيبقى ايه؟ كاني بتقول لك، كاني بقول لك اعمل لي انفرس ده، وبقول لك اعمل انفرس ده. فانفرس للاولانيه دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الايه، تمام؟ وانفرس للثانيه دي هتبقى عباره عن البي في الاي للباور بتاعتها نيجاتيف 100 تي، تمام؟ وبينهم الزائد. يبقى هي دي كده ايه؟ هي دي كده الاوميجا تي. يبقى هي دي كده الاوميجا تي بتاعتك، تمام؟ فعشان كده بقول لك ايه؟ اقلبها بارشال فراكشن. عشان كده بنقول اقلبها، اقلبها بارشال فراكشن. تعال بقى نحلها. نحلها ازاي؟ هقول لك خد البتاع اللي قدامك دي اضربها في كام؟ اضربها في المقام دوت. فلما اضربها في المقام كاني بقول لك اضربها في اس، تمام كده؟ فلما تيجي تضربها في البتاع دوت هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى كاني بقول لك ان الايه مضروبه في الاس زائد ال 100 زائد البي اللي هي مضروبه في الاس، تمام كده؟ الكلام ده بيساوي لك ايه في الاخر؟ بيساوي لك الاس في الاوميجا، الاس مضروب في الاوميجا انيشال ناقص كام؟ ناقص ال 5000 بتاعتك، ناقص ال 5000 بتاعتك. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده هنبدا نحل. انت عاوز تجيب الاي والبي. هتقول لي والله لما كانت الاس عندي بصفر ولما كانت الاس عندي بنيجاتيف 100. اشمعنى الارقام دي؟ عشان الارقام دي هي اللي هتسهل الحل. فوالله لما كانت الاس ب 100 بصفر، فالترم ده هيطير، الترم ده هيطير. يبقى انت فاضل لك هنا 100 اي بيساوي لك، الترم ده هيطير بيساوي لك سالب 5000. يبقى ليه بكام؟ هتقول لي 5000 على ال 100 يطلع لك سالب 50. يبقى ليه عندك بكام؟ ليه عندك بسالب 50؟ فين القلم؟ يبقى ليه عندك بكام؟ طلعت كده من هنا ان الايه بكام؟ بسالب 50، تمام؟ دي كده الاولانيه،
تمام كده، تقول لي ماشي جميل قوي الكلام ده. ولما كانت الاس بتساوي سالب 100 ابدا بقى عوض بالراحه، هتلاقي الترم ده كله اصلا هيكنسل، هيبقى بصفر لما تعوض عن الاس يعني بسالب 100. فالترم ده الاولاني كله هيروح، الترم الثاني ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى سالب 100 بي، هيبقى سالب 100 بي بيساوي اللي هو السالب 100 اوميجا انيشيال ناقص كام؟ ناقص 5000، ناقص 5000. تمام، فمن هنا من هنا شكل البي بتاعك هيبقى عامل ازاي. شكل البي بتاعك تعالى بقى ابسطها، يعني اقسمها كلها على سالب 100 كده، اقسم دي كده كلها على سالب 100، فيبقى لك البي اهيت بيساوي سالب مي سالب 100 اوميجا انيشال على سالب 100، يطلع لك كام؟ يطلع لك اوميجا اوميجا انيشال ناقص ناقص 5000 على سالب 100، فالناقص هتبقى موجب 5000 على 100، يطلع لك في الاخر كام؟ يطلع لك في الاخر 50. فيبقى هو ده ايه شكل البي بتاعتك، ويبقى هو ده ايه شكل الاي بتاعتك. اطلع عوضهم، عوض بيها فوق، فلما تيجي تعوض بيها فوق يطلع لك ايه؟ يطلع لك كده ان الاوميجا في الاس دومين هي عبارة عن سالب 50 على الاس مجموع عليها اوميجا انيشيال زائد ال50 اللي هي مقسومة على الاس زائد ال100. حلو الكلام، حلو الكلام. دي الاوميجا في الاس دومين في اللي هو النطاق الترددي، انا عاوز اجيبها في النطاق الزمني. فاقول لك انا عاوز اعمل لابلاس انفرس للاوميجا اس، اللي هي بتساوي لابلاس انفرس على او يعني لابلاس انفرس للسالب 50 على الاس اللي هي مجموع عليها لابلاس انفرس على ايه؟ الاوميجا انيشيال زائد 50 على الاس زائد ال100. تمام كده؟ زي الفل، حلو قوي الكلام دوت. اعمل ايه بعد كده؟ ابدا هات لي لابلاس انفرس. فلابلاس انفرس الاوميجا اس ديت اللي هي الاوميجا في التايم دومين بتساوي لابلاس انفرس السالب 50 اوفر اس، ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن السالب 50، ده كده اللي هو السالب 50 زي ما هو، مفيش فيه اي مشكله. بعد كده تقول لي الزائد دي هنزلها، اهي الزائد دي نزلت. بعد كده الكلام ده كله، خد بالك ان الاوميجا انيشال دي اصلا انيشال كونديشن، المفروض هو يدوني في المساله بس هو مش مدوني، فانا هكمل بيه على ان هو انون، مش هفرض ان هو بصفر ولا حاجه. فكل اللي فوق دوت عباره عن رقم اصلا، فاوعى تتخض. فكل اللي فوق ده عباره عن رقم، فهينزل زي ما هو اوميجا نوت زائد 50. تمام، بس خد بالك من حاجه، لابلاس لما كان يجي كان بيجي بيحل الحاجات دي كان بيقول لك الرقم اللي في البسط ده خده زي ما هو، وبعد كده اضرب جنبه الترم الاكسبوننشال ده الباور بتاعته عباره عن نفس الرقم اللي هنا، وحط لي جنبه التي بس غير الاشاره. يعني ده هنا كان بيقول لك 100، هنا كان بيقول لك موجب 100، صح؟ يبقى كام؟ يبقى سالب 100، يبقى سالب 100 تي. يبقى انت في الاخر ايه؟ وصلت ليه شكل الايه؟ شكل المعادله ديت. يبقى انت في الاخر وصلت لشكل المعادله دي. بقول لك ايه، شكل المعادله ده مش عاجبني، شكل المعادله ده مش مرتاح له، انا عاوز اغيره. قال لك ماشي غيره، عاوز تعمل ايه؟ اقول لك كده ان الاوميجا في التايم دومين عباره عن سالب 50، اضرب لي كده الاكسبوننشال جوه، يبقى زائد الاوميجا انيشيال اللي مضروبه في الترم الاكسبوننشال، تمام، اللي الباور بتاعته سالب 100 تي. انا بس هكتب المنظر ده عشان بس ننجز يعني حالنا شويه. بعد كده بقول لك زائد ال 50 مضروبه في الترم الاكسبوننشال الباور بتاعتها سالب 100 تي. حلو الكلام، حلو الكلام. بقول لك الترم الاولاني والاخير، الترم الاولاني دوت والاخير دوت فيهم 50 كومن فاكتور، صح؟ تقدر تاخدها كومن فاكتور، قصدي صح كده؟ تقول لي اه ماشي، خدها كده كومن فاكتور وطلع لي الاوميجا نود دي كده في الاول، يطلع لك هنا اوميجا نود اي تو ذا باور نيجاتيف مش عارف كام زائد ولا ناقص بقى، لا خليها لي كده ناقص، خليها لي ناقص، هقول لك ليه دلوقتي، خليها لي ناقص، خليها ناقص مش فارقه، ناقص كام؟ ناقص 50. 50 بقى في كام بقى؟ لما اخد السالب 50 كومن فاكتور، خد بالك انا خدت سالب 50 كومن فاكتور من دوت ودوت، الترم الاولاني والاخير، فالترم الاولاني لما اخد منه سالب 50 كومن فاكتور يطلع لك كام؟ يطلع لك موجب واحد اللي هو واحد اهوت، تمام؟ والترم دوت لما اخد منه سالب 50 كومن فاكتور يطلع لك كام؟ يطلع لك سالب اي تو ذا باور نيجاتيف مش عارف كام، تمام؟ خلينا بقى نكتب الباورات عدل، هنا بتقول لي كام؟ سالب 100 تي، وهنا بقول لك كام؟ سالب 100 تي. تمام كده زي الفل. شايف المنظر ده؟ شايف المنظر ده؟ ده كده شكل الايكويشن في التايم دومين، ده كده شكل الايكويشن في التايم دومين. بقول لك هات لي كده الايكويشن في الاول اللي هي كانت في الاول خالص، مش هي دي كانت هي دي صح؟ هات لي كده، انزل 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 انزل، انا عاوز انزل كمان، ممكن احط لك هنا استنيني بس، اهي دي ايكويشن زي ما قلت لك اسمها في الاول، مش عارف انت خدت بالك ولا لا، قلنا انها لينير ديفرنشال ايكويشن. اللينير ديفرنشال ايكويشن لاي حاجه، اي حاجه يعني، بقول لك هنا اهوت الاكس، لو عايز يعني ان الفاريبل بتاعك هو الاكس يعني، فالاكس تي ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن الانيشال كونديشن بتاعك مضروب في الاي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر تاو، تمام كده، مجموع عليه الستيدي ستيت، تمام، اللي هي مضروبه في 1 ماينس الاي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر تاو، بس كده خلصت. مين هو الانيشال كونديشن بتاعك؟ الانيشال كونديشن دي حاجه هو بيديها لك جيفن، تمام. مين هي التاو؟ خد بالك ركز معايا، مين هي واحد على التاو بقى، خد بالك واحد على التاو دي، واحد على التاو دي اللي هي مين؟ اللي هي الترم دوت، تمام كده، واحد على التاو اللي هي الترم دوت، تمام، على اساس ان هو موجب، يبقى واحد على التاو هي الترم دوت وهو موجب كده اهو اللي هو ده اللي هي كام؟ اللي هي ال 100، تمام. طب مين هو الستيدي ستيت؟ قال لك الستيدي ستيت ده عشان تجيبه صفر لي، صفر لي الترمات اللي بيحصل فيها اللي بيحصل فيها تشينج. مين الترم اللي بيحصل فيه تشينج؟ هو الترم الاولاني. فلما الترم الاولاني ده يتصفر عشان اجيب الستيدي ستيت يطلع لي كام؟ يطلع لي 100 اوميجا بتساوي سالب 5000. اقسم كده الطرفين على 100
يطلع لك كام؟ يطلع لك ان الاوميجا بتساوي كام؟ سالب 50. يبقى الاستيدي ستيت بتاعتك بكام؟ سالب 50. تعالى كده نعوض عن الكلام ده. لو انت خلاص بقى سيبك من اكس دي، الاكس دي اللي هي الاوميجا يعني، هتيجي تقول لي كده يبقى الاوميجا في التايم دومين عباره عن كام؟ عباره عن الانيشال كونديشن. مين الانيشال كونديشن؟ والله هو مش مدوني في المساله فنزله زي ما هو، مضروب في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر تاو. التاو قلت لك هي الرقم اللي جنب الاوميجا، يبقى كام؟ يبقى 100 تي. تمام كده؟ تقول لي ماشي جميل قوي. زائد الاستيدي ستيت، قلت لك الاستيدي ستيت هتجيبه من انت صفر لي التشنج وبعد كده طلع لي الاوميجا. الاوميجا اهيت، ودي ال 5000 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اقسم على 100 يبقى سالب 50. يبقى دي كده كام؟ تبقى سالب 50. تبقى سالب 50 مضروبه في 1 ناقص اي تو بار نيجاتيف تي اوفر تاو، 1 على التاو اللي هي جنب الاوميجا اللي هي ال 100، والتي تنزل زي ما هي. بص بس كده خلاص خلصت. شايف الايكويشن دي؟ انت المفروض بقى تبقى حافظها عشان تلاقي ان الايكويشن الحمراء هي هي الايكويشن اللي لونها ازرق. بس جت منين الايكويشن لونها ازرق؟ انا حليتها لك اهو بالتفصيل زي ما قلت لك اهوت. تحلها ايه؟ بالطريقه دي. بتعمل الاول حطها على الصوره دي، بعد كده اخش لابلاس. بعد ما تخش لابلاس ابدا اعوض وبسط، طلع لي الحاجه اللي انت اصلا عاوز تجيبها اصلا، خليها في طرف لوحدها. بعد كده خش اعمل لابلاس انفرس، هتلاقي ان انت مش عارف تعمله. خش حل بارشال فراكشن. بعد ما تحل بارشال فراكشن هتلاقي في الاخر ان انت ايه؟ هتلاقي في الاخر ان انت بتوصل لشكل المعادله اللي هي ديت، تمام؟ اللي هي تعرف تحلها بعد البارشال فراكشن. بعد كده في الاخر بتبدا ان انت تبسطها عشان توصل للطريقه دي. طبعا انت الديفرنشال ايكويشن دي كلها خدت، انت خدت لابلاس في مواد كثيره جدا جدا. انت خدت لابلاس في السيجنال، واخدت لابلاس في الكوميونيكيشن، واخدته في الديفرنشال ايكويشن، وتقريبا تقريبا اخدناه في ماس 2. لا ما خدناش في ماس 2، خدناه في الديفرنشال ايكويشن بس. فلابلاس كده هو الانفرس بتاعه كده، لابلاس كده كده تعرف تعمله. البارشال فراكشن انت اخدته في في ماس رقم 2، ماس 2 او ماس 1 مش فاكر، يا ماس 2 يا ماس 1، بس في اخدته من اعدادي من 4 سنين ولا من 3 سنين، فواخد الحاجات دي من زمان قوي يعني، فالمفروض ما يبقاش عندك فيها مشكله. اني واي يعني انا قلت ايه احلها معاك مره عشان ايه؟ عشان احنا يعني خلاص انا بودعك يعني، احنا في اخر سنه ربنا يتمها على خير. فعشان بس ايه ما يبقاش بس انت حافظ القوانين دي او شكل المعادله دي لما تيجي بكتبها كده. طب انا بكتبها كده ليه؟ فاديني هو قلت لك انت بتكتبها كده ليه. تمام ماشي، خلينا خلينا نكمل. فخلاص انا دلوقتي طلع لي قدامي المعادله دي، خلاص انا عارف بقى حلها. فحلها على طول يبقى الاوميجا في التايم دومين، يبقى الاوميجا في التايم دومين هي عباره عن الترم الانيشيال اللي هو اوميجا عند الصفر، مضروبه في الترم الاكسبوننشال اللي هو سالب 100 تي اللي هو اللي هي ال 100 دي اللي هي 1 على التاو يعني، مجموع عليها الاستيدي ستيت اللي هو ايه؟ هصفر دوت واحط 5000 الناحيه الثانيه واقسمها على 100، تبقى سالب كام؟ تبقى سالب 50 مضروبه في 1 ناقص الاي تو بار نيجاتيف 100 تي. تمام كده زي الفل. ده كده ايه؟ ده كده بالنسبه لي الايكويشن الاولانيه دي. كده بالنسبه لي الايكويشن الاولانيه احنا ايه كده؟ احنا خلاص كتبنا الايكويشن، كتبنا الايكويشن الاولانيه دي. تمام كده؟ كده احنا خلاص كتبنا الايكويشن دي وخلاص انت عرفت الايكويشن دي بتيجي منين، وايه كله كده معاك، ايه كله كده معاك. تمام ان شاء الله ماشي. كده دي الايكويشن اللي جت ايه من الفتره الاولانيه. تعالى بعد كده نسمي الايكويشن دي كده رقم 1 ونسيبها على جنب. دي كده ايكويشن رقم 1. تعالى نخش في الفتره الثانيه. في الفتره الثانيه دي اللي كان من فين لفين؟ من 10 ل 25، من 10 لحد الى 25 مللي سكند. تمام كده ماشي. من 10 لحد 25 مللي سكند هبدا اعوض بكل حاجه زي ما كانت، كل حاجه بالظبط. فانا بالنسبه لي التورك هنا كان بكام في الفتره الثانيه دي؟ التورك بالنسبه لك اهوت هنا كده اهوت. التورك قدامك بكام؟ قدامك ب 70. فتقول لي ايه؟ هتقول لي كده ال 70 مالها؟ ال 70 دي بتساوي، بتساوي هات لي بقى واحده واحده. اول حاجه التورك انديوزد او التورك قصدي بتاع اللود، مجموع عليه ال 0.1 مضروبه في الاوميجا، مجموع عليه اللي كان بقى ال 0.001 اللي هي الجي يعني، مضروبه في الاوميجا دوت. تمام كده؟ تقول لي والله جميل قوي الكلام ده. بعد كده اعمل ايه؟ عاوز ابسط المعادله دي، فهرمي الخمسه الناحيه الثانيه واضرب المعادله كلها في 1000. فلما احط الخمسه الناحيه الثانيه واضرب المعادله كلها في 1000 هوصل في الاخر ان الصفر بيساوي سالب 65000، سالب 65000 مجموع عليه ال 100 اوميجا، مجموع عليه بعد كده الاوميجا دوت، مجموع عليه الاوميجا دوت. تمام زي الفل، حلو قوي الكلام ده. بعد كده اقول لك ايه؟ يلا حلها. فدي لما تحلها طبعا هتبقى بسيطه جدا، هتحلها بقى بنفس الفكر يعني اللي احنا قلنا قلناه بقى. تمام خد بالك انت هنا شغال عند الاوميجا ب 10، ده كان اولك. تمام فهتقول لي والله الاوميجا في التايم دومين هي عباره عن ايه؟ عباره عن الانيشال كونديشن بتاعك اللي هي اوميجا عند ال 10 مضروبه في الترم الاكسبوننشال اللي هو اي تو ذا باور نيجاتيف كام بقى؟ 100 تي، صح كده؟ تمام كده. دي كده ايه؟ دي كده اول اول جزء. بعد كده هتيجي تقول لي ايه؟ تقول لي خد الجزء بتاع الاستيدي ستيت. فين جزء الاستيدي ستيت؟ هقول لك صفر لي دوت وارمي 5 سالب 65000 الناحيه الثانيه واقسم على ال 100، فيطلع لك كام؟ 650. يطلع كام؟ 650. فلما تيجي نعمل كده هتوصل لايه؟ هتوصل لي زائد زائد الكام؟ ال 650 زائد 500، 650 مضروبه في 1 ناقص الاي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر تاو برضو اللي هي كام؟ نيجاتيف 100 تي. زي الفل. دي كده الايكويشن بتاعتك، ودي كده الايكويشن دي نسميها كام؟ نسميها رقم 2. طبعا انت خلاص عرفت هي جت منين. تعال نخش على الانترفال التالتة. التالتة اللي هو شغاله من 25 لحد كام؟ لحد ال 45. من 25 لحد 45 ولا لحد 45
دي لحد كام؟ 45. تمام ماشي. نفس كل حاجه بالظبط. كان عندك بس التورك بكام؟ وريني كده. عندك فيها التورك بصفر، فهتقول لي هنا كده اهوت الكام؟ الصفر بيساوي الخمسة زائد ال 0.1 اوميجا زائد ال 0.001 اوميجا دوت، تمام، اللي هي ظبطها يعني هتبقى عبارة عن صفر بيساوي 5000 زائد 0.1 زائد ال 100 اوميجا زائد الاوميجا دوت، تمام كده. مش ده كده شكل الايكويشن، ده كده ايه شكل الايكويشن بتاعتك، تمام. لما تيجي تحلها طبعا لو جيت بصيت هتلاقي ان الايكويشن دي هي اول ايكويشن خالص، فهتطلع لك نفس الحل بالظبط. فدي انت لما تيجي تحلها يبقى الاوميجا في التايم دومين هي عباره عن كام بقى؟ عباره عن الاوميجا في الانيشال، الاوميجا في الانيشال اللي هو اوميجا عند 25، اوميجا عند 25 تمام كده، مضروبه في الاي للباور بتاعتها مش عارف سالب 100 تي مطروح منها بعد كده 50 سالب 50، لان ال 5000 هتروح ان هي الثانيه تبقى سالب 5000، سالب 5000 على 100 يبقى سالب 50، مضروبه في 1 ناقص اي زوال نيجاتيف 100 تي، تمام. دي كده الايكويشن هنسميها الايكويشن رقم 3، تمام كده ماشي. الايكويشن اللي بعدها اللي هي كان التورك فيها بسالب 65 من 45 ل 60، رقم 4 قصدي، فدي بنقول فيها من كام؟ من 45 لحد ال 60 ماشي. قلنا ان التورك فيها كام؟ ما خدتش بالي، سالب كام؟ سالب 65. فتقول لي هنا كده كام التورك؟ كام عندك بكام؟ سالب 65 بيساوي التورك بتاع اللود زائد ال 0.1 اوميجا زائد ال 0.001 اوميجا دوت. حلو الكلام، حلو الكلام. هتودي الايه بقى؟ هات السالب 65 جوه، فتبقى كام؟ 70. 70 لما تضرب في 1000 تبقى 70000. فتقول لي كده ان الصفر بيساوي 70000، 70000 مجموع عليها ال 100 اوميجا مجموع عليها بقى كده الاوميجا دوت. دي لما تيجي تتحلى هتبقى عباره عن ايه؟ الانيشال كونديشن، الانيشال كونديشن اللي هو الاوميجا عند كام؟ عند ال 45. الاوميجا عند ال 45 مالها؟ مضروبه في الاي اللي الباور بتاعتها سالب 100 تي، تمام كده ماشي. بعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، بعد كده زائد الاستيدي ستيت، يبقى الاستيدي ستيت سالب 70000 تروح الناحيه الثانيه، 70000 قصدي تروح الناحيه الثانيه، فسالب 70000، سالب 70000 على 100 تبقى موجب 700، تبقى موجب 700. الموجب 700 دي مضروبه في 1 ناقص الاي الباور بتاعتها سالب 100 تي، تمام كده. يبقى دي ايه؟ يبقى ده شكل الايكويشن، ايه شكل الايكويشن اللي في الاخر. دي كده الايكويشن رقم 4. كان عايز ايه اصلا؟ هو كان عايز منك السبيد بروفايل، تمام. فانا محتاج اجيب الاوميجات القيم بتاعتها، يعني محتاج اجيب القيم الاوميجا عند كل حاجه، اللي هي يعني ايه قيم الاوميجا عند كل حاجه؟ اصل بص انت محتاج ترسم، تعرف يعني ايه محتاج ترسم السبيد بروفايل؟ يعني بالظبط بالظبط كده تقول لي هو كانت السرعه بكام لما كانت التايم بصفر، السرعه كانت بكام لما كانت التايم ب 10، السرعه كانت بكام لما التايم كان 25، السرعه كانت بكام لما التايم كان 45، السرعه كانت بكام لما كانت التايم 60. اللي هو بالظبط كاني بقول لك، كاني بقول لك هات لي الاوميجا صفر وهات لي الاوميجا 10 وهات لي الاوميجا 25 وهات لي الاوميجا 45 وهات لي الاوميجا 60. معلش بس مش عارف اكتب كده. هو بالظبط ده اللي انا بقوله، ده اللي هو ده اللي انا بقوله لك، تمام. فلو جينا كده بصينا هنلاقي ان احنا عندنا ادي كده ايه شويه معادلات كده، هتلاقي ان انت عندك ادي كده، دي كده معادله الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا، هم 4 معادلات. تعال ناخدهم واحده واحده. هات لي كده المعادله الاولانيه ديت، خلينا كده نكتبها تحت. المعادله الاولانيه هتبقى عباره عن ايه؟ دي كده ايكويشن رقم واحد بس، يبقى خلينا نقول ان ماشي يعني ممكن نقول كده، نقول كده فروم الايكويشن رقم واحد، الايكويشن رقم واحد، الايكويشن رقم واحد دي هي كانت شغاله اصلا من كام لكام؟ من صفر ل 10 لو انت فاكر. الايكويشن رقم واحد كده هي كانت شغاله من كام لكام؟ من صفر لحد ال 10، تمام. وانا اصلا خدت الصفر هنا اصلا خلاص عوضت بيه، فين البتاع فين؟ الصفر دوت خلاص انا عوضت بيه اللي هو الانيشال كونديشن. فانا دلوقتي هعوض بالفاينل كونديشن اللي هو مش 10، لا انا هعوض هو اصلا هو الترافلنج بتاع الانترفال دي كان قد ايه؟ فالترافلنج بتاعي بيبقى عباره عن فاينل ناقص انيشال، فالفاينل بتاعي كان 10، الانيشال بتاعي كان 0، 10 ناقص 0 يبقى 0، فالتايم بتاعي هو عباره عن 10، يبقى التايم بتاعي عباره عن 10، تمام؟ فاقول له ايه؟ هقول له كده فروم ايكويشن رقم واحد، انا هعوض دلوقتي هعمل لو سبستيوت في بالتايم يعني على اساس ان التايم بكام؟ 10 ملي سكند، تمام كده؟ فالكلام ده هيوصلني ايه؟ هيوصلني ان الاوميجا عند الثانيه رقم 10 او عند الملي عند 10 ملي سكند يعني. بيساوي ايه؟ اخد بقى الايكويشن من فوق اللي هي كام؟ اللي هي اوميجا نود، اوميجا نود مضروبه في الاي تساوي نيجاتيف 100 والتي بقى شيلها وحط مكانها كام؟ 10 مللي، 10 مللي، تمام. الكلام ده كان ناقص تقريبا مش فاكر، ناقص 50 في 1 ناقص اي، ناقص 50 في الواحد ناقص الاي تساوي نيجاتيف كام؟ 100 برضه في كام؟ في 10 مللي سكند.
تمام كده زي الفل. دي انا عاوز ابدا اعوض بيها، اعوض يعني ايه؟ اعوض عن التلميح الاكسبوننشال، اعوض عن التلميح الاكسبوننشال، مفيش حاجه تانيه تمام كده. فدوت طبعا هيطلع لك رقم، وده هيطلع لك ايه؟ دوت هيطلع لك اللي هو ترم. فانت لو جيت عملت الحسبه دي، لو جيت حسبتها هشيل لك بقى كل دوت ونكتبها على طول. فانت لما تيجي تحسب الكلام دوت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاوميجا نود او الاوميجا صفر يعني عباره عن كام؟ هيطلع لك الرقم اللي جنبها اللي هو الترم الاكسبوننشال، يعني 36 و78، ده الاوميجا صفر تمام كده. والكلام ده مطروح منه اللي هو سالب 31 و6. الكلام ده جه من جه ازاي؟ عن طريق ان انا بس كل اللي انا عملته جيت هنا شلت التايم ده، حطيت ده ب 10 مللي وحطيت ده ب 10 مللي بس. ده كل ده رقم اعمله على الاله هيطلع لك سالب 31 وشويه، والتم اكسبنشال ده يطلع لك اللي هو ايه 36 مش عارف 78 0.3678 تمام كده. ماشي زي الفل. ده كده بالنسبه للايكويشن دي. انا هسمي الايكويشن دي الايكويشن رقم اي، سمي الايكويشن دي كده الايكويشن رقم اي تمام. الايكويشن دي فيها اتنين انون اللي هم مين ومين، اللي هم لو جيت كده بصيت معايا هتلاقي فيها الاوميجا عند الصفر والاوميجا عند العشرة. ماشي خلينا نخش على الايكويشن التانية، خلينا نخش على الايكويشن التانية. اقول لك كده فروم الايكويشن رقم اتنين، من الايكويشن رقم اتنين. الايكويشن رقم اتنين انا عاوز اعوض بكام؟ عاوز اشوف التايم بتاعها كان كام اصلا. في الايكويشن رقم اتنين او الانترفال التانية انا بتحرك من الكام؟ بتحرك من العشرة لحد الخمسة وعشرين، من عشرة لخمسة وعشرين. فالترافلينج تايم بتاعك عبارة عن خمسة وعشرين ناقص عشرة اللي هو 15. فانا يعني هعمل سبستيتيوشن يعني بكام عن التايم بكام؟ اللي هو الترافلينج تايم اللي هو كان بكام؟ اللي هو كان ب 15، 15 مللي سكند تمام. يطلع لي الاوميجا عند كام بقى؟ اصلا نهايه الفتره دي كان فين؟ كان نهايه الفتره دي عند 25 صح؟ هي من 10 ل 25، فنهايتها كان عند 25. فلما نهايتها تبقى عند 25 فانا كده بوصل للايه؟ للاوميجا فاينل بتاعتي اللي هي ايه؟ الاوميجا عند 25 بتساوي، ابدا بقى اعوض برده في نفس كل حاجه. يعني ايه ابدا اعوض بنفس كل حاجه؟ يعني دي شكل الايكويشن اهي في الاخر صح كده؟ هتشيل ده وتحطيه مكانه كام بقى؟ ما تحطيش 25، لا اوعى اوعى تحط لي 25، تحط فرق التايم اللي هو من 10 ل 25 او 15. فده تحط لي هنا كده 15، وده برده تحط لي فيها ايه 15. هتلاقي ان كل ده عباره عن رقم، وده ترم الاكسبوننشال تمام. فهيطلع لك في الاخر ايه؟ ثواني، هيطلع لك في الاخر ان ايه؟ ان طبعا دي كده الاوميجا 25، وبعد كده عندك الترم الانيشال يعني عند الاوميجا 10. فالاوميجا 10 بتاعتك هتبقى مضروبه في 0.223، 0.223 اوميجا 10 تمام كده. ماشي زي الفل. بعد كده هتقول لي ايه؟ هتقول لي الاوميجا 10 دي مجموع عليها 504، 504 علامه كام؟ 96، علامه 96. دي كده الايكويشن ايه؟ هسميها دبل اي تمام كده. ماشي حلو قوي الكلام ده. بعد كده هعمل ايه؟ لو جيت كده بصيت على الاثنين ايكويشن دول مع بعض هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا هنا عندي الاوميجا 10 موجوده والاوميجا 25. هحل الاثنين ايكويشن دول مع بعض. يعني ايه احلهم مع بعض؟ يعني يعني هروح اعوضهم في بعض. هاخد الاوميجا، مش الايكويشن دي كده كلها، مش كل ده كده قدامك، هو ده الاوميجا 10 خده حطه هنا تمام. فلما تاخده تحطه هنا هيطلع لك مين؟ هيطلع لك الاوميجا 25 مع الاوميجا 0. هيطلع لك ايكويشن ثالثه فيها الاوميجا 25 مع الاوميجا 0. فده اللي انا هعمله بالظبط. هقول له ايه؟ هقول له هنا كده فروم ايكويشن اللي هي اسمها ايه بقى؟ اني ايكويشن؟ الايكويشن الاولانيه يعني انتو الايكويشن الثانيه، او ان انا بعمل سبستيتيوشن يعني تمام. فلما اجي اعمل كده هوصل ليه في الاخر؟ هوصل لان الاوميجا 25 بتساوي ال 0.223 مضروبه في الاوميجا 10. مين هي الاوميجا 10؟ اللي هي 0.2 0.3678 اوميجا 0 ناقص 31 علامه 6 تمام. دي كده كل ده كده اللي هو الاوميجا 10. بعد كده ارجع باللون الاحمر تاني تقول لي كام؟ زائد 504 علامه 96. بسط الايكويشن دي. فلما تبسط الايكويشن دي هتوصل لكام؟ هتوصل لان الاوميجا 25، هتوصل ان الاوميجا 25 عباره عن كام بقى؟ هتوصل ان الاوميجا 25 عباره عن 0.082 اوميجا 0 تمام كده، مجموع عليها 497، مجموع عليها 497 علامه 918، 918. حلو الكلام، حلو الكلام. الايكويشن دي انا هسميها الايكويشن رقم، سميها اي حاجه، هسميها الايكويشن رقم ايه، هسمي الايكويشن دي الايكويشن رقم ايه. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده اخش على الايكويشن الثالثه تقول لي ايه؟ فروم ايكويشن رقم 3. من الايكويشن رقم 3 اللي هي كانت الايكويشن دي اللي هي دي تمام، اللي هي شغاله من كام؟ من 25 ل 45. من 25 ل 45 كان التايم بتاعك بقد ايه؟ 45 ناقص 25 اللي هو 20 مللي. فتقول لي ان انا هعوض عن التايم وهو ب 20 مللي. هقول لي كده ان انا بعمل تعويض يعني على التايم وهو كام؟ ب 20 مللي سكند تمام. عشان اوصل ليه؟ عشان اوصل ليه الايكويشن رقم 3 تمام، اللي هي بتبدا بالاوميجا 25. فهقول له ايه؟ هقول له كده ان انت طبعا لما توصل في اخرها الاوميجا 45 يعني يبقى الاوميجا 45 بتساوي الاوميجا 25. كل اللي هعمله اشيل ده واحط 20 مللي، واشيل التايم ده واحط كام؟ 20 مللي، وابدا اشوف كده ايه الناتج اللي هيطلع لي. فلما ابدا اعوض بيها يعني واشوفها هتلاقي في الاخر ان انا ايه؟ بيطلع لي في الاخر 0.1
3 5. اوميجا كام بقى؟ اوميجا 25، تمام كده. اوميجا 25 الكلام ده مطروح منه كام؟ 43 علامة 23، ودي هسميها مثلا اللي هو تريبل اي، تمام ماشي كويس قوي. لو جيت بصيت على الايكويشن ايه والايكويشن تريبل اي، هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا عندي، هلاقي ان انا عندي ايه لو جيت، لو جينا كده بصينا على الاثنين الايكويشن دول، هتلاقي ان انت هنا عندك 25 اهيت، وعندك الاوميجا نود، وهنا عندك 25، وهنا عندك ايه ال 45. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تاخد ال 25 دي تروح تحطها هنا، فيطلع لك في الاخر ايه؟ الاوميجا نود مع ال 45، يطلع لك الاوميجا نود مع ال 45، يبقى انت كده خلصت من ال 25. طيب ماشي، تعالى نعمل كده، تعالى نعمل كده. فهتقول لي ايه؟ هتقول لي نفس كل حاجه، هات اللون الاحمر تاني. هتقول لي دلوقتي فروم الايكويشن اللي هي ايه؟ الايكويشن اللي هي انهي واحدة بقى؟ الايكويشن اللي هي اسمها ايه؟ انتو انت برضه عاوز تعمل بيها ليها سبستيتيوشن التريبل، تمام؟ فهتلاقي نفسك بتقول ايه؟ بتقول لي كده ان الاوميجا 45 بقى، الاوميجا 45 اهو، الاوميجا 45 بتساوي ال 0.135 اوميجا 25. فانت هتبدأ تكتب الاوميجا 25، الاوميجا 25 اللي هي بكام؟ اللي هي قدامك اهيت 0.082 اوميجا نود زائد 497 علامة 918، كل دي كده اللي هي ايه؟ الاوميجا 25، تمام. بعد كده تروح تطرح لي منها كام؟ 43 علامة 23. حلو الكلام، حلو الكلام ماشي. بعد ما كتبت الكلام ده ابدأ بقى ظبطها، يعني هتلاقي في الاخر ان انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الاوميجا 45 هي عبارة عن كام بقى؟ عبارة عن 0.011 اوميجا نود مطروح منها، او مجموع عليها قصدي، انا اسف، مجموع عليها كام؟ ال 24. وسمي لي الايكويشن دي رقم بي، تمام ماشي حلو قوي. ده كده الايكويشن التالتة. خش لي كده على الايكويشن الرابعة. الايكويشن الرابعة اهي قدامك، هي اخر واحد يعني، اهوت الماوس واقف اهوت، هي دي، دي كده ايه؟ الايكويشن الرابعة، تمام. بص كده على الايكويشن الرابعة دي، هتبدأ ايه تعوض فيها؟ تقول لي كده فروم الايكويشن رقم 4، الايكويشن رقم 4. الايكويشن رقم 4 دي مالها بقى؟ انا هعوض فيه التايم، التايم بتاعها بكام؟ هيتحرك من 45 ل 60، فمن 45 ل 60 يعني 15. هعوض عن التايم على ان هو كام؟ ب 15 مللي سكند، 15 مللي سكند، تمام. فانا لما عوضت عن عن التايم ب 15 مللي سكند، يبقى كاني بقول له ايه؟ بقول له في الاخر طبعا هتبقى التايم ب 60، تمام، بيساوي الاوميجا 45، كل برضه اللي هعمله اعوض عن ده كده ب 15 مللي، واعوض عن التايم ده بكام؟ ب 15 مللي، تمام. ده كل اللي انا هعمله. فلما اعمل الكلام دوت هوصل في الاخر ان الاوميجا 60 بتساوي كام؟ هوصل في الاخر ان الاوميجا 60 عباره عن 0.2، ثواني، الاوميجا 60 عباره عن 0.2، عباره عن 0.223 مضروبه في الاوميجا 45 مطروح منها 5 4 3 علامه 8، تمام. هسمي الايكويشن دي اللي هي ايه؟ الايكويشن الخامسه اللي هي اي في كده، تمام كده. دي كده الايه؟ الايكويشن الخامسه بتاعتي. بعد كده هعمل ايه؟ خلينا بس نسيرت صفحه ثانيه، تمام. ده كده ايه؟ اخر واحده انا وصلت لها. هبدا بقى كده ان انا اعمل ايه؟ اعوض فيهم هما الاثنين في بعض. فاقول بقى ايه؟ فروم اخر واحده وصل لها اللي هي اسمها البي انتو المين بقى الاي في اللي هي الخمسه. دول لما تعملهم هتعمل ايه؟ برضه عشان تخلص من ال 45 يبقى لك ال 60 مع الصفر. فهتعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي كده دلوقتي ان انت عندك ايه؟ هتقول لي والله ان انت عندك الاوميجا 60 بتساوي 0.22، ممكن بس عشان يبقى كلهم زي بعض، يبقى انت عندك الاوميجا 60 بتساوي كام؟ 0.223 اوميجا 45. الاوميجا 45 هي فوقيها على طول، اهي باللون، الاحمر اهيت الاوميجا 45 اهيت. تقول لي 0.011 اوميجا نود مجموع عليها ال 24، تمام كده. ارجع تاني باللون الاحمر اللي هي عشان اكمل الاوميجا 60 يعني، ناقص كام؟ 5، ثواني، 5 4 3 علامة 8، تمام كده. ده كده ايه شكل الايكويشن ايه؟ ده كده شكل الايكويشن ديت. لو جيت حلتها يعني او بسطتها، هتوصل في الاخر ان الاوميجا 60 بتساوي كام؟ بتساوي 0.0024 اوميجا نوت، اوميجا نوت الكلام ده ناقص 5 3 8 علامة 4، ماشي حلو قوي الكلام ده. بعد كده هتقول لي خلاص انت كده خلاص انت حليت كل المعادلات اللي هو مديها لك، انت كده حليت كل المعادلات اللي هو مديها لك. فلو جيت فكرت هتلاقي ايه؟ ال 60 والصفر يعني كده انت معاك اوميجا 60 واوميجا صفر، برضو دي كده ايكويشن واحده في انون، في اثنين انون، صح؟ تعمل ايه؟ تقول لي والله بسيطه جدا جدا يعني، هي فكرتها عبيطه قوي. هي دي بقى الافكار اللي بتوقف الناس. تيجي تقول لي والله من الفكره، من الكيرف اللي هو مدهوني، طبعا دي سايكل عماله بتكرر، فالصفر اللي هنا ده هو هو مين؟ هو هو ال 60 اللي هنا، ثواني، هو هو ال 60 اللي هو اللي هنا، دي هي دي خلاص يعني، دي اخر السايكل، فاهم حاجه؟
فالسايكل هتبدا ايه، هتبدا تريبيت تاني. فخلاص هتقول له كده دلوقتي ان ايه، ان خد بالك ان الاوميجا صفر هي هيها بالظبط، ليه الاوميجا 60، فالايكويشن دي بقت ايه، ايكويشن في انون واحد بس. فمن هنا تبدا ايه، من هنا تقدر بقى ان انت تجيب لي الاوميجا صفر، فتلاقي كده ان الاوميجا صفر بتاعتك هتطلع بكام. خلاص ما دي ايكويشن في انون واحد، روح حلها ودي ده الناحيه التانيه تمام، وبعد كده خلاص هي ايكويشن في انون واحد حلها، هتلاقي ان الاوميجا صفر يطلع بكام، سالب 5.39 علامه 8 رد بير سكند. وبعد كده هتلاقي ان الاوميجا اللي بعدها، خلاص بقى انت كده جبت لي الاوميجا صفر، روح بقى عوض فين، عوض في الايكويشن اللي هي دي اول واحده اللي اسمها اي، اهي شايف انت الايكويشن دي، شايف الايكويشن اللي اسمها اي دي، شايف الايكويشن دي، الايكويشن دي لو جيت بصيت عليها هتلاقي بيقول لك اديني الاوميجا صفر اديك الاوميجا 10. انت خلاص جبت الاوميجا صفر دلوقتي، اديله الاوميجا صفر هو يجيب لك الاوميجا 10 بس كده. فنفس كل حاجه هتعوض دلوقتي، هتلاقي ان الاوميجا 10 بكام، لما تعوضها يعني هتلاقي ان الاوميجا 10 في سالب 230، سالب 230 علامه 1 راد بير سكند. بعدها الاوميجا 10 بعدها كان تقريبا 25 صح كده، مش فاكر. المهم ان انت خلاص جبت الاوميجا 10 دلوقتي، اهو خش على الايكويشن اللي بعدها. مين هي الايكويشن اللي بعدها؟ اللي هي الايكويشن دي، الايكويشن دي بيقول لك ايه، بيقول لك اديني الاوميجا 10 اديك الاوميجا 25. فانت هتدي له الاوميجا 10 هي سالب 230، هو يديك الاوميجا 25، يقول لك الاوميجا 25 بكام، يقول لك الاوميجا 25 عباره عن 453 علامه 6.6 راد بير سكند. واخر واحده خالص اللي هي الاوميجا كام، في اوميجا 45، نفس كل حاجه بالظبط، هتدي له الاوميجا 25 اهيت هنا كده، تدي له الاوميجا 25، المهم هو مديك الاوميجا كام، المهم هو مديك الاوميجا 45 تمام. هتلاقي ايه، هتلاقي الاوميجا 45 تطلع لك بكام، بي 18. تلاقي الاوميجا 45 تطلع لك بكام، 18 علامه 0.6 راد بير سكند. كده انت جبت لي ايه، كده انت جبت لي السرعات عند النقط ايه بتاعت التايم، النقط المهمه. تروح بقى كده ترسم، فانت دلوقتي محتاج تروح ترسم. فعشان ترسم هتعمل ايه، تعمل ده كده هنا وتعمل ده هنا كده وتبدا تحط النقط بتاعتك. فانا ممكن اعملها باللون الازرق، بص كده ركز معايا. فانت اول نقطه معاك عند الاوميجا صفر كنت سالب، طبعا انت هنا بتحط لي تايم مع ايه، بالملي سكند، وهنا كده بتحط لي بقى السبيد دلوقتي بالراد بير سكند تمام كده زي الفل. اول عند الاوميجا صفر كان السرعه كام، سالب 539، يعني حطها هنا كده اي نقطه وخلاص، اهي سالب لا يا راجل يا طيب، السالب هنا اهي هنا كده سالب 539، ماشي سالب 539 ادي دي اول نقطه. بعد كده بقول لك لما كان التايم عندك ب 10 مثلا، هنا هنا مثلا لما كان 25 مثلا، ثانية بس عشان هنا تبقى بايظة خالص، هنا كده مثلا عند ال 10، هنا كده عند ال 25، هنا كده عند ال 45، وهنا كده عند ال 60 ماشي. ده كده التايم بتاعنا. لو جينا كده بصينا هتلاقي ان انا بقول لك لما كنت عند ال 10 كنت سالب 230. فمثلا هتنزل لي فين، هتنزل لي يعني هنا كده مثلا، ده كده عند ال10 يعني هنا كده مثلا هنا، وتقول لي والله دوت ايه، هو ده كده اللي هو كام، سالب 230 اي حاجه يعني مش فارقه تمام كده. احنا ايه خدنا ده وخدنا ده. بعد كده بقول لك عند 25 كنت 453، 25 هنا اهيت، تقول مثلا 453 مثلا يعني اي حاجه هنا كده اهيت مثلا، مثلا يعني هنا دي كده، ده كده اللي هو كام، 453 453 اهوت اللي هي النقطه دي تمام، ودي كده اللي هي النقطة دي تمام ماشي زي الفل. بعد كده هتعمل ايه، بعد كده هتقول لي ال عند ال 45 كان بكام، احنا خدنا 25 ال 45 كان بكام، كان ب 18. فعند ال 45 18 يعني قول لي هنا كده بسوسة صغيرة خالص اهي، دي كده اللي هي ايه، اللي هي 18 اللي هي هنا كده مثلا تمام كده ماشي زي الفل. كده انت ايه، كده انت وصلت لي ال 45. بعد كده ال 60 هتبدأ تكرر نفسك تاني، فال 60 ايه هتبقى موجودة ايه، لو هنا كده 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 هتبقى هنا اللي هي كام، اللي هي نفس ايه، نفس البتاع دوت فاهمني ماشي زي الفل. بعد كده تبدا ايه، بعد كده تبدا توصلهم ببعض. فعشان توصلهم ببعض هيبقى عامل ازاي، طبعا خطوط مستقيمه، هيبقى عندك من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، ومن هنا لهنا تمام بس كده. خلاص كده ايه، دي كده هيبقى شكلها، وتقول له ان هو دوت، هو ده ايه، السبيد، السبيد بروفايل اللي هو ايه، اللي هو كان بيسالك عليه. فهو هو اداك الترك وطلب منك السبيد، فانت ايه جبت له السبيد بالطريقه دي. ودي مساله يعني ايه كبيره شويه يعني، بس يعني مش صعبه يعني، هي فكرتها بسيطه، هي بس ممكن تبقى كبيره شويه ماشي. ده كده بالنسبه للاكزامبل دوت، واحنا كده مفيش اي اكزامبل تاني علينا ماشي. خلينا نرجع بقى لايه، خلينا نرجع للشرح بتاعنا. ف خلينا نرجع الالكتريكال درايف دوت. بص احنا كده دلوقتي اتكلمنا على اتكلمنا على ايه، اتكلمنا على الميكانيكال لود، واتكلمنا على الكلام دوت. عايزين بقى نخش في حاجه تانية خالص، اللي هو السبيد تورك كاركترستكس. احنا اصلا السبيد تورك كاركترستكس دوت دي اكتر حاجه تهمنا، فدي اصلا اللي احنا عايزين نبدا ايه نتكلم عليها بصراحه. لا هي مش هي دي الريكوير، هي اللي مطلوبه مننا اكتر، بس ركز معايا بس هقول لك. خلينا بس نخلص الحته دي بسرعه ونخش على اي واحده تانية اهم منها.
هتلاقيه بيقول لك ايه، احنا دلوقتي عاوزين نشرح حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها، ثواني بس انا عاوز اعدل البتاع، السبيد تورك كاركترستكس. ماشي، ايه بقى قصه السبيد تورك كاركترستكس دي؟ السبيد تورك لمين بالظبط بقى؟ قال لك السبيد تورك لللود، انت بتتكلم على السبيد تورك بتاع اللود، تمام كده، اللي هو ايه، اللي هو اليوتيفول تورك، اللي هو كان ايه، اللي هو كنا بنرمز له بالرمز ده. قال لك انت عندك ليها انواع كتير، قال لك النوع الاولاني اللي هو ايه، اللي هو كده كده مثلا، من النوع التاني جنبه كده اهوت مثلا كده، تمام. قال لك النوع الاولاني دوت بيكون حاجه كده مثلا بالمنظر دوت، والنوع التاني هيكون حاجه بالمنظر دوت، تمام. طبعا انت بترسم لي مين، انت هنا طبعا بترسم لي التايم هنا كده، بترسم لي هنا كده التاو، قصدي تايم ايه بس، التاو، وهنا كده بترسم لي السبيد، وهنا كده بترسم لي السبيد، تمام. فقال لك النوع الاولاني ده بيبقى شغال في الفيرست كوادرنت، الفيرست كواد، تمام، الفيرست كواد، وبيكون كونستانت، ده كده بيكون ايه، كونستانت تورك، كونستانت تورك، تمام. ماشي، دوت بيقول، قال لك ده كمثال ليه الكمبريسور، تمام كده، ماشي. بعد كده النوع التاني اللي هو دوت، قال لك هنا عندك ايه، دوت برضو شغال في الفيرست كواد، ده شغال في الفيرست كواد، وقال لك ايه، ده بيكون فاريبل تورك، تورك، تمام كده. وقال لك ان التورك مثلا هنا كده تقدر تقول لي ان التورك بيتناسب مثلا ايه، اي كونستانت كده قدامك مع ايه، مع الاوميجا سكوير، تمام كده، ماشي، زي الفل. قال لك ده كمثال لي كان كومبريسور، ده كمثال لي قال لك الفان، او حاجه اسمها ايه، السنتر، السنتر فوق، مش بص انا مش عارف انطقها، يعني السنتر فوق، مش عارف، مش بعرفش انطقها، يعني انا مهما حاولت انطقها، قعدت قد كده احاول انطقها قبل الفيديو مش عارف انطقها، السنتر فيوجل دي، مش عارف، مش عارف والله، اعذرني يعني على النطق التعبان دوت. بومب، هي حاجه كده بومب يعني وخلاص، تمام. المهم يعني ايه، دوت كده التورك بتاع اللود فيها عباره عن كي اوميجا سكوير زي ما كتبته لك فوق، وهيبقى الباور بتاعتك عباره عن ايه، عباره عن الكي في الاوميجا كيوب بقى، المره دي هتبقى الاوميجا كيوب، صح كده؟ اه، ليه؟ لان الباور اصلا عباره عن ايه، عباره عن تورك في اوميجا، فلما يكون التورك ده عباره عن كي في اوميجا سكوير، فهيبقى الباور ايه، كي في اوميجا كيوب، ماشي، زي الفل. دوت كده بالنسبه لايه، دوت كده بالنسبه للنوعين دول، تمام كده، ماشي. في نوع تالت عاوزين نتكلم عليه، اللي هو قال لك ايه، اللي هو في نوع تاني كده عاوزين نتكلم عليه، اللي هو بيقول لك هو بيكون كونستنت باور، بيكون كونستنت في الباور. تعال نشوف بقى القصه بتاعت الكونستنت في الباور دي، انا عايز ان انا اعمل ايه دلوقتي، انا عايز دلوقتي ان انا اثبت الباور، انا عايز ان انا اخلي الباور هي اللي ثابته. فقال لك الباور، بص قبل بس ما نتكلم على ده، خلينا نرسم الرسمه بتاعتها. قال لك بص، انت هتعمل البتاع كده، او ممكن نعمل كده بس الاول، تمام. وعندك ده كده، تمام، ماشي، وبعد كده عندك ايه، دايره كده صغيره كده في النص، ماشي، زي الفل. بص بقى ركز معايا، شايف انت البتاع اللي احنا عملناها دي دلوقتي، انت عندك بيكون لها ريديوس، دي هيبقى عجله، العجله دي اللي هي ايه، اللي هي هقول لك، شايف انت هنا في كيبل، الكيبل دوت كيبل بيت، عارف انت، مش عارف اقول لك ازاي، عارف انت لما تشوف هم لو معاهم كابلات كتيره عاوزين ينقلوها، ما مش بينقلوها، وهي مفروضه كده بيلفوها على بكره، تمام، وبعد ما يلفوها على بكره تقوم محملين البكره دي على العربيه وتبدا تتحرك. هو بقى بيقول لك دي كده البتاع، البكره اللي هم هيلفوا عليها الكابل، وده الكابل، تمام. فالكابل ايه، الكابل يعني هيمشي ازاي، اكيد الكابل هيمشي كده، صح كده، عشان يبدا ايه، يبدا يلف على البكره. فهو طول ما هو عمال بيلف، ايه اللي بيحصل في الريديوس، هتقول لي الريديوس ده عمال بيزيد، الريديوس ده بتاعك عمال بيزيد، تمام، وانت ماشي ازاي، وانت ماشي كده، فده هيبقى ايه الفيلوسيتي بتاعتك. وعندك ايه، وعندك طبعا هيكون ليك ليك فورس ثابته، في فورس بتكون كونستانت، يعني اللي هي ايه، اللي هي كده، اللي هي بيبقى ده، هيبقى ده اتجاه ده كده كونستانت فورس، وده برضو ايه، كونستانت سبيد، كونستانت سبيد، لان هي طبعا بتلف بايه، بحاجه ثابته، بسرعه ثابته، البكره دي بتلف بسرعه ثابته، وعندك الريديوس بتاعك عمال بيزيد، تمام. مش انت دلوقتي عاوز تخلي المثال دوت، قال لك انا عاوز اخلي الباور فيه ثابته، او الباور بتبقى ثابته في المثال دوت. فقال لك الباور في اي، في الدنيا بتبقى عباره عن ايه، بتبقى عباره عن الفورس مضروبه في السرعه بتاعتك. حلو الكلام، هتقول لي حلو الكلام، وانا بقول لك ان انا عاوز اخلي البتاعه دي ثابته، الباور دي انا عاوزها تبقى ثابته، ماشي، هتقول لي ماشي. بس احنا لو جينا بصينا، لو جينا بصينا هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان انت عندك الباور برضو بتساوي ايه، الباور برضو هتقول لي هي ممكن تساوي ايه، هتلاقي ان الباور، او ماشي خلينا نقول الباور، هي عباره عن ايه، عباره عن الاف في الفي زي ما احنا لسه قايلين. الاف عباره عن ايه اصلا، لو جيت بصيت هتلاقي ان الاف دي هي هتبقى عباره، او قبل ما نقول الاف، هات لي التورك، التورك عباره عن ايه، عباره عن الاف في الارم بتاع الايه، بتاعت الفورس ديت، عباره عن الفورس في الارم بتاعت الفورس، صح، اللي هي هتبقى الار هنا، تمام كده. فمن هنا يبقى الفورس عباره عن ايه، عباره عن التاو على الار، تمام، مضروبه في الفيلوسيتي. الفيلوسيتي بقى اللي هي مين بقى، الفيلوسيتي دي لو انت فاكر، يعني الفيلوسيتي دي كنا بنقول انها عباره عن الاوميجا في الار، فتبقى الفيلوسيتي عباره عن ايه بقى، يبقى الفيلوسيتي عباره عن اوميجا على اوميجا في ار، تمام كده. فلو جيت بصيت هتلاقي الار هتمشي مع الار، يبقى لك ايه، تورك في اوميجا في الاخر، يبقى لك تورك في اوميجا في الاخر. حلو الكلام، هتقول لي ماشي، حلو قوي الكلام دوت، هتقول لي حلو قوي الكلام ده. ولكن احنا لو جينا بصينا، احنا لو جينا بصينا هتلاقي ان التورك بتاعك عمال بيزيد،
ليه التورك عمال بيزيد؟ لان الارم بتاع الفورس عمال بيزيد، او الارم بتاع التورك ده عمال بيزيد. ما مش انت الريديوس ده عمال بيزيد كل ما البكره بتلف كده، فالريديوس عمال بيزيد. فلما الريديوس هيزيد مين هيزيد قصاده؟ هيزيد، هتلاقي التورك زاد قصاده، تمام. فانت كده ايه وصلت كده دلوقتي، ان لما الار هتزيد مين هيزيد؟ هتلاقي التورك بتاع اللود زاد، تمام. ولكن خد بالك، ده انت بتقول ان الباور لازم تبقى ثابته، الباور دي لازم تبقى كونستانت، وبتقول ان الباور دي عباره عن التورك مضروب في الاوميجا، اهو لسه مطلعينها اهي دلوقتي، تورك في اوميجا، تمام. فانت بتقول ان الباور عباره عن تورك في اوميجا، انا بقول لك التورك ده زاد، يبقى الاوميجا لازم ايه اللي يحصل لها؟ يبقى لازم الاوميجا تقل، يبقى لازم الاوميجا هتقل، تمام. بدليل حتى ان الاوميجا دي هتبقى اصلا عباره عن ايه، الاوميجا دي هتبقى اصلا عباره عن ايه، الفي على الار، شفت بقى؟ عشان كده بقول لك ايه، لما الار زاد، يعني مش عارف، مش عارف انت كده لقطتها ولا لا، بس ايه، بس انا بقول لك ان الـ التورك دوت هيزيد. التورك هيزيد بأني نسبه؟ التورك هيزيد بنسبه الـ يعني بص، انت بتقول لي كده ان التورك دوت هيزيد بنسبه الار، صح، وبقول لك ان الاوميجا بتتناسب مع واحد على الار، فاهمني؟ فهما الاثنين يعني الريشيو هتفضل ثابته، بحيث ان التورك في الـ في الاوميجا هيديك نفس ايه، هيديك نفس الرقم الكونستانت بتاع الباور، فاهم حاجه؟ بس كده. فانت لو جيت بصيت هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان التورك دوت بيتناسب مع الار، لكن الاوميجا دي بتتناسب مع واحد على الار، تمام. فعشان كده لما اقول لك الار هتزيد، بص كده ركز معايا، لما اقول لك الار دي زادت ايه اللي حصل؟ التورك ده زاد. ولما اقول لك الار دي زادت، ها زادت، لما الار دي تزيد نفس النسبه هتقل بيها الاوميجا، فنسبه الزياده اللي هنا هي نسبه النقصان اللي هنا، فهتفضل ايه، الباور بتاعتك هتفضل ثابته، فهمت حاجه؟ فده مثال على ايه، على الكونستانت سبيد، ده مثال على الكونستانت سبيد، فايه خلي بالك منه، الكونستانت باور قصدي، ده مثال على الكونستانت باور، تمام كده. بس كده، ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه ليه المثال دوت، ده كده بالنسبه لي المثال دوت، ماشي. بيقول لك برضو طبعا احنا عاوزين نرسمها برضو، هنا بس احنا عاوزين عشان بس الحاجه ما تخشش في بعض، عايزين برضو ايه نرسم الرسمه بتاعتها. فدي لو انت برضو عاوز ترسم الرسمه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، هتبقى انا تلاقي نفسك بترسم دوت كده ودوت كده، وطبعا انت عاوز ترسم اللي هي حاجه اللي هي inversely proportional يعني، فدي بتبقى في ترسمها هتبقى عامله ازاي، لو انت هتحط لي هنا التورك وهنا الاوميجا، فهتلاقي العلاقة ما بينهم عاملة ايه؟ عاملة كده، تمام؟ بس كده، لأن العلاقة ما بينهم ايه؟ كانت عكسية، تمام؟ واحد يزيد التاني يقل، يعني حتى كده انت لو جيت كده بصيت عند الأوميجا العالية، بص كده ركز معايا، عند لما كانت الأوميجا عالية، اهي الأوميجا عالية هنا كان قصادها ايه؟ التورك قليل، ليه؟ لأن ما هي اللي داخل ما بينهم أصلا هو الريديوس، العلاقة ما بينهم واحد على الآر، فاهمني؟ فعشان كده عشان كده لما كانت الأوميجا عالية هتلاقي التورك قليل قوي، تمام. بحيث ان الاوميجا الرقم العالي اللي هنا ده اهو، الاوميجا عاليه هنا مع التورك القليل، بقول لك اوميجا كبيره مع تورك قليل يديك باور ثابته بي كونستانت، تمام. خدها كده عند اخر نقطه في الكيرف، النقطه دي ايه اللي حصل؟ التورك زاد قوي هنا كده، بقول لك بص التورك كبير جدا، هروح اضربه في مين؟ في اوميجا، الاوميجا اللي هي كام؟ بص الاوميجا هنا كده عامله ازاي، الاوميجا هنا صغيره قوي مضروب في اوميجا صغيره، فيفضل برده ايه، تفضل برده البي ثابته بالنسبه لك، تفضل برده مش عارف اني بكتبه ده، تفضل برضو ايه البي ثابته بالنسبه لك كونستانت، تمام. فاهمني؟ خدها بقى في اي نقطه في الكيرف، عشان كده العلاقه ما بينهم بنرسمها ايه، بتبقى حاجه بي المنظر اللي انا رسمته لك دوت، تمام كده. يا رب تكون فهمت، ماشي. ده كده بالنسبه لايه، ده كده ممكن والله نرجع كل حاجه مكانت، تمام كده. ده كده ايه بالنسبه لي البتاع دوت اللي حصل، ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لي الكونستانت ايه، الكونستانت باور. طبعا هي شغاله ايه، بقى شغاله في الفيرست كواد، الفيرست كواد، فيرست كواد، تمام. بتبقى شغاله في الكوادرنت رقم واحد بس، تمام. ليه؟ لان هي ماشيه في اتجاه واحد، يعني هي بالنسبه لك السبيد ماشيه في اتجاه واحد والتورك برضو في اتجاه واحد، فهو يعني هيتبدل امتى ولا ايه اللي هيحصل، تمام. ده كده بالنسبه لايه، بالنسبه لي بالنسبه للموضوع دوت، ده كده بالنسبه لي الموضوع دوت. خلينا نبدا بقى نخش في حاجه ثانيه، لو انت شغال باي دايركشنال، فلو انت شغال باي دايركشنال وايه بقى وسبيد، وبعد كده هنقول لو انت شغال باي دايركشنال بس تورك، باي دايركشنال سبيد الاول، تمام. يعني ايه، يعني انت شغال في ربعين في السبيد، فقال لك المثال على الموضوع دوت ده اللي هو الوينش او الاسانسير اللي هو بيكون فيه السنتر ويت، فايه اللي بيحصل، انت دلوقتي هو بيبقى طالع او نازل، فالسرعه بتتحرك في الاتجاهين سواء كان طالع او نازل، يعني هو مثلا لو هنقول برضو ان انت عندك بولي هنا كده، تمام، والبولي دي بيبقى مثلا نازل منها بتاع هنا كده، تمام. ده كده اللي هو هيكون الفاليو اللي هو شايلها، وده كده مثلا ايه اللي هو السنتر ويت، تمام كده. فهو بيقول لك ايه، ده هنا ده كده الحاجه اللي هو بيبقى شايلها، وده كده اللي هو السنتر ويت بتاعه، تمام. فهو بيقول لك ايه، هو يا اما هيطلع يا اما ايه، يا اما هينزل، تمام. فكنت كده شغال، يعني انت واخد ربعين السرعه. يعني ايه ربعين السرعه؟ يعني لو انت رسمت الاربع ارباع اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، هتلاقي ان انت كنت بتقول ايه، كنت بتقول كده ان ده التورك وده كده السبيد، صح كده. فلما يبقى هو ده التورك وده السبيد، ويقول لك انت شغال السرعه في الاتجاهين، يبقى انت شغال فين، يبقى انت شغال من اول هنا كده، يبقى انت شغال هنا كده المنطقه دي كده كلها،
يبقى دي ايه؟ يبقى دي كده المنطقه اللي انت شغال فيها، يبقى انت شغال باي دايركشنال سبيد، يبقى انت شغال في الاتجاه بتاع السرعه. لكن التورك بتاعك هيفضل ثابت على اساس ايه؟ على اساس ان انت شايل مثلا ايه، على اساس ان انت شايل نفس الفاليو دي انت ما غيرتهاش، تمام؟ او حتى لو غيرتها يعني مش فارقه، المهم ان انت هتلاقي نفسك بتلعب في الحته دي. انت طبعا الماكسيمم تورك بتاعك ده الليمت بتاع السبيد بتاعتك، تمام؟ فانت هتبقى شغال ايه؟ هتبقى شغال في في الربعين دول. فانت عشان كده بيقول ان انت شغال باي دايركشنال سبيد، تمام؟ ليه؟ او ده المثال بتاعها اللي هو وينش مثلا او اسانسير، فهو بيبقى ايه، بيبقى له سنتر ويت زي ما بقول لك، وشايل حاجه في الكفه الثانيه يعني، فبيقعد يطلع وينزل. فطالما بيطلع وينزل يبقى السرعه بتتحرك في الاتجاهين، فعشان كده ايه بنرسمه بياخد الاتجاهين في السرعه، تمام كده. لكن التورك بتاعه بيفضل ثابت. لكن التورك بتاعه بيفضل ثابت. ليه التورك بيفضل ثابت؟ لان دايما وابدا الفاليو دي هتفضل ايه، هيفضل ليها تورك كده بيشدها لتحت، تمام؟ حتى لو هو كان طالع او هو نازل، فاهمني؟ فدايما هيفضل ايه، هيفضل في تورك كده بيشد لتحت، تمام كده. اوكي، ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لي الباي دايركشنال سبيد دوت، تمام. طبعا لو جيت بصيت على الربع الاولاني هتلاقي ان هو ايه، هتلاقي ان هو بياخد باور من السبلاي، لكن في الربع الثاني هو بيدي باور للسبلاي، تمام كده، او بيرجع للسبلاي يعني اللي هو ريجنريشن. فممكن نقول كده، ده كده كان الاب بتاعك، ده كده كان الداون. هنا الباور بتاعتك راحه من السبلاي لللود، هنا كده العكس بقى. هنا انت هنا انت بترجع يعني، هنا انت بترجعها، فهنا هتبقى ايه، الباور بتاعتك راحه من فين لفين؟ الباور بتاعتك راحه من اللود للسبلاي، تمام كده. الباور بتاعتك راحه من اللود للسبلاي، تمام. برضو يعني ممكن نقولها برضو بسرعه مش هنخسر حاجه. ليه بقى؟ لان انت هنا عندك الاوميجا موجب، وهنا عندك التورك موجب برضو، تمام كده. الاوميجا موجب والتورك موجب، يبقى الباور بتاعتك هتبقى موجبه، فعشان كده ايه الباور هتمشي كده. لكن هنا انت هتلاقي ان انت عندك التورك بتاعك موجب، وهتلاقي ان السرعه بتاعتك سالب، فالباور بتاعتك اللي هي عباره عن التورك في الاوميجا هتطلع ايه، هتطلع سالب. فطالما الباور طلعت سالب يبقى ايه، يبقى الباور بتاعتك ماشيه من اللود للسبلاي، يعني الباور راجع للسبلاي، تمام. ده كده لو انت هتتكلم باي دايركشنال سبيد. خلينا نخش على النوع اللي بعده اللي هو لو انت شغال باي دايركشنال تورك. لو انت شغال باي دايركشنال تورك، طيب لو انت شغال باي دايركشنال تورك ايه بقى اللي بيحصل؟ قال لك الباي دايركشنال تورك دي اللي هو لو انت عندك اللي هو الجبل كده مثلا، تخيل الجبل وعربيه طالعه كده وبعد كده ايه قامت نازله كده، تمام. فانت لو جيت بصيت كده ايه اللي هيحصل عندك؟ هتلاقي ان العربيه دي وهي طالعه وبعد كده يعني بتنزل، في حاله يعني ركز كده معايا، في حاله الصعود هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان وهي طالعه هي بتدي باور، الموتور بتاعها شغال، الموتور بتاعها شغال عشان ايه؟ عشان يقدر يخليها تقدر تطلع، تمام كده؟ فهي بتدي باور زياده على التورك بتاعها، فكده هي شغاله ايه؟ فورورد موتورنج، هي كده شغاله فورورد موتورنج. ليه؟ لان هي بتدي يعني هي عماله بتدي باور، هي عماله بتدي باور. لو يعني ركز كده معايا انت اهوت كده، ده كده بالنسبه لك التورك، وده كده بالنسبه لك السبيد. ده كده كان الربع الاول، ده الربع الاول الثاني الثالث الرابع، تمام. انا بقول لك دلوقتي انت شغال ايه، انت شغال في الربع الاولاني ده، انت دلوقتي عاوز تطلع مطلع، فانت هتدي بقى، هتدوس بنزين ولا هتدوس فرامل؟ بقى يفكر انت عاوز، انت عاوز تطلع فاكيد هتدوس بنزين، يبقى انت شغال فورورد، فورورد موتورنج، تمام. ليه؟ لان انت عمال بتديها عزم، تمام كده. فانت بتخرج من السبلاي للود بتاعك اللي هو الموتور بتاع العربيه، حلو كده. فانت ايه عمال بتديها عزم. طب في حاله النزول بقى انت بتحاول تعمل ايه بقى؟ بتحاول تخليها ماشيه مثلا بسرعه ثابته، او بص ما فيش حد بينزل، لو انت بتسوق اكيد هتبقى فاهم، ما فيش حد بينزل منزل وهو بيدوس بنزين، انت هي اصلا ماشيه لوحدها. فانت لا بالعكس، ده ممكن اصلا الميل ده يبقى كبير قوي فالعربيه تجري منك. فلما العربيه تجري منك يا عم، انت لو انت بتسوق عجله ونازل على منزل هتلاقي نفسك مش بتبدل، انت بتبقى سايب العربيه او العجله ماشيه بسرعتها، وايدك او رجلك على الفرامل بحيث ايه اللي هو تهدي، تهدي كده، او ايه يعني تفضل متحكم في البتاع عشان ما تجريش منك. فما انت شغال، انت بص انت عاوز يعني ايه تفرمل، انت عاوز تفرمل، ولكن انت اتجاه سرعتك لسه زي ما هو. يعني لو فرضنا ان ده الاتجاه الموجب بتاع السرعه، لو فرضنا ان ده الاتجاه الموجب بتاع السرعه، فانت سواء وانت طالع او وانت نازل فانت ماشي في نفس الاتجاه، فالسرعه ما اتغيرتش. ولكن انت هنا شغال ايه بقى؟ شغال فورورد اللي هو فورورد بريكنج. انت في النازله بتاعتك شغال ايه؟ شغال فورورد بريكنج، تمام. شغال ايه؟ شغال فورورد بريكنج، تمام. فلو طبعا لو انت شغال فورورد بريكنج، فدي انت لو ايه، لو عاوز ترسمها هتبقى رسمتها عامله ازاي؟ هتبقى رسمتها حاجه كده، هيبقى انت شغال ايه، شغال في الربعين دول اللي هي السرعه بتاعتك دايما دايما السرعه موجبه، ولكن التورك واخد ايه، واخد اللي هو باي دايركشنال يعني، تمام كده. في الحالتين اللي ايه السرعه ما بتتغيرش، ولكن التورك بتاعك هو ايه، هو اللي بيتغير، تمام كده، اتجاهه هو اللي بيتغير. ده بالنسبه ايه، ده كده بالنسبه لي النقطه دي. كمان ده بالنسبه لي للسبيد تورك كاركترستكس، بالنسبه لي الحته دي كان فيها مثال، المثال اللي كان عليها او قبل ما نتكلم عن المثال اللي عليها في اللي هي الرسمه، بص لا لا هي عليها برضو الباي دايركشنال تورك.
بنقول بقى ان دي لو احنا عاوزين نرسمها بطريقه تانية يعني، او عاوزين نشوف بقى نشوف هو بيتحرك عليها يعني، فقال لك ايه، هتلاقي الرسمه بتاعته عامله ايه حاجه كده، عاوزين نشوف بس مين بيتحرك على مين بس عشان يبقى الكلام واضح. ده كده التورك وده كده السبيد. قال لك اول حاجه هي دلوقتي السرعه اللي هي ماشيه بيها دي، خلينا نمسك في العربيه دي، السرعه اللي هي ماشيه دي، هل السرعه دي مكمله تزيد براحتها وتعمل اي حاجه سواء في الطلع او في الناس ده؟ هتقولي لا السرعه دي ليها ليميت، صح كده؟ فقال لك ماشي امسك لي في الليميت ده، فالليميت ده انا حطيته هنا كده اهوت، وحطيته هنا كده اهوت، تمام؟ ده كده بالنسبه للسرعه بتاعتك، وبرده التورك بتاعك، التورك بتاعك سواء وانت وانت بتدي للعربيه عزم كده، او وانت بتفرمل العربيه عشان تاخدها يعني ما تجريش منك يعني، فبرده بيكون ايه ليميت للتورك بتاعك، بيكون لك ليميت للتورك بتاعك. فهيبقى مثلا اي حاجه كده، تمام اهو في الاتجاهين، حلو كده ماشي. لان برضو خد بالك بس من حاجه تانية، انت هتقول لي ثانيه، ومش احنا شغالين في الربع الاول احنا مش احنا شغالين في الربع الاول والتاني بس، فايه اللي دخل دلوقتي الربع التالت والرابع في الموضوع؟ هقول لك بص ايه، تخيل معايا ان العربيه عكست اتجاهها، تخيل كده معايا ان العربيه عكست اتجاهها، لو العربيه مشيت كده فايه اللي حصل؟ هتلاقي نفسك بقت الرسمه بتاعتك عامله ازاي، الرسمه بتاعتك هتبقى عامله كده، هتبقى شغاله هنا في الحته دي، صح ولا انا غلطان؟ هتقول لي والله صح كلام مظبوط. فطالما هي تبقى شغاله هنا فهي يعني هي بتشتغل في ربعين مع بعض، يا اما الاثنين اللي فوق يا اما الاثنين تحت، فاهمني؟ عشان كده لما نيجي نرسمها في الاربع ارباع كده كلها، بنقول اللي فوق دوت ده بيبقى الماكسيمم سبيد، ده كده الماكسيمم او الاوميجا ماكسيمم يعني، وده بيكون ايه التورك، ايه التورك ماكسيمم، تمام كده. ونفس القصه دوت يعني التورك ماكسيمم بس من نيجاتيف، وده ايه اللي هو الاوميجا ماكسيمم بس من نيجاتيف، تمام، اللي هو ايه في حاله الرجوع مثلا يعني، في الحاله اللي هي وانت ماشي كده، فاهمني؟ طيب اوكي ماشي. بعد كده هنعمل ايه؟ بيقول لك بقى ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت دلوقتي هتبقى ماشي على الماكسيمم سبيد بتاعك، انت ماشي دلوقتي على الماكسيمم سبيد بتاعك، فانت ماشي على الماكسيمم سبيد بتاعك ايه اللي زي اللي بيزيد قصادك؟ هتلاقي اللي عمال بيزيد قصادك هو مين؟ هو التورك بتاعك. فين التورك بتاعك؟ هتلاقي التورك بتاعك عمال بيزيد. خد بالك ان انت الباور بتاعتك عباره عن مين؟ الباور بتاعتك عباره عن الاوميجا في التورك، فانت دلوقتي عمال ايه؟ انت دلوقتي مثبت السرعه عند الاوميجا ماكس، والتورك بتاعك عمال يزيد لحد ما الباور هتوصل لحد معين مش هتقدر تزيد عنه بسبب الريتنج بتاع الموتور، تمام كده؟ فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي دلوقتي ان انت خلاص غصب عنك لازم الاوميجا تبدا تقل معاك عشان ايه؟ يقابلها الزياده بتاعت ايه؟ بتاعت التورك ديت. فهتلاقي اللي حصل، هتلاقي اللي حصل ان ده بيقوم معمول كده، تمام؟ فكده ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان السرعه قلت، السرعه قلت. هنا بقى بنقول هنا ان ده بيبقى ايه دوت بالنسبه لك، بيبقى هو ده ايه الكونستانت باور دوت كده ايه، او الباور ليميت يعني بتاعك، الباور ليميت ده كده الباور ليميت، تمام كده، اللي هي ايه ده الباور ليميت بتاعك، ما تقدرش تعديه اكتر من كده. بعد كده لو فضلت مكمل كمان خلاص انت وصلت عند التورك الماكس، بيبدا بقى ايه، بيبدا خالص ان الموتور بتاعك ايه، بيبدا خالص ان الموتور بتاعك سرعته تبدا تنزل، لان خلاص انت مثلا واقف هنا عند الماكس خلاص انت وثبت هنا يعني، ثبت عند التورك دوت مش هتقدر تعمل اي حاجه، تمام، على اساس بقى انت واقف في اي نقطه بقى، واقف هنا واقف هنا، هتشوف بقى انت واخد انهي سبيد، تمام، بس انت مش هتقدر تزوده عن ايه، عن التورك الماكس دوت، تمام كده ماشي. ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لي الحته دي، طبعا زيها بقى في كل حته يعني، دي كده برضو هتبقى هنا، دي برضو هتبقى هنا، ودي برضو هتبقى هنا، تمام. فاي دوت هيبقى شكلها، دوت هيبقى شكلها نفس الشكل ده بيتكرر حواليها بس على اكبر يعني، مثلا هيبقى كده يعني، خلينا ممكن نعمله بدوت، هيبقى كده مثلا، كده 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 كده. مين بقى اللي انا رسمته ده؟ ده نفس الكلام بالظبط بس في حاله الترانزيانت، تمام، ده نفس الكلام بالظبط بس بحالة ايه الترانزيانت، فخليه دلوقتي يعني مش محتاجينه دلوقتي، سيبه، تمام. بيقول لك بس في بس نقطة مهمة قوي، في حاجة اسمها البيز، البيز سبيد، البيز سبيد دي اللي هي بتبقى ايه عند نقطة الباور الماكسيمم مع التورك الماكسيمم، فهي دي نقطة الباور الماكسيمم مع التورك الماكسيمم، فلو جيت بصيت لأن ده خلاص ده الماكسيمم باور، أنت مش هتقدر تعلي عن كده، مش هتقدر توصل لحاجة أكتر من كده، فبنعمل هنا كده، بنيجي هنا كده نعمل خط، ونقول بقى إن الخط ده ايه، ثواني بس ثواني، بنيجي هنا كده نعمل خط، ونقول الخط ده هو ده الأوميجا بيز أو البيز سبيد يعني، البيز سبيد، تمام كده. ده كده ايه، ده كده البيز سبيد بتاعي. بعد كده ده كده بالنسبه ايه، ده كده بالنسبه لي الفور كوادرانت، او ده كده قصدي بالنسبه لي الباي دايركشنال تورك في الـ في الـ المثال يعني، ايه المثال اللي احنا خدناه. ممكن بس نبص على دي بقى في السلايد، هتلاقي ده كده كان الكمبريسور، قال لك ان اللود فيه بيكون ثابت، التورك قصدي فيه بيكون ثابت، ده البتاعه الغريبه ديت، وبيقول لك انها بتتناسب بالمنظر دوت، بقت الباور كيوب كده اهيت، ماشي. بيقول لك ان هو شغال عند كونستنت سبيد دوت بالنسبه لي ال دوت بالنسبه للايه للبتاعه ديت، اللي هي اللي احنا قلنا البتاع اللي بتلف اللي هي الباي دايركشنال سبيد يعني، دي كده اللي هي الباي دايركشنال سبيد. ف
بس دي لا، ده اللي هو الكونستنت بار، دي مش باي دايركشنال سبيد، ده اللي هو الكونستنت بار، ده الكونستنت بار اهوت. فالكونستنت بار ده نفس الكلام اللي احنا قلنا، قال لك مش عارف التورك بيساوي مش عارف الاف في الار، والاوميجا بتساوي الفي على الار، فانت عاوز الباور تبقى ثابته اللي هي الاف في الفي اللي هي بتساوي التورك في الاوميجا، تمام؟ فانت عاوز ده يفضل ثابت، فلو اي زياده هتحصل في التورك ال، ليه بقى؟ لان هو بيقول لك بص لما الار هتزيد التورك ال هيزيد، تمام؟ بس الاوميجا دي لازم تبدا تقل معاك عشان تحافظ على القيمه تفضل ثابته، تمام كده؟ ده بالنسبه برضو لايه، للكونستنت بار. ده بالنسبه للمثال بتاع الكونستنت بار. بعد كده الباي دايركشن سبيد، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان انت شغال في الكوادرنت الاولاني والرابع، بحيث ان يكون السبيد بتاعتك باي دايركشنال والتورك بتاعك هو اللي بيكون ثابت. فده مثال الاسانسير او الحاجات دي، بيكون عندك الكيج هنا والسنتر ويت او الكاونتر ويت بس ده فكرتها اوكي. ده برضو المثال بتاعها كل ده قلناه. ده المثال التاني بتاع الباي دايركشنال تورك، فهو لو العربية بتطلع مطلع أو بتنزل منزل، فلو هي بتطلع فالمفروض إن لو هي بتطلع أنت في الحالتين بتبقى السرعة بتاعتك في اتجاه واحد، تمام؟ التورك بقى بتاعك هو اللي عمال بيتغير. لو أنت طالع كده فأنت شغال فورورد موتورنج، لو أنت نازل كده فأنت شغال فورورد بريكنج، تمام كده؟ فأنت هنا بيقول لك أنت شغال في الكوادرنت الأولاني والتاني، طبعا أنت ممكن تعكس اتجاه الحركة كله فتبقى شغال في الكوادرنت التالت والرابع، تمام كده؟ ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو ده دي الاوميجا بيز، وبيقول لك هنا ده الماكسيموم سبيد ليميت، وده اللي هو التاو ماكسيموم اهوت، وبيقول لك ده الباور ليميت عند الايه، عند الكونتينوس تورك، تمام كده؟ ماشي. هو المفروض مفيش حاجه تانية، خليني اسمع اتاكد ان احنا مش معايين حاجه. في بقى هنا اللي هو الكلام اللي بيقول لك ده، بيقول لك ان الماكسيموم سبيد دوت ريليتد للماكسيموم سبيد بتاعه الفيكل. يعني ايه الكلام ده؟ الماكسيمم سبيد بتاعت الموتور ريليتد بالماكسيمم سبيد بتاعت الفيكل، عشان ما ينفعش ان تبقى عربيه او ولا حاجه تمشي بسرعه اكبر من الموتور، قصدي يلف بسرعه، او العربيه تتحرك بسرعه اكبر من سرعه الموتور او العكس، علشان السرعه دي بتبقى في الاخر هتؤدي الى ايه، ان اللي راكب جوه العربيه مش قاعد مرتاح. دي اول نقطه. والنقطه الثانيه طبعا ان ممكن حاجه تتفكك، تمام كده؟ بيقول لك ان البيز سبيد دوت انت بتحددها عن طريق الماكسيمم باور اللي بيحصل عندها اند كونفرتر كان دريفر، اللي هو بيقول لك اللي هي السورس هيقدر يرجع وكده، تمام؟ فدي الاوميجا بيز، الاوميجا بيز عموما هي بتبقى الخط دوت، الخط ده اللي هو خط مين مع مين، خط الماكسيموم تورك مع الماكسيموم باور، تمام؟ بيقول لك بعد كده الموتور دوت هو اللي على اساسه بنختار التورك ماكسيموم، زي ما هنشوف دلوقتي في المثال دوت، او ممكن نمسكها دلوقتي، هاتها دلوقتي تعالى. بيقول لك بص بقى، انت دلوقتي شايف انت الماكسيمم تورك بتاعك، الماكسيمم تورك اللي هو الخط اللي على اليمين خالص ده، اللي هو الماكسيمم تورك. الماكسيمم تورك ده انت لما تيجي بتحدده هتحدده على اي اساس؟ او هتجي هو الراجل هنا بيقول لك بيقول لك الماكسيمم تورك ده انت هتحدده على اساس، انت بتختار الموتور على اساس الماكسيمم تورك. طب اختار الماكسيمم تورك على اي اساس، او الموتور ده بيجي على اي اساس؟ قال لك والله على اساس اصلا انت الشكل بتاعك عامل ازاي. لو والله كانت السبيد بتاعتك هي دي وكانت التورك بتاعك هو ده، فهتقول لي والله الباور بتاعتي هتبقى عباره عن عباره عن التورك في السبيد، صح؟ هقول لك صح. فلو جيت ضربت الاثنين دول في بعض هتلاقي ان انت بيوصل عندك الباور بتاعتك اهيت، بتوصل في لحظه بتبقى كبيره جدا، اللي هي اللحظه دي، تمام؟ بتبقى لمده قد ايه؟ لمده تقريبا ثواني. بص هي بتطلع بص هي عماله تطلع تطلع لحد ما وصلت الماكسيموم، وفي لحظتها قامت نازله. فده معناه ايه؟ ده معنى ان انت لما تيجي تشتري موتور او لما تيجي تجيب الموتور دوت، لازم تجيب الموتور دوت بيحقق ايه، بيحقق ان هو يقدر يوصل عند النقطه دي. يعني الريتنج بتاعه، الريتنج بتاع الموتور دوت هيبقى ماله، الريتنج بتاعه هيبقى عالي. فلما الريتنج بتاعه يبقى عالي، ثانيه، انت كده جبت موتور الريتنج بتاعه عالي عشان تستفيد بنقطه الريتنج دي. اللي بص اللي هو افيو اوف مينتس او افيو في افيو سكند، اللي هو بص يعني ثواني حرفيا، اللي هي النقطه دي والنقطه دي. فحرام هتشتري موتور غالي والريتنج بتاعه كبير عشان اللحظه دي، فالموضوع مش ايه مش منطقي فاهمني؟ فالموضوع مش حلو خالص. فقال لك حلو قوي الكلام ده، نعمل ايه؟ قال لك غير في الكاركترستكس. يعني ايه غير في الكاركترستكس؟ ابدا بقى قلل بقى في ايه في الكلام ده، ممكن تسقط لي من دي كده حته شويه، او تبدا بقى ان انت تزود لي في التايم، لان خد بالك السبيد ديت قصاد التايم دوت، فاللي بيجي لك هنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ديستانس، عباره عن ديستانس، صح كده؟ طيب انا دلوقتي لما اجي بدليل انت لو عملت تكامل، لو عملت تكامل على الاريا دي، فتكامل الاريا دي هيبقى عباره عن السبيد في التايم، هيبقى عبارة عن السبيد دي تي، صح؟ السبيد اللي هي عبارة عن مش عارف متر او ولا راديان بير سكند، لو ضربتها في السكند فالسكند هتروح مع السكند هيبقى لك في الاخر راديان، اللي هي ديستنس. ففي الاخر ده عبارة عن ديستنس. قال لك انا هزود في الترافلنج بتاع الايه، الترافلنج تايم، اللي هو التايم بتاع الرحلة، التايم ترافلنج، تمام؟ او الترافلنج تايم. فانت لما تزود في التايم دوت ايه اللي هيحصل؟
لما نزود في التايم. قال لك قصاد ان انا زودت في التايم انا قصادها قدرت ان انا اقلل، يعني لما زودت في التايم بتاعي قدرت ان انا ايه اقلل في السبيد. تمام، بدليل ايه؟ ان اصلا انت بتقول كده ان السبيد عباره عن ايه؟ اي سبيد في الدنيا عباره عن ديستانس على التايم، صح؟ انا بقول لك زود في التايم، ايه اللي حصل في السبيد؟ السبيد بتاعتك هتقل. فلما السبيد بتاعتك هتقل ايه اللي يحصل؟ الباور بتاعتك هتقل، فالريتنج بتاعك هيقل. تمام، فقال لك ايه؟ انا هغير في شكل الكاركترستكس بتاعت السبيد والكاركترستكس بتاعت التورك. فلما غير في شكلهم خلى شكلهم بالمنظر ده. بص هو عمل ايه؟ هو الحته الايدج اللي هنا دي هو تجنبها بان هو خلى الكيرف ده عامل كده شويه، مش عارف انت شايفها ولا لا، بس هو خلى الكيرف ايه مايل سنه صغيره. يعني بص ده كده كده هو خلاه كده، فاهمني؟ دوت بقى كده كده، لا هو ايه خلاه بس يكمل كده شويه. يعني ركز كده هنا كده، هتلاقي ركز كده في الحته دي، هتلاقي الخط الاسود نزل قبل وبعده بشويه نزل الخط الاحمر، فاهمني؟ بص الخط الاسود كده اهوت وبعده الخط الاحمر ايه اهوت، فاهمني؟ يعني واخد بالك؟ فهو ايه الفرق دوت، هو ايه هو اللي هيفرق معايا، مع كمان ان انا خليت التورك عامل ايه حاجه بالمنظر ده. فبقى حصل ضربهم، يعني حصل ضربهم في الاخر بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن حاجه بالمنظر ده. فده كده خلى الموضوع ايه اقتصادي اكتر، ان انت نزلت لي الريت. يعني تخيل كده معايا لو هنا كان الموتور مثلا 100 واط، انت لما عملت الحركه دي لما زودت بس في الترافلنج تايم، انت خليت لي مثلا البتاع ده يوصل لكام؟ يوصل مثلا ل 70 ولا 60 واط. فانت كده بدل ما كنت هتشتري موتور الريتنج بتاعه 100، بقيت دلوقتي هتشتري موتور الريتنج بتاعه 70. فطبعا ايه كده انت وفرت جامد، فاهمني؟ فده ايه ده بيقول لك، ده النقطه اللي هو كان بيكلمك فيها هنا، بيقول لك خد بالك ان التورك ماكسيمم ده انت بتختاره على اساس الموتور. تمام، وخد بالك بقى من نقطه كويسه ان انت حاول تقلله على قد ما تقدر عشان توفر فلوس. تمام كده، ده كده بالنسبه ايه بالنسبه لي النقطه ديت. اخر حاجه خالص بقى اللي هي ال بتاع الهويست ديت، يعني اللي هي شكلها عامل ازاي بقى؟ يا رب نلاقيها، مش موجوده. ماشي خلينا كده اجيبها لك، ثواني. كلين هويست، بص كده عشان تتخيل شكلها. دي اللي هي هتلاقيها موجوده في كل حاجه في الدنيا، يعني بتبقى موجوده كتير قوي حوالينا. بص دوت شكلها، او هي ديت. ثواني عاوز اجيب لك الايمج. بص كده فين بقى؟ انا عاوز بس اتخيل شكلها. اللي بص هي الرفعة دي، المهم انها بتتحرك افقي وبعد كده بتتحرك ايه رأسي، بتتحرك هوريزونتال وفيرتيكال، فاهمني؟ يا رب تبقى دي. بص هي كده نزلت اخدت الحاجة المفروض بقى تتحرك يمين وشمال، بس هي مش بتتحرك. انا عاوز اجيب لك واحدة بتتحرك يمين وشمال. يعني كان في واحدة قدامي، ايوه هي دي اللي بدور عليك عليها. بص كده هي كده بتاخد حاجة وتتحرك، تتحرك يمين وشمال وكده، فاهمني؟ هي دي فكرتها بالظبط، فهي بتتحرك هوريزونتال وفيرتيكال. فطالما هي بتتحرك، بص طالما هي بتنزل وتطلع تنزل وتطلع، يبقى هو كده بيتحرك ايه؟ يبقى انت كده بالنسبه لك التورك ثابت لكن السرعه هي اللي عماله بتتغير، صح؟ طب هو عمال يتحرك يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال، فهو كده ايه عمال بيغير في التورك بتاعه، عمال يغير في التورك بتاعه. يبقى كده ايه اللي حصل؟ يبقى كده هو دلوقتي بقى شغال في الفور دايركشنال بتاع، او قصدي الفور كوادرنت قصدي، فاهم قصدي؟ فعشان كده بيجي لك هنا يقول لك ايه الفور كوادرنت اللي بيبقى مثال عليها، يعني اللي هو ايه الهويست دوت، او اللي هي الرفعه ديت. فبيقول لك ان انت شغال في الكوادرنت الاولاني والتاني لو انت شغال فورورد، والكوادرنت التاني ده في حاله الريجنريتيف بريكنج، او في حاله ايه بقى؟ او في حاله ان انت اللي هي الامرجنسي، يعني اللي هو في حاله الطوارئ. يعني بص كده ركز معايا، خلينا ننزل هنا. بص كده هتلاقيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكلين هويست دوت بيقول لك ان دي بترفع راسي ثم حركه افقيه ثم حركه راسيه عشان ينزل. يعني هو رفع الحاجه وهي يتحرك عشان يحطها في حته ثانيه وبعد كده يبدا ينزل عشان ينزلها. قال لك هو بيعمل اللي هو وهو بيعمل هويستنج، تمام؟ فبيبقى شغال كوادرانت واحد وهو شغال لورنج يعني او بينزل، ده كده شغال في الايه في الثيرد كواد، في الثيرد كواد. تمام، بيقول لك بقى الربع الثاني والرابع، الربع الثاني ده عشان لو هو بيرفع حاجه نزل. خد بالك وهو بيرفع هو بيبذل تورك معين، تمام كده؟ فهو بيبذل التورك المعين دوت، ايه اللي هيحصل وهو بيبذل التورك المعين ده؟ هتلاقي ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان لو حاجه لو اللي هو شايله ده وقع، فايه اللي حصل؟ التورك ده لسه موجود بس في اللحظه اللي الحاجه وقعت فيها ايه اللي حصل؟ الويت خف، فهتلاقي ان سرعته في الرفع زادت قوي لان هو كان شايل حاجه ومره واحده الحاجه دي اتثابت او وقعت او اي حاجه، فاهمني؟ فبيقول لك في الحاله دي انت بتبقى عاوز تعمل بريكنج على طول، فاهمني؟ فعلشان كده البريكنج ده كان شغال في الكوادرنت الثاني، نفس الفكره بالظبط في الكوادرنت الرابع. تمام كده؟ ده كده بالنسبه لايه؟ ده كده بالنسبه لي موضوع الفور كوادرنت. تمام، خلينا بقى ايه اخد نفسي بس عشان انا تعبت قوي، وبعد كده نرجع للريكوير اللي هي ايه ريكويرد للكاركترستكس عشان دي اهم حاجه، وبعد كده بقى ايه نحل الشيت الاولاني يبقى كده خلاص خلصنا. طيب خلينا نكمل. كنا بنقول ان احنا فاضل لنا دلوقتي الايه بقى الايه بالظبط بقى ايه اللي فاضل؟
ده الستيدي ستيت تورك سبيد مش عارف ايه ده ماشي. ده بعد ما اجمع الحاجه على بعض كل ده قلناه. الريكوايرد بتاعت الدرايف، بص الريكوايرد بتاعت الدرايف انا كان يجي هنا ايه بقى قصه الريكوايرد بتاعت الدرايف دي ديت. قالك دلوقتي ان انت الراجل هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عندك ايه بقى الريكوايرد بتاعت الدرايف كاركترستكس. اول حاجه عاوزين نتكلم عليها هي السبيد كنترول، هي السبيد كنترول. بص تعالى نفهم المشكله عشان نفهم ايه، نفهم الحل بتاعها جه منين. انت دلوقتي لو انت عندك الكاركترستكس بتاعتك حاجه كده بالمنظر دوت، ده كده بالنسبه لك هو التورك، وده كده بالنسبه لك هو ايه، هو السبيد تمام. وانا بقول لك ان انت عندك الدرايف بتاعك كان درايف بالمنظر دوت، هنعمله بلون تاني. وانا بقول لك ان الدرايف بتاعك كان هو الدرايف دوت تمام، ده كده الدرايف بتاعك تمام ماشي. وانا بقول لك انا جيت دلوقتي حطيت لود، اللود ده كان حاجه بالمنظر ده، ده كده التورك بتاع اللود رقم واحد تمام. تقول لي ماشي جميل قوي، هقول لك السرعه بتاعت اللود ده كان فين. هتقول لي والله سرعه اللود ده كانت هنا اهيت، هي ايه هي القيمه ديت تمام عند التورك ده، كان اوصلك من التورك. هتقول لي والله هي ايه هي كانت السبيد ديت تمام. هقول لك انا دلوقتي لو جيت غيرت اللود، لو انا جيت غيرت اللود حطيت لود تاني على الماشين ديت، فهيبقى حاجه بالمنظر ده تمام. التورك بتاع اللود، التركي بتاع اللود رقم 2 تمام كده. غيرت اللود ايه اللي هيحصل، هتلاقي ان قصادها بقى عند حضرتك في سرعه تانية هنا، في سرعه تانية يعني دي مثلا السبيد رقم 1، دي كده سبيد رقم 2. فانا دلوقتي ايه لقيت ان السبيد بتاعتي هتتغير اكوردنج لمين، للود اللي انا حاطه. فدي حاجه مش كويسه خالص، انت لازم تبقى ليك كنترول على اللود دوت. طب ازاي يبقى ليا كنترول على اللود؟ قالك والله سهل جدا، عن طريق ان انت تعمل ايه، عن طريق ان انت تخلي لي، اقول لك تخليني ايه بالظبط. ايه رايك دلوقتي لو انا قلت لك اللود بتاعك هنا كده اهو، ده كده اللود الاولاني وده كده اللود التاني حلو كده. لما احنا كنا قلنا ان الدرايف بتاعنا كان كده، لقيت ان ده مديني سرعه هنا ومديني ايه سرعه تانية هنا، ثانيه بس نعملها ده، ده مديني سرعه هنا وده مديني سرعه هنا. فطبعا فرق السرعات ده مش حاجه كويسه، يعني المفروض ان هو ايه يبقى بيديك مثلا سرعه ثابته على ايه مهما غيرت اللود مثلا ولا حاجه، فدي مش حاجه كويسه. طب نحلها ازاي؟ قال لك والله بسيطه جدا، حاول على قد ما تقدر تخليلي التورك بتاعك او الدرايف بتاعك ماله، حاول على قد ما تقدر تخليه الدرايف بتاعك هوريزونتال على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. يعني بص هو هنا هو مش هوريزونتال دلوقتي بالظبط، بس ايه لو جيت بصيت هتلاقي ايه، هتلاقي ان ده السرعه بتاعته كانت هنا كده وده السرعه بتاعته هنا. بص السرعه قلت ازاي عشان حاولت تخليه هوريزونتال، لو خليته هوريزونتال بالظبط هتلاقي الموضوع اتظبط. فيبقى رقم واحد تحاول على قد ما تقدر ايه تخلي الدرايف بتاعك ايه السرعه بتاعته تبقى خط ايه، خط هوريزونتال كده، عشان يبقى الموضوع ايه، الموضوع تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت دلوقتي لازم يكون لك سرعات. يعني ايه سرعات؟ زي ابسط حاجه المروحه، المروحه بيكون لها سرعات اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 او 1 و2 و3 والكلام دوت. فانت لازم يكون لك سرعات، السرعات دي لما تيجي نبص لها بنبص لها على اساس ايه، بنبص لها على اساس المساعد على اساس ايه، على اساس ان احنا يعني بنخلي فيه رينج يعني عندك. يعني مثلا لو هنتكلم عن مثال على الشمال دوت او ده خليه كده، ممكن مش عارف بصراحه، خلاص خليه كده زي ما هو مش مشكله. خلينا نعمل احنا واحد تاني كده دوت كده ودوت كده تمام. وبعد كده هتدوت بتخلي ايه، بتعمل لي كده زي ايه، زي يعني بتحاول بقى على قد ما تقدر زي ما بقول لك انها تبقى هوريزونتال تمام، وتعمل لي ايه السرعات بتاعتك كده، تعمل السرعات بتاعتك كده تمام، بحيث ان انت ايه، ان انت لو عملت شكل التورك بتاعك هتلاقي مثلا شكل التورك بتاعك كده مثلا يعني. فلو جيت بصيت هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان دي تبقى هي دي الاوبريتنج بوينت عند السرعه اللي فوق مثلا، بعد كده دي الاوبريتنج بوينت الثانيه، الاوبريتنج بوينت الثالثه، الاوبريتنج بوينت الرابعه، الاوبريتنج بوينت الايه الخمسه تمام كده. طبعا ما تنساش ان ده كده بالنسبه لك هو السبيد وده بالنسبه لك هو ايه، هو التورك. فهتلاقي ان انت يعني كل ما بنقل على سرعه تانية ده كده اللي هو الرينج بتاع ايه، الرينج بتاع السبيد ده كده، الرينج بتاع السبيد بتاعي تمام كده، او ده كده اللي هو السبيد رينج تمام كده. فده كده الرينج بتاعي تمام. المفروض ان انت تقدر كمان ان انت توصله ايه، توصله لحد الزيرو يعني تمام، عشان ايه، عشان تقدر ان انت تستفيد بيه يعني تمام. هو بس بيقول لك ايه، خد بالك وانت بتنقل من نقطه للتانيه، احاول على قد ما تقدر تخلي حاجه اسمها تي دي بتايكوال زيرو، بس دي تي اللي هي تايم، يعني التي دي اللي هي ايه، اللي هي الديلي تايم، اللي هي الديلي تايم. حاول على قد ما تقدر تخليه بايكوال زيرو. ليه بقى؟ علشان انت دلوقتي يعني عشان يبقى التنقل سريع، يبقى التنقل سريع. يعني خد بالك ان انت دلوقتي انت واقف عند سرعه معينه عاوز تروح لسرعه ثانيه، يعني انت مش عاوز ايه، مش عاوز يبقى في وقت كتير رايح في ولا حاجه. فحاول على قد ما تقدر تخلي الديلي تايم بصفر تمام كده. وبيقول لك خد بالك من حاجه ثانيه، ان انت ايه، ان انت ما تعديش التورك الماكسيمم بتاعك. التورك الماكسيمم بتاعك اللي هو ايه، بيبقى حاجه مثلا بنعملها هنا كده، وده هو ده كده بيبقى التورك الماكسيمم
تمام، كل الخطوط السوداء دي بتبقى مكمله كده يعني، كل الخطوط السوداء دي بتبقى مكمله كده تمام. خد بالك ان انت ايه ما تعديش دوت. دي ما تهمناش قوي السبيد كنترول دي بصراحه، هي ما تهمناش فعلا، هو ده اللي هو كان بيكلمك فيه. ده موضوع السبيد رينج بتاعك، الماكسيمم سبيد والكلام دوت، ودول الكلمتين اللي احنا ايه قلنا، كنا بنقولهم دلوقتي تمام كده. بقى خد بالك ان ايه التورك ريكوايرد لازم يكون اقل من الايه التورك ليميت بتاعك على الكنترولر بتاعك تمام، اللي هو ايه اللي هو الحته دي اللي هو الماكسيمم تورك. ماشي ماشي، خلينا بقى نتكلم عنها. طبعا في السبيد ريجوليشن طبعا انها بتحاول على قد ما تبقى قليله، اللي هو عباره عن النو لود عند السبيد ناقص الفول لود عند السبيد، السبيد قصدي السبيد عند النو لود ناقص السبيد عند الفول لود مقسومه على السبيد عند الايه عند الفول لود تمام. ده برضو ايه نقطه تبقى عارفها يعني، اللي هو السبيد ريجوليشن. كل دي حاجات يعني عديها. ده الكنترول سيتنج اللي هي السرعات بتاعه الموتور تمام، كل ما بتنزل كده كل ما السرعه بتاعتك ايه، كل ما السرعه بتاعتك عماله بتقل تمام. اللي يهمنا بقى قوي بقى هو ايه حته الستيدي ستيت ستابيليتي. الستيدي ستيت ستابيليتي اللي هو دي بقى هي اهم واحده، ودي اللي الشيت كله فيها اصلا. ايه بقى فكره الستيدي ستيت ستابيليتي؟ قال لك الستيدي ستيت ستابيليتي كل فكرتها ان انت تخلي السيستم بتاعك ستيبل، او الستيدي ستيدي ستيت ستيت ستابيليتي. ماشي، ايه بقى قصه الستيدي ستيت ستابيليتي دي؟ قال لك ان انا دلوقتي لما يحصل اي اوسيليشن اقدر ارجع للاوبريتنج بوينت بتاعتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي كيرفات بالمنظر دوت، ومثلا ده هو الدرايف وده كده هو كيرف اللود، فالنقطه دي هي دي نقطه ايه الاوبريتنج بوينت بتاعتي تمام. لو حصل اي اوسيليشن وانا زدت عنها، زدت مثلا هنا كده، بقيت لقيت نفسي واقف هنا مثلا كده فجاه، فايه يحصل لي ديسيليشن عشان انزل تاني وايه وارجع للاوبريتنج بوينت. ده معنى ايه الستيدي ستيت ستابيليتي، او ده اللي احنا عاوزين نوصله تمام كده. قال لك لا، عشان يحصل الكونديشن دوت لازم دايما ال دي تاو ال على الدي تي يبقى مالها بقى، تبقى او الدي اوميجا قصدي، تبقى مالها لازم دايما تبقى اكبر من الدي تي اي باي الدي اوميجا. لازم الشرط دايما دايما يتحقق تمام. تعال نفهمه بالراحه، ناخد مثالين واصلا خلاص دي اخر حاجه كده خلاص، يعتبر ايه خلاص، لو فاضل حاجه صغيره بعدها وخلاص. بص كده معايا، هو دلوقتي الراجل عمل لك ايه؟ عمل لك المثال ده كده والمثال ده كده تمام، وبيقول لك والله ده كده بالنسبه لي التورك المفروض، ثانية بس اتاكد منها، لا السبيد، هو انا حاطط لك السبيد تحت هنا السبيد، وده كده بالنسبه لك ايه هو التورك تمام. ماشي كويس جدا. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك والله يا ابني انا دلوقتي حطيت لك ايه، خليت لك ده هو التورك بتاع الاي، وده هو التورك بتاع اللود تمام. ونفس المثال ده كده بالظبط بالظبط حطه ايه، حطيته هنا كده تمام. بس ايه، بس كل اللي انا هعمله ان انا هبدل بس الاثنين دول، مين فيهم ستيبل ومين فيهم مش ستيبل. تعال نفهمها بالراحه. انت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ قال لك عشان تفهمها بالراحه زود السرعه، زود السرعه. فين اصلا الاوبريتنج بوينت؟ هتقول لي الاوبريتنج بوينت هي اللي هنا وهي اللي هنا تمام. خد زود السرعه، لما تزود السرعه هيبقى ايه، هيبقى حاجه هنا كده وهتبقى حاجه هنا كده. تعال بقى نفكر بالراحه، تعال نفكر بالراحه. امسك لي في البتاع اللي على اليمين دي الاول، اللي هي اللي هنا دي، امسك ايه، ركز كده فيها معايا. انا دلوقتي لو انا واقف هنا السرعه زادت فجاه، هل السيستم هيرجع للاوبريتنج بوينت ولا مش هيرجع للاوبريتنج بوينت؟ نعرفها ازاي؟ فكر بالراحه، انهي تورك اكبر عند النقطه دي، التورك دوت ولا التورك ده؟ هتقول لي والله التورك اللي فوق اكبر، يعني التورك بتاع ال ال هو اكبر من التورك بتاع الاي تمام. التورك بتاع اللود اكبر من الايه، من الانديوسد تورك. الانديوسد تورك ده اللي هو هيجي لك من الموتور من الاخر، اللي هو الالكترومغناطيك تورك، ده اللي هيجي لك من الموتور. يعني انا بقول لك التورك بتاع اللود اكبر من تورك الموتور، تورك الموتور ده هو اللي بيحرك اصلا، فاهم حاجه؟ يبقى ايه اللي هيحصل لما يبقى تورك اللود هو اكبر من تورك الموتور؟ يبقى يعني انا بقول لك الموتور اتقفل، تورك اللود اكبر من تورك الموتور، يعني كان افهمها كده ان الموتور اتقفل. فلما الموتور اتقفل يبقى ايه اللي هيحصل؟ اكيد 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 هيحصل ايه، هيحصل ديسيليريشن اكيد. فايه اللي هيحصل؟ تبدا ان انت ترجع كده، احس ان انت ترجع ايه، ترجع على الاوبريتنج بوينت بتاعتك، بحيث ان انت ترجع على الاوبريتنج بوينت بتاعتك. فعشان كده ايه دوت هيبقى ايه دوت كده بالنسبه لنا هيبقى ستيبل، ده كده بالنسبه لنا هيبقى ستيبل. لكن لو جينا الناحيه الثانيه وجينا كده بصينا على النقطه دي مقارنه بالنقطه دي، هتلاقي ان التورك بتاع الاي اللي هو تورك الموتور يعني هو اكبر من تورك اللود. يعني الموتور هيفضل شغال، وانت بعيد، تعرف يعني ايه؟ يعني يحصل اكسلريشن اكتر. يعني ايه؟ انت حضرتك هتبدا تبعد اكتر واكتر، هتبدا ايه، هتبدا ان انت تبعد اكتر واكتر. ففي الحاله دي انت ايه، ما بقتش ستيبل خالص، يبقى ده كده بالنسبه لك ان ان ايه ان ستيبل تمام كده، ان ستيبل تمام. دي طريقه. في طريقه ثانيه ممكن تعمل بيها برضو، بس ما يعني اللي انا قلت لك دلوقتي دي هي الطريقه اللي هتحل لك كله. في طريقه تانية ان انت تقعد تجيب الاسلوب. يعني ايه تجيب الاسلوب؟ يعني نقعد بقى امشيها بقى، بس ايه يعني مش عاوزين بصراحه نقعد نعملها. المهم يعني لو عاوز تعملها يعني خد لك كده خط عند الاوبريتنج بوينت، خد لك كده خط ايه
خد لك خط فيرتيكال كده هوريزونتال قصدي، تمام، واحسب كده السلوب. فانت لو جيت بصيت كده هتلاقي ان السلوب دوت ده كده التورك بتاع التاو ال، تمام، هيطلع ايه؟ هيطلع الانجل دي، خدها باي باي حاجه، هي كده هتطلع موجبه اصلا انها في الربع الايه، في الربع الاول. وخد لي الانجل السلوب بتاع الانجل بتاع التورك انديوزد، فلو جيت خدت كل ده هتلاقي ان ايه، هو وصل في الربع الثاني. عارف يعني ايه التورك انديوزد؟ ده كان شغال في السكند كواد، يعني الانجل بتاعته هتبقى سالبه، يعني السلوب السالب. فانا بقول لك هو الستوب بالسالب، الستوب ده هو ده اللي ايه، اللي هو الريت اوف تشينج يعني. فلما يبقى الستوب بالسالب واحد تاني والتاني بالموجب، يبقى مين اكبر؟ لو كده بصيت هتلاقي ان ده الاكبر، لان ده هو ده الموجب. يعني انا بقول لك ان الدي تي ال باي دي اوميجا هي اكبر من الدي تي اي باي دي اوميجا، يبقى انت ايه بقى الكونديشن متحقق هنا. طبعا لو جيت عملت نفس القصه الناحيه التانيه هتلاقي ايه، هتلاقي برده مظبوطه، هتلاقي ان دوت بيجيب لك ان ده موجب اهوت. حتى اهو لو عملت كده خط افقي كده وطلعت كده، هي الانجل صغيره، فده كده هيجيب لك ستوب موجب. ولو اخدت الحد اللي هناك ده اللي هو التورك بتاع اللود هتلاقي ايه، هتلاقي بيطلع بالسالب. فهنا هنا مين اكبر؟ هنا هتلاقي دوت كده اكبر من دوت كده، فيبقى دوت ايه، يبقى دوت مش ستيبل، يبقى دوت مش ستيبل. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه واللي هي بقى لو انت عاوز تليسها يعني، اللي هو ايه، بس دي يعني خد بالك دي بتنفع في حاجات ما بتنفعش في حاجات، فما تعملش كده. زي ما قلت لك احسن طريقه تعمل بيها شد خط وشوف السرعه، شد خط بعد الاوبريتنج بوينت واحسبها زي ما حسبناها كده مع بعض في الاول خالص. في طريقه ثانيه اللي هو لو ترك اللود هو اللي فوق يبقى ده هيبقى ستيبل، لو تورك الالكترو الالكترو ميكانيكال هو اللي فوق، او الالكترو ماجنتيك قصدي هو اللي فوق، يبقى ده هيبقى ان ستيبل. تمام، خلينا نشوف بس ايه الحاجات الثانيه ونشوف السايت فيها امثله كويسه قوي في الحاجات دي. دول المثالين اللي كنا بنتكلم فيهم. بص في المثال دوت سيبه، علشان المثال دوت الدكتور كان قال ان هو دوت متبدل مع دوت فهيبقى فيها لخبطه يعني بسبب فيه حاجه، فدي بس سيبها دلوقتي يعني، لان انت اصلا هتلاقي في حاجات كتير بايظه. يعني انت ممكن تحاول تعملها بطريقه تانية، تقول ايه، تقول ان انت لو مشيتها بالاسلوب يعني، فهتلاقي اللي عند اللود الاولاني لو طنشت يعني الخط ده، الخط ده كده كده مش موجود، بصيت على الموتور دوت مع اللود دوت، لو جيت بصيت على الاتنين دول مع بعض وجيت مثلا زودت لي السرعه وجيت مثلا زودت السرعه، فلو جيت زودت السرعه هتلاقي السرعه لما تزيد بقت حاجه كده مثلا، تمام. فالسرعه لما تزيد هتلاقي نفسك واخد نقطه هنا مع نقطه هنا، فهتلاقي ال اللي عندك وده الام. فانا بقول لك السرعه زادت، يعني انت عاوز تهدي عشان توصل للسرعه عشان ترجع يعني للسرعه الاصليه بتاعتك. فهتلاقي ان ايه، هتلاقي ان كده فعلا الموتور اتطفى، لان التورك بتاع اللود اكبر من التورك بتاع الموتور. فيبقى ايه، فيبقى انت كده بالنسبه لك ايه، يبقى انت كده بالنسبه لك تي واحد ده ستيبل، ده تي واحد ده كده ستيبل. بالنسبه للتانية بقى انت لو حاولت تجيبها هتلاقي ان فيها بس مشكله يعني صغيره، ان هي مش بتظبط يعني، هتلاقي ان هي فيها مشكله انها مش بتظبط، تمام كده، هتلاقي ان فيها مشكله ان هي مش بتظبط. فانت لو حاولت تجيبها مثلا بالسلوب مثلا كده، مش عارف انت هتجيبها ازاي يعني، بس بص كده، انت لو حاولت تجيبها بالسلوب هتلاقي ان مثلا عندك التي ام كده، ده كده الستوب بتاعه. لو اخدت يعني عملت حاولت تعمل تانجنت عند النقطة، ثواني، لو حاولت تعمل تانجنت عند النقطة عند الاوبريتنج بوينت هنا كده، فهتلاقي ده كده ايه بتاع تي ام. ولو حاولت تعمل تانجنت عند اللود هتلاقي بتاع اللود عامل كده. فطبعا هتلاقي ايه، هتلاقي ان كده مين اكبر، هتلاقي ان تورك الام او الستوب يعني بتاع تورك الام بتاع تورك الموتور يعني، هتلاقيه هو اللي اكبر من الستوب بتاع التورك بتاع مين، بتاع اللود. تمام، عرفت منين؟ من الـ من الـ كل ما الزاويه تزيد كل ما النيجاتيف، كل ما النيجاتيف بتاعها هيزيد، خصوصا انها في الربع الثاني. فدوت كده هتلاقيه باظت. ليه؟ لان هو المفروض ده كمان يطلع ستيبل، المفروض يعني الاجابه الصح ان ده يطلع ستيبل. فطبعا ستيبل ازاي من الرسمه، فانت لو جيت عكست المحاور هتلاقي الموضوع بيميك سنس شويه يعني، فاهمني؟ بيميك سنس ازاي؟ لان انت تعالى كده عكس معايا المحاور، هي دي الغلطه اللي بقول لك عليها في السلايد يعني، عشان كده بقول لك دي سيبها دلوقتي، اعكس كده المحاور، تخيل معايا ان ايه، انها العكس دوت كده، تخيل معايا ان ده الترك، تخيل معايا كده ان ده الاوميجا، هتلاقي اللي هيحصل لما تزود السرعه، فانت كده زودت السرعه هنا اهوت. فهتلاقي في كل الاحوال انت كده مزود سرعه في كل الاحوال ايه، سواء كان لود واحد او كان لود اتنين، هما الاتنين هيبقوا اكبر من الموتور، فانت زودت سرعه فبقى ده ستيبل، ده ستيبل خلاص، فاهم؟ خلصت، هي المفروض تخلص فعلا بالنظر كده، مش لسه هتقعد تفكر، فاهم قصدي؟ فهي المفروض تبقى كده. عشان كده بقول لك هنا المساله دي او دي بالذات يعني، استنى بس نتاكد بس منها، هل محاورها مظبوطه ولا محاورها غلط. بس غالبا ان الدكتور قال ان محاورها غلط، بدليل ان هو هنا هتلاقي حاطط لك التورك فوق والسبيد تحت. لو جيت بقى بصيت على دي هتلاقيها معاكس، حط لك السبيد فوق والتورك تحت، فاهمني؟ اهو التورك تحت هنا وهنا السبيد هي اللي تحت. فاللي هي عشان كده بقول لك ايه يعني، دي بالذات اسكيبها دلوقتي يعني. لو جينا بصينا على دول برضو كده سهلين كده، تعال نشوفهم بسرعه. طبعا بقى بالطريقه البسيطه اللي بقول لك عليها، بص مين فوق هنا، هتلاقي التورك تورك اللود اكبر من تورك الموتور، تورك اللود اكبر من تورك الموتور، تورك اللود اكبر من تورك الموتور، يبقى كل دول ستيبل، او كل دول كده تمام ستيبل. هنا تورك الموتور اكبر من تورك اللود، تورك الموتور اكبر من تورك اللود، تورك الموتور اكبر من تورك اللود، يبقى كل دول مش ستيبل، تمام. دي طريقه اللي هي ايه بالفهلوه يعني، وما تعملهاش يعني، انا بقول لك ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. في طريقه ثانيه اللي هو تعمل ايه، اللي هو شوفها بالاي بي، شوفها زي ما بقول لك بتزود سرعه، فخد بالك انا هزود سرعه، زودت سرعه هنا، فلما زودت سرعه هنا ايه اللي حصل؟
تورك اللود اكبر من تورك الموتور، فيبقى ايه؟ يبقى انت دلوقتي الموتور اتقفل، زود سرعه، زودت سرعه، ايه اللي حصل؟ تورك اللود اهو اكبر من تورك الموتور، لان خد بالك ده التورك اكسس، فده كده الموتور اتقفل، فيبقى انت كده ستيبل. تزود سرعه، زودت سرعه اهو، تورك اللود اكبر من تورك الموتور، يبقى ايه؟ يبقى انت كده ستيبل. زود سرعه هنا، لما زودت سرعه اه ده بص ده النقطه دي اللي هو تورك الموتور، ها تورك الموتور ماله اكبر من ايه؟ من تورك اللود. لا ده انا زودت السرعه الموتور فضل شغال، او ده بالعكس، ده انا لما زودت سرعه تورك الموتور فضل شغال، اي الموتور اشتغل اكتر واكتر، يبقى بالتالي ايه اللي هيحصل؟ يبقى بالتالي العربيه هتفضل ماشيه، ودي طبعا هتبقى مشكله، فاهمني؟ زود سرعه هنا، لما زودت سرعه لقيت تورك الموتور اكبر من تورك اللود، زود سرعه هنا تورك الموتور اكبر من تورك اللود، يبقى كل ده ايه؟ مش ستيبل، يبقى ده ستيبل وده مش ستيبل. طبعا المنظر ده اول ما تشوفه يبقى على طول انت ايه مش قادر تحددها، اللي هي بتقول عليها ان ايه اللي هو يعني indeterminate، تمام كده؟ ماشي، ده كده بالنسبه للموضوع دوت. بعد كده اخر حاجه بقى السبيد تشينج، بتغير ازاي التشينج بتاعتك. بص انت دلوقتي لو انت عندك ده، فاكر لما كنت بقول فوق، حاول على قد ما تقدر تخلي السرعات بتاعتك تبقى هوريزونتال، اللي هو الصوره دي، تمام؟ خلينا هوريزونتال خلاص، وخدنا في اعتبارنا الماكسيموم تورك، تمام؟ انا بس عايز اجيبها من ال، وكمان اخدنا في اعتبارنا ايه؟ وكمان اخدنا في اعتبارنا الماكسيموم تورك. فلما عملنا كده، طلع لنا الرسمه دي، رسمنا التورك بتاع اللود، التورك بتاع اللود بتاعنا اهوت، هو ده التورك بتاع اللود اهوت، ده التورك بتاع اللود، تمام؟ وحطينا السرعات بتاعتنا دي، مثلا ايه ده هنا كده الخط ده لما كانت السرعه 200 ار بي 200 راد بير سكند، هنا لما كانت السرعه 400 راد بير سكند، هنا لما كانت السرعه 600 راد بير سكند، هنا لما كانت السرعه 800 راد بير سكند، هنا لما السرعه كانت 1000 راد بير سكند، تمام؟ كل ما تطلع كل ما السرعه بتزيد. طب انا دلوقتي يا باشا شغال عند الايه؟ النقطه رقم واحد، انا دلوقتي شغال عند النقطه رقم بي واحد دي، عاوز انزل، عاوز اقلل السرعه لحد بي رقم 2، دي قصه ثانيه خالص. احنا دلوقتي بنتكلم في السبيد تشينج، يعني احنا في الاول اتكلمنا عن مين؟ في الاول خالص اتكلمنا على السبيد كنترول، بعد كده اتكلمنا على الاستابيليتي، ودلوقتي بنتكلم عن قصه ثالثه خالص اسمها ايه؟ اسمها السبيد تشينج، يعني هي ثلاث قصص يعني، فاهمني؟ كل دول اللي هم تحت عنوان ايه؟ كل دول تحت عنوان الريكوايرد بتاعت الدرايف كاركترستكس، تمام كده؟ طيب خلينا نمسك السبيد تشينج. انا بقول لك انت شغال عند سبيد رقم واحد بي واحد، عاوز تنزل عند بي 2، قال لك والله عندك كذا اوبشن. الاوبشن الاولاني ان انت ايه؟ هتبدا ان انت تعمل ايه؟ هتبدا ان انت هتعكس الدرايف بتاعك. لما بتعكس الدرايف بتاعك يبقى انت شغال، فانت اتحركت من التورك الموجب لحد ما وصلت لايه؟ للتورك بالسالب، وقمت نازل، لان انت ماشي دلوقتي على التورك اللي بالسالب، وبعد كده قمت ايه؟ اول ما لحد ما وصلت عند النقطه دي اللي هي السبيد ب 200، لان انت هدفك ايه؟ تنزل من بي 1 لبي 2. اشمعنى البيهات دي؟ اشمعنى هنا؟ عشان تقلل سرعتك من 800 ل 200، كانك مشغل المروحه على 3 عاوز تقللها لواحد. فانت بتعمل ايه؟ هو ده بيقول لك ده اللي بيحصل. قال لك الحاجه الاولانيه ان انت ايه؟ تمشي كده تجيب التورك بالسالب، فلما التورك يجي بالسالب يقوم نازل لحد ما يوصل للماكسيموم، يعني اللي هو التورك ماكسيموم بس بالسالب، تمام كده؟ وبعد كده ايه؟ اول ما يوصل عند السبيد، طبعا هو يفضل ايه؟ التورك يعني انت عاوز تقلل في التورك، فالتورك ماشي كده، التورك عمال بيقل، لان اصلا ده الايه؟ التورك اكسس، لحد ما وصل للماكسيموم للليمت بتاعه. اول ما يوصل للليمت بتاعه هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يقلل في السرعه، فبدات السرعه تقل، وهو كل ده شغال عند ايه؟ عند التورك ماكسيمم بالسالب، لحد ما يوصل للسرعه اللي انت عايزها. اول ما يوصل للسرعه اللي انت عايزها ابدا ايه؟ اعكس اتجاه التورك. فلما تعكس اتجاه التورك تبدا ان انت ايه؟ تمشي كده، تبدا ان انت تمشي كده لحد ما توصل ايه؟ للاوبريتنج بوينت بتاعتك. فين الاوبريتنج بوينت؟ اللي هو ايه؟ اللي هو خط السبيد بتاعك دوت مع مين؟ مع التورك ايه؟ التورك بتاع اللود بتاعك، اللي هو التورك بتاع اللود. حلو الكلام؟ تقول لي حلو الكلام. دي الاولانيه. يقول لك طريق تاني، طب خد بالك الطريق ده انا عملت ايه؟ انا عكست اللود، بس ايه؟ عكست التورك خالص، يعني خليته يمشي من الاوبريتنج بوينت دي لحد الليمت بتاعه. يجي واحد تاني يقول لك ايه؟ يقول لك طب انت كان ممكن تعملها بطريقه تانيه. اقول له ايه هي الطريقه التانيه؟ يقول لك انت كان ممكن ترفع السبلاي. ثانيه، هو ايه اصلا اللي محافظ على ان التورك شغال هنا؟ ان السبلاي موجود. انت لو رفعت السبلاي عارف ايه اللي هيحصل؟ تخيل معايا ان انت سايق عربيه، ومره واحده عربيه ماشيه، ومره واحده انت يعني رفعت رجلك من على البنزين والفرامل، ايه اللي هيحصل؟ هي هتفضل ماشيه شويه وبعد كده هتقف لوحدها، يعني لان انت مش بتديها عزم دلوقتي، فاهمني؟ طيب عاوزك تتخيل معايا ان انت معاك كوره، والكوره دي انت سايبها بتتحرك كده، فعلى الترابيزه ولا حاجه، تفضل تتحرك شويه وهتقف لوحدها. هي دي نفس الفكره بالظبط. انا لو رفعت السبلاي، ايه اللي هيحصل؟ انا هبدا امشي 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 لحد ما اوصل ليه؟ عند اللي هو ايه؟ عند النوت اللي هو النو تورك، مفيش تورك اصلا. بعد كده ابدا انزل لحد ما اوصل عند السرعه اللي انا عايزها اللي هي 200، بعد كده ابدا ارجع السبلاي تاني، فاعمل كده، تمام؟ دي الفكره. لكن الفكره ان انت توصل التورك للسالب، وبعد كده تنزل، بعد كده ترجع التورك تاني بالموجب، دي كانها فكره ايه؟ ان انت عايز العربيه تقف، فانت عملت ايه؟ عملت ان انت بص انا فاهمها لك موضوع العربيات ده عشان تفهمها، تفهم الفرق ما بين الطريقين. انت لو معاك عربيه كده، العربيه اهي، تمام؟ العربيه دي انت ماشيه بسرعه 100، انت عاوز تخليها تمشي بسرعه 20، هتعمل ايه؟ قدامك طريقين، انت هنا كنت دايس بنزين، هنا كان دايس بنزين، فالعربيه ايه؟ يعني مثبت السرعه هنا على 100، تمام؟ انت عاوز تنزلها من 100 ل 20، تعمل ايه؟ قال لك قدامك طريقين. الطريق الاولاني سيب رجلك من على البنزين بس ما تلمسش فرامل،
شيل رجلك من على البنزين بس ما تلمسش فرامل العربيه، كده كده سرعتها هتقل ان انت مش بتحرق بنزين، ما انت دوست البنزين دي اول ما بتلمسها كده انت بتحرق بنزين، فانت لو رفعت رجلك من عليها هي العربيه ماشيه، هي بتحرق بنزين اه بس ايه، بس خلاص هي ماشيه مع نفسها دلوقتي تمام، فسرعتها هتفضل تقل 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 بسبب بقى الفريكشن بقى والريزيستنس بتاعت الهواء ومش عارف ايه ومش عارف ايه وكل الكلام ده، هتبدا تقل لحد ما تنزل ل 20. حلو الكلام، حلو الكلام، هتاخد وقت، الوقت ده هيبقى كبير تمام. واحد تاني قال لك ايه، قال لك انا عاوز انا انزلها من 100 ل 20 هدوس فرامل، فانت لما تدوس فرامل هوب السرعه هتنزل لحد ما هو عينه كده على المؤشر بتاع السرعه دوت، اول ما قربت مثلا من ال 40 ولا حاجه بدا ايه، بدا يشيل رجله مع الفرامل وسبب العربيه ماشيه لحد ما توصل ل 20، او سيبك من الحته دي هو داس فرامل لحد ما نزلت من 100 ل 20، فاني اسرع ده برضه هياخد وقت، اني اسرع اكيد ان هو لما يدوس فرامل هيبقى ده الاسرع وده الاحسن، فاهمني؟ هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه. فهم دول الطريقين اللي قدامك، طريق ان انت وانت شغال على نقطه تدوس فرامل فانت ترجعه كده على السائل لحد ما تاخد السرعه اللي انت عايزها، بعد كده تبدا تثبت سرعتك عند السرعه اللي انت عايزها، يبقى انت كده اتحركت، او ان انت ايه ارفع سبلاي وسيب العربيه ماشيه لوحدها او سيب الموتور شغال لوحده لحد ما هو يوصل عند النو لود، فساعتها السرعه هتقل لحد ما يوصل للسرعه اللي انت عايزها، بعد كده ابدا ايه ابدا ارجع، فاهمني؟ ابدا ايه رجع السبلاي، يعني دول الطريقين. طبعا انا احسن ان انت ايه تدوس فرامل او ان انت ايه توصل للليمت بتاع التورك بالنيجاتيف، علشان ايه، عشان هتوفر وقت والحاجات دي كلها، فاهمني؟ نفس القصه برضه لو انت ايه عاوز تنزل لبي 3، نفس القصه بالظبط، هتمشي ازاي؟ هتمشي بقى من هنا، هتمشي بقى كده من هنا تمام، وبعد كده تنزل هنا، وبعد كده ايه تمشي كده لحد ما توصل لبي 3، فاهم حاجه؟ ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لي النقطه دي. بس ده اللي هو ازاي بقى بعمل تشينج في السبيد، يعني ده ازاي بعمل تشينج في السبيد. وزي ما بقول لك حاول على قد ما تقدر طول ما انت شغال تشتغل على الليمت بتاعت التورك ايه، عشان هي بتحافظ على الوقت والانرجي وكل حاجه، وهي بتعتبر اسرع، فايه الليمتس دي حاول تستخدمها على قد ما تقدر، يعني لو زي ما بقول لك كده لو انت عاوز تتحرك من بي 1 لبي 2 استخدم الليمتس، اول حاجه فكر فيها ازاي استخدم الليمتس تمام. ودي ايه، دي القصه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، واحنا كده خلاص خلصنا شرح، فضلنا ان احنا ايه شرح، خلينا بقى نشوف بقى ايه الشيت. فهو اول سؤال في الشيت بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت عندك الكتريكال درايف سيستم اللي ما هيبقى موجود في فيجر رقم 1، بيقول لك هو بيحتوي جواه الموتور يعني والبولي والريجيد بيلت والستيج اللي موجود، بيقول لك الموتور ده بيتحرك على الستير على الستيج في في الاثنين دايركشن بتاعه، يعني او في اي دايركشن، بيقول لك بقى وضح لي الموشن بتاعت السيستم دي. فهو والله هتيجي كده تحت تاخد الصورة ديت، هي مسألة بسيطة جدا، تاخد الصورة دي كده وتحطها هنا وتبدأ تحل. هو بيقول لك ايه الراجل، بيقول لك ايه، بيقول لك انا دلوقتي عايز ده كده الشيت اول مسألة، ده كده الشيت بتاعك اول مسألة، ده كده الشيت اول ما ايه اول مسألة تمام كده ماشي ده الفل. انت دلوقتي لو جيت بصيت هتلاقي ايه، هتلاقي دلوقتي ان انت هو بيقول لك وضح لي الاوبريشن بتاعت الموتور، فالاوبريشن بتاعت الموتور دي عشان توضحها توضحها ازاي، تلاقي الموضوع سهل جدا، كل اللي انت هتعمله ان انت ايه تعمل بس خط هنا كده وتعمل خط تاني هنا كده تمام، وتبدا بقى ان انت ايه تتكلم تمام، تقول لي ايه، تقول لي والله مثلا انا ايه هفرض ان ده كده ثواني، هفرض ان ده كده الموجب التورك الموجب، وهفرض ان ده كده ان هي دي كده ايه الاوميجا، بس كده بس كده، وهو كده حرفيا خلاص المساله اللي بتاع كله خالص. فتيجي في اول واحد ده تقول لي ايه، تقول لي ان ده كان اسمه الفورورد موتورنج، هيبقى عنده الاوميجا بالموجب، هيبقى عنده التورك بالموجب، هيبقى عنده الباور بالموجب، هيبقى عندك الباور عندك ماشيه من الموتور لحد ايه لحد اللود، ده كده الباور بتاعك تمام. ده كده اول واحده. طب الثانيه اللي هو البتاع الثاني دوت هيبقى عامل ازاي، هتقول لي والله في الثاني، بس احنا ممكن بقى ايه نعمل حاجه كده ثواني، ممكن نخلي ده كده بالاسود كده وكده، ده كده الترك والاوميجا تمام. ممكن التانية نعملها مثلا باللون دوت، هتلاقي ان في التانية طبعا ما تنساش ان دوت برضو ايه دوت كده بالنسبة لك هو ده الترك، وهو ده كده بالنسبة لك هو ده كده ايه الاوميجا. التانية هتخلي برضو الترك بتاعك هو بقى اللي هيبقى كده، بس الاوميجا بتاعتك ايه، الاوميجا بتاعتك لسه موجبه، فيبقى هنا عندك ايه الاوميجا موجب، هيبقى عندك التورك هو اللي بالسالب، هيبقى عندك الباور بتاعتك بالسالب، والبتاع بتاعتك الباور بتاعتك ماشيه من اللود لحد ايه لحد الموتور تمام. ده اللي هو الفورورد ايه الفورورد بريكنج تمام. طب في النوع التالت خد بالك في كل الحالات دي انت كنت ماشي ايه، انت كنت ماشي كده تمام. طب تعالى بقى نعكس بقى المره دي ايه، المره دي انا هبدا امشي كده، فلما ابدا امشي كده هعمل ايه، اول حاجه هخلي التورك كده واخلي كمان البتاع ده كده اللي هو الاوميجا، يبقى التورك كده والاوميجا كده، فهنا ايه اللي هيحصل، التورك بتاعك هيبقى بالسالب والاوميجا بتاعتك هتبقى بالسالب، وبقت الباور بتاعتك بالموجب، بقيت انت كده شغال ايه، بقيت انت شغال كده اللي هو ريفرس موتورنج، ده كده انت شغال ريفرس موتورنج تمام، وانت شغال من الموتور للود اللي هي الباور بتاعتك يعني تمام. طب مش ده كده ايه الربع التالت، طب الربع الرابع ممكن نعمله باللون الازرق، هتلاقي ان الربع الرابع انت هتخلي لي التورك بتاعك هو اللي موجب بس، ده كده التورك بتاعك موجب بس الاوميجا بتاعتك ايه، الاوميجا بتاعتك هي اللي سالبه، فده كده الربع الرابع اللي هيحصل فيه
اللي هيحصل فيه ان الاوميجا بتاعتك هتبقى سالبة. ممكن نبدأ بالترك، ان الترك بتاعك هيبقى بالموجب، تمام، والترك بتاعك موجب، والاوميجا بتاعتك سالب، والباور بتاعتك سالب، والبتاع البتاع دي ماشيه من اللود لحد ايه، لحد الموتور الباور بتاعتك، تمام. ده كده اول سؤال في الشيت، مفيش فيه اي حاجه. طيب تعالى نشوف تاني سؤال، بس نشد خط. ده كده اول سؤال، ماشي. تعالى نشوف تاني سؤال. تاني سؤال بيقول لك ان انت عندك شويه اشكال. انا كده نطلع بص، هيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عندك ايه شويه اشكال اللي هو فيجر 2، بيقول لك كومنت على الاستابيليتي فيهم كلهم من اول ايه لحد اتش. تعالى كده ايه، ناخدهم واحده واحده. تعالى ناخدهم واحده واحده. تعالى هات ده، احنا ممكن نقعد، طب ثواني هحطهم كلهم واجي لك تاني عشان بس ما نضيعش وقت. طيب خلينا نشوف انا خلاص حطيت لك الصور اهيت، خلينا بقى نشوفهم دلوقتي. احنا عايزين نشوف مين فيهم ستيبل ومين فيهم مش ستيبل على اساس النقط اللي هو مديها لك. طيب الموضوع بسيط جدا، قلت لك كل اللي انت هتعمله ان انت تزود سرعه وتشوف كده، وتشوف بالراحه كده يعني ايه، تسمي الله كده وتشوف بالراحه. فتعالى كده نزود سرعه فيهم كلهم ونشوف اللي هيحصل ايه. ثواني، تعالى كده نزود سرعه. انت والله هنا دي كده الاوبريتنج بوينت بتاعتك، انت شغال دلوقتي على الحته ايه ديت، تمام. فدي الاوبريتنج بوينت اللي هي باللون الاحمر، زود سرعه، ده كده الاكسيس بتاع السرعه، زود سرعه. فلما زود سرعه انا زودت السرعه هنا، تمام. تعالى نشوف الترك، انا لقيت في ترك هنا كده اهوت، وفي ترك تاني اهوت هنا كده، تمام. طبعا مين اكبر من التاني، خد بالك ان انت شغال في السكند كوادرانت، فانت شغال بالسالب. فهنبدا كده ناخدهم كده بالراحه. الترك دوت اللي هو اللي ماشي على الخط دوت اللي هو ترك ايه، التي اي. فالنقطة دي كده دي نقطة التي اي، تمام. والترك التاني اللي هو دوت كده مثلا دوت، ده مش مثلا اللي هو دوت يعني، ده كده ترك تي ال، الترك لود. فلو جيت كده بصيت، انا دلوقتي بسألك سؤال، مين اكبر التي اي ولا تي لود؟ هتقول لي مين، انت شايف مين اكبر؟ هتقول لي التي اي اكبر من التي لود، تمام كده. يبقى اول واحد ده ايه، مش ستيبل. يبقى اول واحد ده كده هتقول لي كده ده ان ستيبل، ان ستيبل، تمام كده. ده كده الاولاني، تمام. خلينا بس نمسح بقى كل دوت، تمام كده. يبقى ايه، يبقى بمنتهى البساطه كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا ايه، اول حاجه احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا زودنا السرعه. فانت زودت لي السرعه، يبقى عملت كده، لقيت عندك التورك دوت، ده كده تورك مين، تورك تي اي، ودوت كده لقيت ده كده تورك مين، التي ال. بس يبقى هو كده ايه، مش ستيبل. ادي كده دي كده الاولى. بس انا بس عاوزها بس معلش تبقى كلها بنفس اللون عشان ايه، هنقعد نلون دلوقتي. ممكن نعمل دي كده، تمام. ادي كده دي كده ايه، اول واحده. طيب تعالى كده هات اللي بعدها، النقطه رقم بي. فين النقطه رقم بي؟ النقطة رقم بي خلينا نعملها كده، هتلاقي ايه ان انت عندك دي كده، هي دي الاوبريتنج بوينت، تمام. وهي دي كده الاوبريتنج بوينت، فانت عاوز تزود سرعة. تزود سرعة يعني ايه؟ يعني مثلا تبقى هنا كده، تمام، هنا كده اهو، هنا كده، تمام. فانا لما زودت سرعة ايه اللي حصل؟ لقيت ان انا عندي حاجة هنا دوت اللي هو يعتبر مين، تورك اللود، ده كده اللي هو تورك اللود. ولقيت ان انا عندي النقطة دي اللي هي تعتبر التورك انديوزد. مين اكبر، تورك اللود ولا تورك انديوزد؟ هتقول لي والله انا شايف ان تورك اللود هو اكبر من التورك بتاع الانديوزد. يبقى ده كده ايه، يبقى النقطة رقم بي بالنسبة لي هي نقطة ستيبل. ستيبل، نقطة رقم بي بالنسبة لي هي نقطة ستيبل، تمام. ادي كده دي كده الأولى. تعالى كده نشوف اللي بعدها، هتلاقي هنا ايه اللي حصل، ده كيرف الأوميجا شغال هنا في الفورس، في الفورس كوادرانت، تمام. ماشي، ايه اللي هيحصل، انت دلوقتي عاوز تزود سرعة. فلما ازود سرعة دي الأوبريتنج بوينت، ازود سرعة يعني همشي اخد الخط ده كده اهو، اخد الحتة دي كده، تمام. لقيت ان انا عندي خط هنا، نقطة هنا دي ايه، ده كده الخط بتاع التورك بتاع اللود، بتاع الانديوز قصدي، ونقطة هنا كده دي مثلا التورك بتاع اللود. مين اكبر من مين، التورك بتاع اللود اكبر، يبقى اقول له هنا كده التورك بتاع اللود اكبر من التورك انديوز، يبقى ده كده ستيبل. يبقى دي كده الرسمه رقم دي، يبقى دي هيبقى ستيبل، تمام كده. يبقى دي هيبقى ستيبل، ماشي. تعالى هات لي النقطه رقم سي. النقطه رقم سي اهي، تعالى كده زود لي اللود بتاعك، زود لي السرعه قصدي، زودت السرعه كده، تمام. ماشي، لما زودت السرعه ايه اللي هيحصل، لقيت ان انا هنا عندي تورك هنا وعندي تورك هنا، تمام. ده التورك اللي اسمه تورك الانديوزد اهوت، لان ده الكيرف بتاعه كده اهوت، ودوت كده دي اسمها تورك ايه، تورك تورك بتاع ال ال، تمام. ماشي، يبقى انت عندك ايه، هتلاقي كده ان انت عندك التورك انديوزد هو اكبر من التورك بتاع اللود. ليه؟ لان هي دي الاكسيس، لو انت مش واخد بالك، ده كده الاكسيس، ده كده واخد واقف عند النقطه دي، وده واقف عند النقطه دي. انهي نقطه اكبر؟ اكيد الكومه اللي هنا اكبر من الكومه اللي هنا. تخيل كده معايا ان الكومه دي رقم 3 والكومه دي رقم 1، فثلاثه اكبر من 1. 3 دي اللي هي بتمثل مين، بتمثل التورك انديوزد، وواحد ده اللي هو بتمثل تورك اللود، فيبقى التورك انديوزد اكبر من تورك اللود، فاهم حاجه؟ انا بعملها كده يعني، فالتورك انديوزد اكبر من تورك اللود، التورك انديوزد اكبر من تورك اللود. يبقى النقطه رقم سي اللي احنا واقفين عليها دي مش نقطه ستيبل، يبقى دي كده ايه، ان ستيبل، unstable، تمام كده. يبقى احنا قلنا A هتبقى unstable، و B هتبقى stable، و D قلنا ان D هتبقى stable، و C قلنا ان C هتبقى، طلعت معانا ايه، unstable. طب ماشي، تعالى نخش على النقطتين اللي بعدهم اللي هو ال E وال F. ال E و ال F، ماشي. خلينا كده نشوف النقطة رقم E. تعالى نشوف النقطة رقم E، قال لك فين ال operating point، ال operating point هي النقطة دي،
تمام كده، دي ناقص الاوبريتنج بوينت. زود سرعه، زودت سرعه اهو، خدت سرعه زياده اهو، زودت السرعه. لما زودت السرعه تعالى كده شوف النقطتين، هتلاقي ان انت عندك هنا حاجه اسمها تورك، هتلاقي ان انت عندك تورك هنا، ده التورك اللي هو بتاع الكيرف دوت، اللي هو مين دوت بقى، تورك الايه اللي هو الانديوزد، فده كده تورك انديوزد. والنقطه الثانيه اللي هي هتبقى هنا دي كده تمام، لقيتها هنا اللي هي بتمثلك مين، بتمثلك تورك اللود. فانت هتلاقي ان التورك انديوزد، تخيل كده معايا ان دي سالب واحد ودي مثلا سالب اربعه، مين اكبر، سالب واحد ولا سالب اربعه؟ اكيد سالب واحد هو الاكبر، فبقت ايه، بقت التورك انديوزد يعني اميله اكبر من التورك بتاع اللود، تمام كده. فطالما ده حصل يعني فانت كده ان ستيبل، يبقى ده كده ان ستيبل. دي كده نقطة رقم ايه، unstable. تعال نشوف النقطة رقم اف. فلو جينا بصينا على النقطة رقم اف هتلاقي ايه، هتلاقي ان ال operating point فين، هنا كده اهي تمام. تعال نزود سرعة، تعال نزود سرعة، فانت لما زودت سرعة بقت حاجة كده ايه هنا تمام. ثواني عشان بس الحاجة ما تخش في بعض، ممكن احاول اصورها لك. مثلا يعني اهي تمام، هي اعتقد كانها باينة، اعتقد كانها باينة اه ماشي. تعال نشوف البتاع اللي لونها احمر ديت اللي هي النقطه رقم اف، زود سرعه، فانت لما زودت سرعه ايه بقت حاجه كده ايه بالمنظر ده، فانت بقى عندك النقطه دي اللي هي بتمثل لك مين، بتمثل لك التورك انديوزد تمام. والنقطه دي هي اللي بتمثل لك مين، التورك بتاع اللود، بتاع اللود قصدي تمام. ليه؟ لان الكيرف بتاع اللود اهوت اهو، ده كيرف اللود تمام كده. فمين اكبر، تورك اللود ولا تورك الانديوزد؟ لا تورك اللود هو الاكبر، تورك اللود اكبر من التورك بتاع الانديوزد. يبقى دي ايه، يبقى انت كده بتتكلم على الاف، نقطه اف هتبقى ستيبل، نقطه اف بتاعتك هتبقى ايه، هتبقى ستيبل. تعال نشوف الكيرف الاخير، تعال كده نشوف الكيرف الاخير، عندك النقطه رقم جي والنقطه رقم اتش. فانت النقطه رقم جي مثلا فين، اهيت دي النقطه رقم جي اهيت هنا كده، تعال كده نبص عليها، النقطه رقم جي اهيت دي كده الاوبريتنج بوينت، زود سرعه. فلما زودت سرعه انت خد بالك شغال في الربع الاولاني، فزودت سرعه لفوق، فزودت سرعه لفوق كده اهو تمام. لما زودت سرعه لفوق لقيت ان انا عندي دوت هو ده التورك انديوزد، ودوت ده كده التورك بتاع اللود. التورك انديوزد اكبر من تورك اللود، تورك انديوزد اكبر من تورك اللود، يبقى ده كده ايه، انستيبل. يبقى جي هتبقى مالها، انستيبل. طيب هات لي كده النقطه رقم اتش، النقطه رقم اتش مثلا هتبقى موجوده فين، هتبقى هي الايه، هي الحته دي، النقطة دي. زود سرعة، زود سرعة يعني نطلع لفوق كده اهو تمام، اهو تمام، زود سرعة، لقيت ان انا عندي نقطة هنا، مين الكيرف ده، الكيرف ده اللي هو التورك بتاع اللود، ده كده التورك بتاع اللود. ومين النقطة اللي هي ديت، دي كده اهو اللي هو الكيرف اللي ماشي كده، ده اللي هو التورك بتاع الايه، الانديوز، تورك انديوز. فلقيت عندك ان التورك بتاع اللود اكبر من التورك انديوز، يبقى ده ستيبل ولا مش ستيبل؟ يبقى ده كده ايه، ستيبل. يبقى النقطة رقم اتش هتبقى ستيبل، يبقى النقطة رقم اتش هتبقى ستيبل. فموضوع الاستيبل والانستيبل ده بسيط جدا يعني، مش صعب والله خالص يعني. انت ايه، زود سرعه وشوف انت لما تزود سرعه ايه اللي هيحصل. خد بالك بس وانت بتزود سرعه تبقى عارف انت بتزود سرعه ازاي يعني، انا بس عاوزك تاخد بالك من حاجه، ركز كده بس كده معايا، خد بالك انت شغال في انهي ربع، عشان دي مهمه قوي، دي مهمه جدا. انت خد بالك انت شغال في انهي ربع يعني، عاوزك كده تبص كده معايا، يعني انا عاوزك كده تبص كده معايا، وانا شغال، وانا شغال هنا، وانا شغال هنا، انا هنا كنت فين، انا هنا كنت ربع اول، فلما جيت دي كانت الاوبريتنج بوينت، لما جيت ازود سرعه خدت ايه، خط كده اهو فوقيها تمام. هنا بقى دي كانت الاوبريتنج بوينت، انا عاوز ازود سرعه، بص ده كده ايه، الاوميجا اكسس، فانا عشان ازود سرعه طلعت لفوق، فقمت ماشي هنا كده تمام. تعالى هنا كده معايا، تعالى هنا كده معايا في الدايره اللي في النص دي، ولا المساله الثانيه ديت، انت دي كانت الاوبريتنج بوينت وده الاوميجا اكسس، عاوز تزود سرعه، فايه السرعه دي، دي نقطه، دي السرعه عند الاوبريتنج، فانت عشان تزود سرعه خد خط فوقيها. طب هنا دي كده نقطه الاوبريتنج، عاوز تزود سرعه يبقى خد خط فوقيها. هنا بقى بص دي كده، هي دي زاويه ايه، هي دي كده السرعه، عاوز تزود سرعه خدت خط فوقيها. هنا هي دي كده اهيت، او دي السرعه يعني، عاوز ازود سرعه خدت خط فوقيها. هنا دي السرعه زودتها خدت فوقيها، دي السرعه زودتها خدت فوقيها، فاهمني؟ فايه خد بالك ايه من الموضوع دوت يعني، هي في كل الاحوال كده كده عشان تزود هتلاقي نفسك دايما بتاخد ايه، بتاخد بتاخد سرعه يعني ايه، بتزود سرعه بالمنظر اللي انا ايه عملناه دوت تمام. بس كده دوت كده بالنسبه لايه، دوت كده بالنسبه لي البتاع دوت. ثواني طيب، خلينا نكمل بقى نشوف المساله الثالثه، المساله اللي عليها الدور يعني، لان المساله اللي عليها الدور اللي هي رقم 3، بيقول لك ان انت عندك في فيجر رقم 3 بيقول لك عندك اتنين كاركترستكس لاتنين درايفز، اللي هو دي واحد ودي اتنين، واداك النقط بتاعتهم، تعالى كده نبص عليها، اداك النقط بتاعتهم، احنا ممكن اخدها كده على طول ونشتغل عليها يعني. بص كده معايا، ثواني بص كده، هو اداك المسألة ديت وبيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي هو بيقول لك اول حاجه، اول حاجه يعني بيقول لك شوف لي بي واحد وبي اتنين هل هما ستيبل ولا مش ستيبل.
فانت عند بي واحد دي لو عاوز تشوفها هي ستيبل ولا لا هتعمل ايه؟ هتعمل لي طبعا ده كده بالنسبه لك الدي واحد وده الدي اتنين وده اللود بتاعك. فانت هتعمل ايه؟ هتاخد لي هتزود سرعه. فين السرعه؟ السرعه اهي، تزود سرعه. فلما تزود سرعه هتبقى حاجه كده مثلا، فلما تبقى حاجه كده هتلاقي ان دوت ده تورك اللود ودوت التورك بتاع الموتور او الدي واحد يعني، فدوت ايه تورك اللود اكبر من تورك الموتور، فانت كده ايه ده مزود سرعه بقى الموتور هيتقفل منك، فلما الموتور يتقفل يبقى دي ستيبل، فالنقطه دي كده ستيبل. نفس القصه هنا لو شديت خط هنا وبصيت هنا هتلاقي ده ايه، ده التورك بتاع اللود اهوت الخط ده تمام، تورك اللود، والنقطه دي اللي هو الخط بتاع انهي موتور بتاع الموتور دوت اللي هو الموتور التاني، فلما زودنا السرعه الموتور هيتقفل، فده معناه ايه؟ معناه ان هو برضو ستيبل. فانت تقول له ان بي واحد وبي اتنين، بي واحد وبي اتنين بيكونوا ايه؟ بيكونوا ستيبل. ده كده ايه، ده كده بالنسبه للنقطه دي. مش دي كده اول حاجه، ده كده كان اول حاجه هو عايزها منك. بعد كده بيقول لك هات لي النقط بتاعتك، النقط بتاعتك اللي هي بي 1 وبي 2، قول لي كده بي 1 وبي 2 دول عباره عن كام اصلا. فهو عشان تعرف تجيب بي 1 وبي 2 هو كان مديك شويه نقط ثانيه. ثانيه اقولها لك، النقطه دي كده كان هو مديها لك انها ب 40 و 1400، والنقطه دي هو كان مديها لك ب ثانيه نشوف كام، 40 وكام، 800، 40 و 800. حلو الكلام، حلو الكلام اهو، كان مديها لك جيفن هنا. بص كده معايا اللي هم دول، بص كده اهو 40 و 40 و 800، والتانية 40 وكام و 1400. تمام كده دي النقط بتاعتنا تمام. ويقول لك النقطة دي اللي هي ال 40 قصادها ال 2000، ودي اللي هو الصفر قصاده ال 1000، والصفر اللي قصاد 1600. يبقى هو كده ايه ده كل النقط تمام. بيقول لك هات لي ايه، بيقول لك هات لي الباور صح. هو كان بيقول لك هات لي الباور بتاعتك. ماشي خلاص، بيقول لك هنا شوفهم هم ستيبل ولا لا، بيقول لك هات لي الباور والانرجي يعني من الاخر. احسب لي يبقى اول حاجه بيقول لك احسب لي الاوبريتنج بوينت، قول لي الاوبريتنج بوينت دي اللي هو قول لي هي كام وكام يعني الاوبريتنج بوينت بتاعتك الكوردينيت بتاعتها يعني. وبعد كده بيقول لك دلوقتي هات لي الايه بقى لو السيستم ده اوبريتنج بوينت مش عارف ايه زيرو السكيل كيرف، بيقول لك ارسم لي السكيل كيرف السكيل ارسم لي يعني الكيرف بتاع السبيد والتورك فانكشن مع لأول نص ثانية، لأول نص ثانية. خلاص ماشي، هنشوف ايه، هنشوف مسألة دي نحلها ازاي. خد بالك ان هو مديك ان ايه 0.2 كي ده 0.2 كيلو جرام يعني متر سكوير، ده اللي هو مين، ده اللي هو الانرشيا بتاعة البتاع صح، الانرشيا ده اللي هو الانرشيا اهوت. خلاص اوكي كده احنا ايه قررنا المسألة، كده احنا قررنا المسألة. تعالى نشوف بقى احنا هنعمل ايه. أول حاجة أنت عايز منك ايه، أول حاجة هو كان عايز منك ان انت تجيب ال ايه بقى، أول حاجة هو كان عايز منك تجيب ايه مش فاكر، الاوبريتنج بوينت. طب ماشي الاوبريتنج بوينت دي عشان اجيبها اجيبها ازاي، الاوبريتنج بوينت دي والاوبريتنج بوينت دي اجيبهم ازاي؟ هتقول لي والله سهله جدا، الاوبريتنج بوينت دي انت عشان تجيبها دي نقطه بتحقق اني كيرف، بتحقق الكيرف ده مع الكيرف ده، ودي نقطه بتحقق الكيرف ده مع الكيرف ده. فانا لو معايا المعادله بتاعت الكيرف ده ومعايا المعادله بتاعت الكيرف ده هساويهم هما الاثنين ببعض وخلاص هعرف اجيب النقطه صح كده، تقول لي صح كده. فانت كده دلوقتي عندك ثلاث معادلات عاوز تجيبهم، معادله اللود، معادله الموتور الثاني، ومعادله الموتور الاولاني او الدرايف الثاني والدرايف الاولاني. تعالى نشتغلهم واحده واحده. تعالى نبدا بمين، تعالى نبدا بيه. طبعا انت عارف ان في اي حاجه هتبقى ال ان، تعرف ان في اي حاجه هتبقى ال ان بتساوي ال ام في الـ التورك يعني في الترك مجموع عليها ايه، مجموع عليها سي. تعالى نشتغلهم واحده واحده. اول حاجه بالنسبه لللود، بالنسبه لللود فاحنا لو جينا نشتغل بالنسبه لللود هنلاقي ان احنا لو عوضنا بالمعادله دي هاخد مثلا النقطه دي لما كانت الان بصفر كان الترك بصفر، فاقول كده ان الصفر بيساوي الام في الصفر زائد السي، ومن هنا كده عرفت ان ايه ان السي بتاعتي بصفر. بعد كده هاخد النقطه الثانيه اللي هي النقطه دي هقول لما كانت الان ب 2000 كان الترك ب 40، فلما كانت الان ب 2000 اهوت كان الترك ب 40 ام زائد السي، السي دي اللي هي بكام، اللي هي بصفر، فانا مش هكتبها تمام. صفر هيمشي مع الصفر، 4 على ال200 فيها الكام، فيها ال50، يبقى الام بتاعتك بكام، الام بتاعتك ب50. يبقى الايكويشن بتاعتك عباره عن كام في الاخر، عباره عن الان بتساوي 50 تاو تمام كده. دي كده اول معادله ماشي، دي كده اول معادله خلاص ايه خلاص جبناها. خلينا بس نمسح دوت تمام كده، دي كده ايه اول معادله احنا ايه خلاص ايه خلاص جبناها. تعال نشوف تاني معادله، معادله الدرايف. خلينا نشوف معادله الدرايف الاولاني مثلا. طيب معادلة الدرايف الأولاني عشان نجيبها نفس كل حاجة بالظبط، هتقولي ايه الدرايف الأولاني، هتقولي ايه الدرايف الأولاني، الدرايف الأولاني منه نفس الفكرة ان انت بتقولي ان الان بتساوي الام تاو زائد السي. تعال نبدأ نعوض، هقول مثلا انت عاوز تشتغل على الدرايف الأولاني، هقول لما كانت السرعة بألف كانت الترك بصفر، فلما كانت السرعة بألف كان الترك بصفر اللي هو ام صفر زائد سي، فمن هنا عرفت ان السي بكام، ان السي بتاعتك بألف تمام. ماشي دي كده اول نقطة. تاني نقطة هقول لما كانت السرعة ب كام بقى،
مش هتبقى عارف انت السرعه هنا بكام. ممكن اخدها من اهو من هنا اهو، لما كانت السرعه عندك ب 800 ما هو مديك النقطه دي اهوت، ما هو مديها لك كان جيفن، بيقول لك الحته دي كام ب 800، لما كانت السرعه ب 800 كان التورك بتاعك بكام ب 40. فهتقول له ايه؟ هقول له لما كانت السرعه ب 800 كان التورك بتاعك ب 40، يبقى ام او 40 ام يعني 40 ام زائد السي اللي هي بكام، اللي هي ب 1000. تمام، ال 1000 دي تروح الناحيه التانيه تبقى سالب 200، سالب 200 على ال 40 يبقى فيها الكام، يبقى فيها ال سالب 200 على 40 يبقى فيها 5، صح كده؟ سالب 200 على 40 يبقى فيها سالب 5. اه تمام. فانت كده من هنا كده عرفت لي ان الام بكام، عرفت كده ان الام بكام، بسالب 5. ومن هنا تقدر تكتب الايكويشن ان الان بتاعتك بتساوي كام، بتساوي سالب 5 تاو زائد ال 1000. دي كده ايه المعادله بتاعت الدرايف رقم 1. تعال نشوف الدرايف اللي بعده، تعال بس نمسح الحاجه دي. دي كده المعادله بتاعت الدرايف الاولاني، تعال ايه نشوف الدرايف التاني. تعال نشوف الدرايف اللي بعده، الدرايف التاني، الدرايف التاني اللي هو دوت. تعالى ايه نفس كل حاجه بالظبط، هنبدا نشوف ايه، هنبدا كده الاول، تعالى نبدا بالنقطه دي. لما كانت لما كانت السرعه 1600 كانت التورك بصفر، فنقول له كده الدرايف التاني لما كانت برضو ان الان بتساوي الام تورك زائد السي، هقول له لما كانت السرعه ب 1600 كان التورك بصفر، يبقى ام صفر زائد السي. ومن هنا عرفت ان السي بكام، ب 1600. تمام، دي اول نقطه. ثاني نقطه اللي هي النقطه دي اللي هي 40 عند 1400، هقول لما كانت السرعة ب 1400 كان التورك بكام، كان التورك ب 40، يبقى 40 ام زائد الكام ال سي اللي هي 1600. تمام، هقول له 1400 ناقص 1600 مقسوم على ال 40 يطلع لك كام، سالب 5 برضو. ومن هنا عرفت ان ال ان بتاعتك بتساوي كام، سالب 5 تاو، سالب 5 تاو مجموع عليها كام، 1600 مجموع عليها 1600 زي الفل. بس كده، بس كده هتبدأ بقى ان انت تساوي المعادلات دي ببعض. فلما تبدأ تساويهم ببعض هتقول لي ايه، هتقول لي والله هاخد معادلة ال... هاخد هاخدهم يعني خلاص، تبدأ تساويهم ببعض، يبقى 50 تاو بيساوي لك كام. ده عشان احسب لك مين بس الاول، خلينا نبدأ نجيب اوبريتنج بوينت رقم واحد اللي هي بي واحد. بي واحد دي شغالة على الدرايف الاولاني، فاقول له عشان احسب لك بي واحد فانا هعمل ايه، هقول لك دلوقتي ان التورك بتاع اللود اللي هو ال 50 تاو بيساوي لك التورك بتاع الدرايف الاولاني اللي هو كام، سالب 5 تاو زائد 1000. ثاني بقى نكتبها كده على الآلة بسرعة، أو ممكن 55، 1000 على 55 على طول، 1000 على 55 يطلع كام، 18 و 18 وشوية. يبقى أنت جاي من هنا تطلع لي إيه، من هنا كده تطلع لي إن التورك بتاعك بكام، 18 علامة 18 نيوتن متر. تمام، خدت التورك ده اضربه في 50 عشان تجيب لي الإن، اضربه عوض في أي واحدة، يا إما هنا يا إما هنا مش فارقة، بس هي خد السهلة يعني. فأنا طلعت التورك هاخده كده ده واضربه في 50، يبقى أنت كده كام، 909. يبقى الإن بتاعتك بكام، ب 900 و9 علامة 0 9. تمام، ار بي ام، ار بي ام. تمام كده زي الفل. يبقى دي كده بالنسبة لك ايه، دي كده بالنسبة لك اوبريتنج بوينت رقم واحد. كده انت اوبريتنج بوينت رقم واحد دي اللي هي النقطة دي كده عرفت لي مين، عرفت لي قصادها هنا كده البتاع ده بكام اللي هو 909، وعرفت لي كمان قصادها هنا كده اللي هو كام، احنا قلنا كام مش فاكر، قلنا 18 18 تقريبا، 18 18. تمام كده، تمام كده ماشي زي الفل. كده انت جبت لي اوبريتنج بوينت رقم واحد، دي مفيش فيها مشكله، نفس القصه بالظبط هاتها لي عشان اعملها هنا عشان تجيب بي 2. هتقول لي كده عشان اجيب لك بي 2 هاخد ال 50 تاو واساوي بالمعادله الثانيه اللي هي كانت سالب 5 تاو زائد 1600. ماشي ماشي، يبقى التورك من هنا يطلع بكام، هتقول لي 55 على ال 1600 بيطلع لك كام، او بوينت، لا ثواني في حاجه انا غلط، العكس، واحد على الرقم ده، 1600 على 55 يطلع لك 29. يبقى التورك بكام، ب 29 علامة 0 9. تمام، نيوتن متر. ماشي، خد لي التورك ده اضربه في 50 عشان تعوض هنا يعني عشان تجيب ايه، عشان تجيب لي الان. فاخدت ضربته في 50 يبقى يطلع لك كام، 1400، الف ثواني كده، الان بتساوي 1454 علامة 54 ار بي ام. تمام، وده كده بالنسبة لك ايه اللي هي الاوبريتنج بوينت التانية. فانت برضو جبت لي هنا كده ان ده التورك بكام، هنا كده لسه جايبها بكام، 29 تقريبا، صح لسه من 29. والنقطة ديت بكام، النقطة اللي هنا ديت بتقول لي انها ب 1454. تمام زي الفل، كده انت خلاص كده انت جبت لي المطلوب اللي هو كان عايزه. تمام، بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك هات لي بقى بعد كده ال ايه بقى، بيقول لك ارسم لي بعد كده اللي هو التورك مع التورك والسبيد. تمام، ارسمهم لي.
فماشي هترسمهم، ما ترسمهم هترسمهم عادي. عشان ترسمهم بقى تعمل ايه؟ هو الراجل طالب منك ان انت ترسمهم، اللي هو مطلوب كده. احنا خلاص ايه، جبنا له الاوبريتنج بوينت اللي هو دوت، اللي هو بيقول لك هيسيب لي الاثنين اوبريتنج بوينت، فده كده كده خلاص انت ايه، خلاص كده كده انت حسبته. بيقول لك بعد كده في في الاوبريتنج بوينت اللي هي بي 2، لو انت سيتنج change it to yield drive characteristic دي واحد، مش هقول لك انت دلوقتي لو انت كنت شغال على بي 2 وعاوز تقفل عشان تشتغل على بي 1، ده معناه ان انت عاوز تشتغل، عاوز تتنقل من بي 2 لبي 1. يعني انت كنت شغال هنا، انت دلوقتي كنت شغال هنا كده عند بي 2، شغال عند بي 2 دي، وعاوز تقفلها لحد ما تروح ايه، لحد ما تروح لبي 1. طبعا اليوم المصفى ده مش باين، انت كنت شغال عند بي 2 دي وعاوز تروح عند بي 1، تمام؟ فهو بيقول لك تعمل ايه، هو بيقول لك تعمل ايه، تمام؟ على اساس ان انت كنت شغال هنا وعاوز تروح لبي 1. طيب انت هتقول له هعمل ايه بقى، انت دلوقتي عاوز تنقل من السرعه دي للسرعه دي، هتعمل ايه؟ انت دلوقتي واقف اصلا على السرعه دي ديت كده، تمام؟ فكل اللي انت هتعمله، كل اللي انت هتعمله ان انت هتفضل مثبت على السرعه بتاعتك اللي هي، ثواني بقى كده، هتفضل مثبت على السرعه بتاعتك اللي هو دوت، تمام كده؟ وقصادها كمان هتمد الخط ده كده على استقامته، بص كده معايا، هتمد الخط ده كده على استقامته، تمام؟ والخط الاحمر اللي هو دوت المفروض ايه، يبقى كمان مكمل كده لحد يعني ما يتقابل. بص تخيل كده معايا ان هم اتقابلوا هنا، يعني المفروض ده يبقى مادد وده مادد لحد ما يتقابلوا هنا. فانا كده عملت ايه، او ايه اللي انا عملته ده دلوقتي؟ كل اللي انا عملته ان انت ايه، ان انا دلوقتي اتحركت من نقطه بي 2، فاهمني؟ كل اللي انا عملته ان انا اتحركت من نقطه بي 2 كده، ماشي كده، ماشي من نقطة بي 2، ماشي كده، 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 لحد ما دخلت على الكاركترستكس بتاعت ايه، بتاعت الدرايف الاولاني. بعد كده هفضل ماشي 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 لحد ما اوصل ايه، لحد ما اوصل للاوبريتنج بوينت، فاهمني ليه؟ لان انا اصلا انا كنت شغال عند بي 2، انت وصلت لي بي 2، فلما وصلت بي 2 ما انت شغال على السرعة اللي اسمها 1454، فانت هتفضل مكمل لحد ما توصل للكاركترستكس بتاعتك اللي هي اتعمل لها اكتيفيشن اللي هو الايه، الدرايف الاولاني، تمام؟ فايه، فهتوصل للنقطه دي، تمام؟ يبقى النقطه دي ايه، ما يهمنيش التورك بتاعها كام، بس يهمني، بس يهمني، ما يهمنيش التورك بتاعها كام، بس يهمني ان السبيد عندها كانت كام، 1454، تمام كده. وهفضل بعد كده التورك يبدا يزيد تاني بالموجب لحد ما ايه، توصل ليه لحد ما توصل ليه الاوبريتنج بوينت بتاعتك اللي هي ايه، اللي هي بي 1 اللي هو الراجل كان عايزها، تمام؟ ده كده ايه بالنسبه لي الرسمه يعني، تمام؟ طب ماشي، لو احنا عاوزين نعمل دوت نكتبه كايكويشن بقى عشان نبدا نرسم له، هتقول له ايه، هتقول له دلوقتي ان انا كنت شغال عند التورك ديفلوبد او الالكترومغناطيك اسمه ايه ده، اللي هو التورك يعني اللي هو التي اي، يعني التاو اي، هتقول له التاو اي بيساوي التورك بتاع اللود مجموع عليه الجي في الاوميجا دوت. هو كان مديك بي او اي حاجه في المساله اعتقد؟ لا هو كان مديك الجي بس، هو كان مديك الجي بس، ما كانش مديك حاجه تانية صح، كان مديك الجي ب 0.2، ما ادكش اي حاجه تانية صح كده، صح كده ماشي. حتى هو بيقول لك انا عاوز احرك من بي 2 لبي 1، ماشي، هو مش مديك اي ثانيه في المساله، ماشي خلاص. يبقى هي دي كده الايكويشن بتاعتك. هتقول لي التورك بتاع التورك، التورك بتاع اللي هي التورك اي، يعني التورك اي انت عارف يعني ايه تورك اي، يعني التورك اللي جالك من الدرايف اللي هو انهي درايف، اللي هو درايف رقم واحد اصلا دلوقتي، تمام؟ لان انت، لان انت هو الراجل قال لك انا عاوز اتحرك من بي 2 لبي 1، فبي، فانت فصلت لي درايف، يعني انت بي 2 دي من اللي مسؤول عنها الدرايف الثاني، فانت فصلته، فعاوز توصل دلوقتي للبي 1، بي 1 دي من المسؤول عنها اللي هو الدرايف الاولاني، فدرايف واحد ده هو اللي شغال. فعشان كده هنا بقول له ايه، بقول له تورك اي 1. ممكن لو حاسس ان دي هتلخبطك ممكن نكتبها دي، ممكن نكتب كده دي كده ايه، دي 1، تمام كده ماشي. مين هي التورك دي 1؟ احنا عاوزين بقى نبدا نقعد في الايكويشن دي، تورك دي 1 هاخد الايكويشن اهي، الايكويشن اللي لونها احمر دي هاخدها كده اكتبها كده دلوقتي. بس انت عاوز تورك، فالتورك من هنا يبقى عامل ازاي، هيبقى عباره عن 1000 ناقص ال ناقص ال n على الخمسة، صح كده؟ 1000 ناقص n على خمسة، ده كده ايه، ده كده بالنسبة لنا الايه، ده كده بالنسبة لي الحتة دي، ثواني بس انا كده مكتوب صح، 1000 ناقص n على خمسة، ماشي. بعد كده الكلام ده بيساوي التورك بتاع اللود، التورك بتاع اللود احنا جايبينه فوق خالص اهوت اللي هو 50 تاو، بس طبعا انت عاوز التورك، فهيبقى عبارة عن ايه، عبارة عن n على 50، هيبقى عبارة عن n على 50، تمام كده ماشي. بعد كده، بعد كده زائد الجي كان قالك 0.2 صح ولا انا حاسبها غلط ولا ايه، 0.2، 0.2 في الاوميجا، في الاوميجا، تمام؟ فانت عارف ان الاوميجا بتاعتك، انت مش معاك الاوميجا بس انت عارف ان الاوميجا عبارة عن ايه، انت عارف ان الاوميجا هي عبارة عن 2 باي ان على 60، 2 باي ان على ال 60 صح كده. فانت دلوقتي لو انت عاوز تجيب الدي اوميجا، فالدي اوميجا هتبقى عبارة عن كام، هتبقى اللي هي 2 باي دي ان على كام بقى، على ال 60،
صحيح ده؟ فانت يبقى الدي ان بكام؟ او يعني عشان بقى نشيل الدي اوميجا دي يعني، او لو انت طبعا بتفضل بالنسبه للزمن يعني، فدي هنا دي تي وهنا برضو دي تي، فاهمني؟ فهتفضل زي ما هي، هي بس الفكره ان في ريشيو جت على 2 فيها الواحد على 2 فيها ال 30، فهتبقى باي على 30، فالكلام ده هيتضرب في باي على ال 30، وتقول لي بقى كده ايه دي ان باي دي تي اللي هي ان ايه ان دوت. فالايكويشن دي بقت ايه؟ بقت يعني ايكويشن من الدرجه يعني اللي هي لينير ايكويشن يعني. تعال بس نظبطها. فدي انت عشان تظبطها هتضرب الايكويشن دي كلها في كام؟ في 30 في 50 اللي هي كاني بقول لك في 1500، تمام؟ ما خدتش الخمسه بحسابي لان كده كده ال 50 هتطيرها، تمام؟ فتعالى نعمل ايه الكلام دوت. فلما تيجي تقول لي لما تيجي بقى تحسبها كده بالراحه هتقول لي كام؟ 1500 على الخمسه توصل ب 300، فدي هتبقى كام؟ 300000. 300000 ناقص انت قلت 300 صح؟ 300000 ناقص كام؟ ناقص 300 ان، ناقص 300 ان بيساوي اضرب لي كده قول لي 1500 على ال 50 تطلع بكام؟ تطلع ب 30، يبقى دي كام؟ 30 ان زائد بقول لك 1500 في 0.2 باي مقسوم على ال 30 يطلع لك كام؟ 10 باي، 10 باي ان دوت، تمام؟ ماشي، اقسم لي المعادله دي كلها على كام؟ على ال 10 باي. انا بس عاوز اخلص من المقامات دي يعني، فضربت في ايه؟ خدت ال 30 في ال 50، 30 في 50 1500، عشان كده ضربت فيها عشان اخلص من كل اللي تحت دوت. بعد كده دلوقتي عاوز اخلص من 10 باي دي، فهعمل ايه؟ هقسمها كلها على 10 باي، تمام؟ فتعالى كده ناخدهم، بس قبل ما نقسمها على 10 باي يعني احنا ممكن ايه؟ ممكن نظبط الانات يعني، ممكن ندخل دي كده جوه وندخل ده كمان جوه، فالمعادله دي لما تتظبط يعني تبقى عندك ال 10 باي ان دوت زائد 330 ان ناقص 300000، الكلام ده بيساوي صفر. اقسمها بقى دلوقتي على 10 باي، اقسمها بقى دلوقتي كده على 10 باي. فدي لما تقسم على 10 باي ده هيبقى ايه؟ عندك ال n دوت زائد تعالى بقى نقول 330 على 10 باي فيها كام؟ فيها ال 10 ونص، 10 ونص n ناقص 300000، 300 ماشي، 300000 على ال 10 باي يطلع كام؟ يطلع رقم كده كبير قوي، 9 5 4 9 علامة 2 9 بيساوي صفر، تمام؟ دي كده ايه شكل الايكويشن اللي طلعت. ماشي، الايكويشن اللي احنا طلعناها دي دلوقتي عايزين نعمل بقى فيها ايه؟ عايزين نبدأ نحلها، تمام؟ فزي ما احنا كنا قلنا بقى خلاص احنا مش هنقعد نحلها بلا بلاس والكلام دوت. بس يا رب بس انا فاكره يعني كده. هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الان بتساوي ايه؟ الانيشال كونديشن. مين هو الانيشال بتاعك؟ هو الراجل قال لك دلوقتي انت عاوز تجيب الانيشال صح؟ فانت دلوقتي الانيشال بتاعك انت بادئ بكام؟ فانت بقى المفروض دي بقى النقطه اللي كنت بقول لك تهمني، انت بادئ بكام؟ انت دلوقتي انت كنت شغال على الدرايف التاني صح كده؟ ولما فصلته فانت اصلا كنت شغال عليه عند انهي سرعه؟ عند السرعه دي اللي هي 1454، فانت فصلته دلوقتي، فانت فصلته ففضلت ماشي على السرعه دي، على السرعه اللي هو الخط ده كده لحد ما وصلت ايه للكاركترستكس بتاعت الدرايف الاولاني، ثم بدات تنزل ايه؟ بدات تنزل كده لحد ما توصل للاوبريتنج بوينت ديت، تمام؟ فانت بادئ انيشيالي بكام؟ ب 1454، تمام؟ فهاجي هنا كده في الايكويشن، طبعا انا بس هكتبها لك عشان برضو لو انت لسه ما حفظتهاش، هي عباره عن الانيشيال، او هتقول لي كده ايه؟ ان انيشيال في الاي زوار نيجاتيف تي اوفر تاو مجموع عليها الستيدي ستيت او الان ستيدي ستيت يعني، لان ستيدي ستيت مضروبه في واحد ناقص اي زوار نيجاتيف تي اوفر تاو، تمام كده؟ ماشي، ده كده ايه؟ دي كده شكل الايكويشن. تعال بقى نبدأ نعوض عليها فيها. هتقول لي هنا ال n initial قلنا كام؟ 1454 تقريبا صح كده، مضروبة في e تظهر نيجاتيف t over tau، واحد على التاو وهو العشرة ونص، يبقى تقول لي كام؟ واحد على العشرة ونص اللي هي على طول ايه؟ السالب هينزل زي ما هو يعني، واحد على التاو اللي هو الرقم ده اللي هو عشرة ونص، يبقى سالب عشرة ونص t صح كده؟ ماشي، زائد ال n steady state قلنا هنصفر دوت، يبقى لك ايه؟ يبقى لك دول، حل كده الاثنين دول مع بعض عشان تجيب لي قيمه ال n. فهتعملها ازاي؟ ودي ده الناحيه الثانيه واقسم على 10 ونص، ده كل اللي انا هعمله. يبقى اقول له كام؟ هقول له 9549 على ال 10 ونص يطلع لك كام؟ 909. يبقى ازاي؟ يبقى الستيدي ستيت بتاعتك 909 45 1 ناقص اي دوبل نيجاتيف اللي هي كام؟ ماشي كده زي الفل كده. دي كده الايكويشن بتاعتك، حلو الكلام، حلو الكلام، بس كده، بس كده. هو قال لك بقى انا عاوزك ايه؟ دي كده الايكويشن بتاعت الان. ثواني، دي كده الايكويشن بتاعت الان. مظبوط، دي كده الايكويشن بتاعت الان. لو انا قلت لك هات لي الايكويشن بتاعت التورك، او قبل يعني ماشي، خليها كده. انا دلوقتي بقول لك، هو يرجع كده مساله، هو قال لك ارسم لي امتى؟ بيقول لك ارسم لي مع السكيل السبيد والتورك فانكشن
الاول فيرست هاف سكند، الاول نص ثانيه. فانت هتبدا بقى تاخد التايم دوت فين بتاع، هتبدا بقى تاخد التايم اللي موجود في المعادله اللي هو فين، اللي هو دوت، اللي هو دوت ودوت، ابدا اعوض فيه بنص ثانيه. فتعالى بقى نكتب الكلام ده، تقول لي 1 4 5 4 مضروب في الاي البار بتاعتها سالب 10.5 في نص ثانيه اللي هي 0.5 زائد 909 هنعمل 4.5 مضروبه في 1 ناقص الاي اللي البار بتاعتها سالب 10.5 في نص. يطلع لك الكلام ده في الاخر هيطلع 912. الكلام ده طلع بكام؟ طلع بيه 912. طبعا الرسمه دي لو انت مش عارفها يعني، الرسمه دي بتاعتها طبعا بتبقى حاجه بالديكي كده، فده هيبقى كده حاجه ايه، حاجه بالديكي كده تمام. بس كده انا هقف هنا واقول له ان ده والله النص ثانيه اللي انت سالتني عليها، وده كده التايم بالسكند، ودوت كده بالنسبه لي الان بالار بي ام. وانا لقيت ان انا ايه، ان انا طبعا ببدا من ايه، ببدا بكام، ببدا الكوما الانيشيالي بتاعتي هنا دي كده اللي هي كانت 1454، وانا هقف عند النص ثانيه امتى؟ لما وصلت الرقم اللي انا لسه مطلعه بالاله، لما عوضت عن كل تايم بنص ثانيه يطلع لي كام؟ 912. يطلع لي كام؟ 912. دي كده رسمه الان اللي هو ايه سالك عليها، يبقى دي كده رسمه الان. قالك كمان ارسم لي التورك. طب اجيب التورك ازاي؟ هتقول لي والله انت شغال عند نص الاوبريتنج بوينت صح؟ فالاوبريتنج بوينت دي مش لازم يعني، انت خلاص انت دلوقتي جبت لي الان خلاص، عاوز تجيب الاوبريتنج بوينت دي، فالنقطه دي التورك والان عندها، انت خلاص جبت لي الان، طب التورك عندها اجيبه ازاي؟ فهتقول لي والله ممكن واحد كده يجي يقول لي انت شغال عند درايف الاولاني، طلع لي التورك من هنا. فالتورك من هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عباره عن الالف مطروح منها الان مقسومة على الخمسة. خد لي بقى معادلة ال ان دي، يعني انت لو عاوز ترسم التورك بقى من ال، انت معاك ال ان دي خلاص، ال ان دي كده خلاص هي معاك. فلو انا بقول لك ارسم لي التورك هتقول لي ازاي؟ هتقول لي هاخد 1000، هاخد 1000 واطرح ال 1000 دي من الكيرف دوت، والناتج اللي يطلع ما هي، او الناتج اللي يطلع ومقسمه على خمسة، طبعا ده هيبقى موال. فما تشتغلش كده خالص، انما تعمل ايه؟ وهاتها من الناحية التانية، مش دي اوبريتنج بوينت يعني، في اتنين بيحققوها، مين تاني بيحققها؟ اللي هو اللود، اللود بتاعك هو اللي بيحققها. اللود بتاعك الايكويشن بتاعته ايه؟ اهي الايكويشن بتاعته اهي، ان بيساوي 50 على التاو. طب ما انت معاك الان خلاص، مش دي الان؟ هيقول لك ارسم لي التاو، تقول لي التاو عباره عن ايه؟ عباره عن الان بتاعتك على 50. خد الرسمه دي كلها قسمها على 50 بس كده، بس خلاص هي حرفيا كده خلاص خلصت، فاهمني؟ فايه هتبقى، ايه هتبقى طبعا هتبقى نفس الرسمه وكل حاجه، بس السكيل هيقل يعني، يعني الرقم ده هيتقسم على 50، الرقم ده هيتقسم على 50، خلاص كده هي خلصت يعني، فاهمني؟ فدي برضه هتبقى رسمه الان والترك، بس ايه، بس يعني اقسم بس على 50 هنا كده، واقسم هنا كده على 50، بقت خلاص بقت ترك، فاهمني؟ بس يعني دوت كده بالنسبة ايه، ده كده بالنسبة لي المسألة ديت، ده كده بالنسبة لي المسألة ديت ان على 50 تمام. هتبقى برضو ايه، هتبقى برضو نفس القصة، تبقى حاجة كده طيب ماشي زي الفل. ده كده بالنسبة ايه، ده كده بالنسبة لي البتاع دوت، ده كده بالنسبة لي المسألة اللي احنا ايه، اللي احنا كنا بنعملها يعني. دي المسألة التالتة، فاضل الرابعة. الرابعة دي كانت صغيرة، الرابعة دي اللي هي بتاعت المحاضرة بس، بس هي ناقصة في حاجة، ناقصة فيها هو بيقول لك ايه، بيقول لك بس فيها ان هو اشتغل عند ال، عند البتاع دوت، اشتغل عند 98%. ثواني اوت، بص هنا، هنا هو بيقول لك ايه، هنا هو بيقول لك ان انت عندك التورك انديوزد عبارة عن 10، والتورك بتاع اللود عبارة عن 0.1 اوميجا، تمام كده. هتقول لي ماشي حلو قوي الكلام دوت. بعد كده بيقول لك دلوقتي احسب لي التايم اللي هياخده السبيد عشان تتحرك من الصفر لحد ما توصل ل 98% من الاكويليبريم بتاعتك اللي هي 98% من السيدي ستيت، ومداك ان الجيب كام؟ 0.01 تمام ماشي 0.01. هنعمل ايه؟ قال لك بسيطه خالص، انت دلوقتي عاوز توصل ايه؟ عاوز توصل للاكويليبريم بتاعك صح كده؟ او قبل الاكويليبريم حط الايكويشن، تقول لي التورك اي ناقص او بيساوي ماشي ال 0.1 اوميجا زائد ال 0.1 اوميجا دوت صح كده، اضربها كلها كده في 10، يبقى انت عندك المية، او وديها بقى الناحية التانية، يبقى الاوميجا دوت زائد الاوميجا بي ناقص المية بيساوي صفر صح كده. دي كده ايه شكل الايكويشن بتاعتك. ماشي دي كده شكل الايكويشن. هو الراجل هنا قالك ايه، قالك هي بدأ من الصفر، فده كده الانيشالي بتاعك تمام. فانت لما تيجي تحل المعادلة دي هتقول لي الاوميجا في التايم هي بتبقى عبارة عن ايه، الاوميجا انيشال اللي هو بصفر، اللي هو بيقول لك هي بدأ من الصفر تمام كده. فايه، فهي بدأ من الصفر، الانيشال اللي عندك بصفر، بعد كده اوميجا ستيدي ستيت. فالستيدي ستيت هنا لو عاوز تجيبه هتجيبه ازاي؟ هتقول لي صفر دوت، فلما ده يتصفر هتلاقي ان الاوميجا بتاعتك بتساوي 100 تمام. فهتلاقي ان دوت ايه، الستيدي ستيت بتاعك عبارة عن 100 واحد ناقص الاي اللي الباور بتاعتها سالب تي تمام، لان ايه هنا في واحد، فالواحد ده اللي هو واحد على التاو، فواحد بيساوي واحد على التاو يعني التاو بواحد تمام كده ماشي. دي كده ايه، دي كده شكل الايكويشن اللي احنا وصلنا لها في الاخر. هو بيقول لك انا عاوز الايكويشن دي توصل ل 98% بس كده، انا عاوز الايكويشن دي، هو هنا، هنا ناقصه يعني، هنا بيقول لك انا عاوزها توصل لكام؟ 98%، 98%.
فاهمني؟ فانت هنا هتاخد دي كده وتساويها بكام؟ 98%. فهتبقى خلاص 98% بيساوي لك المية واحد ناقص الاي اللي الباور بتاعتها سالب تي، تمام كده. بس هو بيقول لك اصلا هيسيب لي التايم، فخلاص على كده يعني، هي كده خلاص، هي دي المسألة. فتقول لي 98 على المية واحد ناقص الرقم دوت، خد لن للرقم دوت واضربه في سالب، هتلاقي في الآخر كام؟ 3 19، 3 91. هتلاقي التايم 3 علامة 91. تشيك على الرقم دوت، عشان انا وانا بحسبها معاك دلوقتي طلع معايا 3 91، لكن وانا بحلها من شوية طلع معايا 3 19. فهتلاقي في مرة فيهم انا كتبتها غلط، فانت راجعها بس ورايا يعني. بس هي عموما دي فكرتها يعني، مفيش فيها اي حاجة، هي بس زي ما بقولك هي كانت ناقصة بتاع. ثواني بس كده واكتبها تاني بس. شيفت سولف 3 91، تلاقيني من شوية بقى كتبتها غلط. هي المفروض هي كده، تمام. دي كده المسألة دي، وهي ايه ما فيش فيها حاجة يعني. دي المسألة اللي هي ديت. المسألة الخامسة بقى هي دي اللي كبيرة برضو شوية، بس يعني بسيطة برضو ان شاء الله. خلينا كده نشوفها. بص كده معايا، هتلاقي هنا كده بيقول لك ايه، بس مش عارف انا بعمل ايه. هتلاقي هنا كده بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت عندك ماس، بيقول لك ان انت عندك ماس، تمام. والماس دي مش عارف بقى ايه، هو بيحكي لك قصه عربيه دلوقتي كده، عربيه ماشيه. فبيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عندك مش عارف ماس، والماس دي نازله، فهي نازله كده. وبيقول لك ان الويت بتاعها كام؟ 900 كيلو، تمام. وطبعا العجله او الجرافيتي بتاعتك 9.8. وبيقول لك دلوقتي انها بتتحرك بسرعه 50 متر في الثانيه، والريديوس بتاع الويل بتاعها 0.3. وبيقول لك انها مايله بزاويه، الزاويه دي زاويه الميلان دي هي اللي ب 30 اهيت، تمام كده. وبيقول لك ان انت عندك فريكشن، الفريكشن ده ب 0.4، تمام كده. بيقول لك اجنور الموتور لوزز واحسب لي ايه الباور جنريتد من الالكتريكال ماشين ديت. طب مش هنبدا نعمل ايه؟ اول حاجه هتقول لي ان انت عندك في فورس هنا كده، اللي هي عباره عن الام في الجي، عباره عن الماس في اللي هي الجرافيتي، تمام. فالام في الجي دي اللي هي تبقى كام؟ هتبقى 900 بتاعتك، 900 كيلو في 9.8 يطلع لك كام؟ دي كده هتطلع 8 8 20. ثواني بس، 8 8 20، تمام كده، ماشي زي الفل. بعد كده انا بقى اصلا عاوز اجيب البتاع اللي هنا والبتاع اللي هنا. فلو انت فاكر يعني من ثانويه عامه بقى، دي المفروض دي تبقى 30 برضو، تمام. فلما تبقى دي 30 فانت هتجيبها هنا، فدوت هيبقى هو الكوزاين، يبقى 8820 في كوزاين 30. هتقول لي الكلام ده 8820 في كوزاين كام؟ كوزاين ال 30 يطلع لك كام في الاخر؟ يطلع لك لو مثلا سمينا ده اف يعني، فهتلاقي كده ان الاف بتاعتك عباره عن كام؟ عباره عن 8820 مضروب في كوزاين 30 يطلع لك بكام في الآخر؟ يطلع لك ب 7 6 3 8 نيوتن، تمام كده. طب بالنسبة للتانية هتبقى نفس كل حاجة، بس ده الكوزاين تبقى ساين، فهتبقى كام؟ 4410. وسمينا دي مثلا اف واحد ودي اف اتنين، فدي هتبقى واحد، دي اتنين قصدي، وهتبقى اف واحد بكام؟ هتبقى بكام قلنا؟ 4410 نيوتن، تمام. مش ده كده بالنسبه للقوتين اللي انت ايه، ده كده بالنسبه للقوتين اللي انت جبتهم، تمام، ماشي. كويس جدا. بعد كده انت بص، انت دلوقتي هو الراجل دلوقتي بيقول لك، ركز بقى معايا، هو بيقول لك العربيه بتاعتك دي هي بتطلع ولا بتنزل؟ بس عشان تبقى عارف، هو بيقول لك العربيه دي نازله تحت جوينج داون هيل، تمام. بيقول لك هي ماشيه تحت بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، تمام كده. هو قال لك بسرعه، السرعه دي معنى يعني، معنى ان هو ادالك كده معنى كده ان السرعه دي ثابته. فانا دلوقتي الموتور بتاعي نازل لتحت ولا، او انا دلوقتي انا وانا نازل كده بدوس بنزين ولا بدوس فرامل ولا بعمل ايه؟ قال لك وانت ماشي لتحت، انا عاوزك توقف الفيديو وتفكر يعني. انا عاوز اقول لك قوه الموتور فين يعني. انت عندك في قوه دلوقتي اهي، دي قوه موجوده بسبب ان انت البتاع اللي مايل دوت اللي هي جات لك من الوزن بتاعك، الويت بتاعك، تمام. قوه الموتور وقوه الفريكشن جايه فين؟ لو انت قلت لي قوه الموتور لفوق يبقى ايه، اكيد قوه الفريكشن لتحت، او قوه الفريكشن برضه هتبقى لفوق، لان انت اصلا كده كده هي العربيه نازله كده كده، تمام. فكده كده الفريكشن بتاعك لفوق، بس الموتور بقى، الموتور هيبقى فوق ولا الموتور هيبقى تحت؟ يعني دي كده مثلا اللي هو بتاع الفريكشن، الموتور بقى حط الموتور كده ولا حط سهم الموتور كده؟ لان احنا دلوقتي هنعمل معادله الاكويليبريم، فانت لازم تبقى عارف الموتور فين. قال لك الراجل دلوقتي بيتحرك بسرعه ثابته اسمها 50 كيلومتر في الساعه، عشان اتحرك بسرعه ثابته وانا نازل ده مستحيل يحصل، لان وانت نازل اصلا الجاذبيه بتشدك، فانت هتلاقي سرعتك بتزيد. فانت عشان تحافظ على سرعتك ثابته لازم تعمل ايه، ريجينيريتيف بريكنج، او لازم تعمل يعني فورورد بريكنج. فهتلاقي نفسك رجلك على الفرامل، يعني ايه رجلك على الفرامل؟ يعني الموتور عاوز يسحبك لورا، فيبقى ده كده ايه الاف ام. وعندك كمان الفريكشن بتاعك كده، ليه الفريكشن بتاعك كده؟ لان انت اصلا اتجاه الحركه بتاعك كده، فالفريكشن هيبقى عكسك،
فاهمني؟ بس كده. فهتقولي دلوقتي ايه الموتور بتاعك اهوت، هتقولي كده ان الموتور بتاعك زائد الاف بتاعت الفريكشن، الكلام ده بيساوي لك ايه؟ بيساوي لك الاف واحد. تمام كده. هتقولي ماشي حلو قوي الكلام ده، اجيب الاف بتاعت الفريكشن ازاي؟ قالك من زمان جدا من ثانويه عامه كنا عارفين ان الفريكشن دوت هو بيتاثر بحاجتين، او الفريكشن عموما يعني عشان تحسبه حاجتين، هات لي اللي هو الرياكشن اللي تحت دوت اللي هو اف 2 واضربه في الكوفيشنت بتاع الفريكشن اللي هو هو مدولك هنا بكام؟ ب 0.4. فهتقول لي 0.4 في الاف كام؟ الاف 2 اللي هي ايه؟ 7 6 3 8. بس كده يطلع لك بكام؟ 7 6 3 8 في 0.4 يطلع لك ب 30 55، 30 55. تمام كده. ده كده الفريكشن بتاعك. فخلاص هتقول لي كده ان الاف بتاعت الموتور عباره عن الاف بتاعت الفريكشن او زائد الاف بتاعت الفريكشن اللي هي 30 55. الكلام ده بيساوي لك اف 1 اللي احنا جبنا اف 1 بكام؟ 4 410. بس تلاقي ان الموتور بتاعك بكام؟ نقص الرقم ده ثاني بس، هتلاقي ان الموتور بتاعك 1354. يبقى الموتور بتاعك بكام؟ 1354 نيوتن كده. ايه دي كده؟ دي كده قوة الموتور بتاعتك. يبقى هو ايه؟ دي كده الباور جنريتد من الالكتريكال ماشين. تمام. 1354 هي دي ايه قصة المسألة. هي والله بسيطة مش صعبة والله، بس في يعني ايه حتة الفريكشن دي من ثانوية عامة لازم تبقى فاكرها يعني. وتبقى وتلقط بس بعينك حتة ايه، حتة اللي هو السرعة الثابتة. فالموتور العربية واخدة يعني العربية دايسة على الفرامل يعني، فعشان كده الموتور يعني بيعاكس الحركة مش بيزود الحركة، فاهمني؟ فعشان كده كتبت الموتور يعني، خلينا موتور العربية كده الايه اللي ورا. تمام. ده كده بالنسبة لايه؟ ليه المطلوب الاولاني. بعد ما جبنا الفورس بتاعت الموتور، تاني مطلوب بقى هتلاقيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي احسب لي الايه، احسب لي الانرجي جنريتد من الالكتريكال ماشين ديت. ف بيقول لك خد بالك ان هي ايه، ان هي يعني هتاخد 1 مينت يعني. بص كده اقرا معايا، بيقول لك ان هي خد بالك انها هتاخد 1 مينت عشان تنزل لتحت خالص. طب ماشي هتعمل ايه؟ هتقول لي والله انت عاوز دلوقتي تحسب باور، ما الانرجي يعني هات لي الباور واضربها في 60 عشان ال 1 مينت يعني، يبقى انت كده خلاص جبتها. فانت دلوقتي عاوز باور، فالباور دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تورك في اوميجا، صح كده؟ ماشي. طب التورك اجيبه ازاي؟ هتقول لي والله اي تورك في الدنيا، اي تورك في الدنيا هو عباره عن الفورس مضروبه في كام؟ مضروبه في الارم بتاعها. طب الارم بتاعها هيبقى ايه؟ هتجيبه من الويل بتاعت العربيه اللي هي العجله بتاعتها. هو مديك الراديوس اصلا، مش هو كان مديك الراديوس؟ بص بكام؟ قال لك ان الراديوس ب 0.3، فهو مديك ان الراديوس ده ب 0.3 اللي هي الارم، والفورس انت لسه جايبه اهو. تمام. فيبقى انت كده جبت التورك، فتقدر كده تقول لي ان التورك عباره عن كام؟ تقدر تقول لي ان التورك اضرب الرقمين دول اللي هو 1 3 5 4 في الراديوس اللي هو 0.3، يطلع لك بكام في الاخر؟ يطلع لك 406. تمام. ده كده التورك نيوتن متر. طيب ده كده بالنسبة للتورك. طب بالنسبة للأوميجا، طب ما أنت عارف إن الأوميجا هي عبارة عن الفي على الآر، صح كده؟ طب مين هي الفي؟ هو قال لك العربية ماشية بسرعة ثابتة اللي هي 50 كيلو. فهتقول لي 50 كيلو يبقى تضرب في 1000، هو قال لك إيه؟ كيلو لكل ساعة، فالساعة دي تقوم إيه ضارب لي في 60 في 60 عشان تحولها لثانية. تمام. على الآر، الآر اللي هو قال لك بكام؟ 0.3. احسبها كده بسرعة، يبقى 50 في 1000 على 60 في 60 في 0.3 يطلع لك بكام؟ 46.3. فدي تبقى كام؟ 46.3. تمام. تمام كده ماشي زي الفل كده. انت خلاص حسبت لي الاوميجا، تعرف تحسب لي كده الباور دلوقتي. اقول لك ماشي، الباور بتاعت الموتور دلوقتي هتبقى الرقم اللي هو 46 دوت في ال 406، يطلع لك بكام؟ 18805. 18805 ده كده ايه بالنسبة للباور. تمام كده ماشي. بالنسبة للانرجي هاخد الرقم دوت، هو عبارة عن الباور في الستين اللي هي شمال الستين عشان قالك 1 مينت، فال 1 مينت دي يعني ايه 60 ثانية. فاخد الرقم ده كده اضربه في 60 يطلع لك كام؟ 112. كام الرقم ده؟ ثواني كده بص، هو كبير قوي. 18805. هو بص هو 1,128,300. ايه الرقم الكبير قوي ده؟ ماشي يعني ممكن والله نقسم كده على ثواني كده 6 بس كده، 1.12 ميجا جول. تمام كده. دي كده الانرجي اللي خارجه. بعد كده بيسألك بقى عن ايه؟ بيقولك بعد كده احسب لي الـ البتاع دوت التشارجنج ريت. بيقولك احسب لي التشارجنج ريت بتاعت ايه؟ بتاعت البطارية اللي قدامك ديت. تمام كده. بيقول لك احسب لي التشارجنج ريت بتاعت البطاريه اللي قدامك دي، اذا كانت البطاريه بتاعتك كام؟ ب 250. التشارجنج ريت ده يعني ايه؟ يعني الكرنت. اول ما تشوف كلمه تشارجنج ريت مع باتري والكلام ده على طول ده يبقى كرنت. فدوت هيبقى عباره عن ايه بقى؟ مش عارف نكتبه فين. فهتقول لي كده والله الكرنت اللي انت عايزه دوت، هتقول لي كده ان الكرنت اللي انت بتسالني عليه دوت هو هيبقى عباره عن البي على الفي، صح كده؟ لان الباور عباره عن اي في في. فالباور انا لسه جايبها بكام؟ 18805
مقسوم على ال V اللي انت مداني كام؟ 250. بس كده 18 805 على 250 يطلع فيها كام في الاخر؟ يطلع في الاخر ان الريت بتاعك بكام؟ 75. الريت في الاخر يطلع بكام؟ 75.22 امبير. بس كده، ده كده ايه الريت بتاعك. كده احنا خلاص خلصنا كل حاجه، ما فاضلناش اي حاجه الحمد لله، يعني خلصنا. الحاجه الوحيده اللي المفروض يعني انها فاضله في المديول، يعني عشان يبقى المديول كله خالص، هي حته ايه؟ حته الجيرنج اللي فاضله. فالجيرنج دي بصراحه هي حته بسيطه قوي، ان انت هتعمل ريفيرنج، قصدي ان انت تعمل ريفيرنج، هي دي الحاجه الوحيده اللي فاضله يعني. تمام. هي قصتها كلها ان انت ايه، ان انت لما تبقى شغال هنا، طبعا انت بقى عندك مثلا اللود هنا او الموتور واللود هنا معمول لهم كابلنج بعض، ولود تاني هنا، فانت يعني لازم تعمل ريفيرنج لحاجه قصاد حاجه، فانت هتعمل ريفيرنج لدوت هنا، فاهمني؟ فبس، فانت طبعا لما تعمل ريفيرنج لده، فانت هتاخد الجي 2 دي تنقلها بالريشو ما بين ان 2 وان 1. تمام. اللي هو هتلاقيه كاتبها لك هنا، يعني هنا بيقول لك ايه، هنا هو مسمي لك دي كلها جي 1، الكلام ده كله سماه جي 1 مش مشكله. دي جي 2، قال لك جي 2 دي هنقلها بحيث ان انا اضربها في اي سكوير. مين هي بقى الاي سكوير؟ قال لك الاي سكوير ديت عباره عن ان 1 على ان 2، يعني انت عاوز تنقل الماس دي، انت عاوز تنقلها لهنا، فهتاخد الان البعيده على الان ايه بتاعتك، على الان يعني الان اللي انت رايح لها على الان اللي انت ايه اللي انت جاي منها، فاهمني؟ وتبقى هي دي الريشيو، تبقى هي دي الريشيو بتاعتك، وتعملها طبعا سكوير. ده لو انت ايه بتتكلم على الجي اللي هي الانرشيا، ولو بتتكلم على التورك فايه بتاخدها ايه، بتاخدها زي ما هي من غير سكوير يعني قصدي. بس بعد كده مثال هنا بسيط خالص، اللي هو ايه هتعمل ايه، لان انت بص الموتور هنا هيقعد بقى يعمل ايه، يعمل ريفيرنج لكل حاجه، للانرشيا لود دي والهويست دوت والكولوم فريكشن دوت والفان ديت، هيقعد بقى ينقلهم واحده واحده. فالاكزامبل ده بقى كراونت ومفيش فيه اي حاجه، هو كله بس ايه كله مفيش فيه اي حاجه. دي خلاص احنا حليناها، وهيبقى فاضلك بس المساله دي، سيبها دلوقتي، سيبها لحد ما نشوف بقى هنعمل فيها ايه. بس كده، كده احنا خلصنا المديول الاولاني، ان شاء الله بقى من المره الجايه ربنا بقى ييسر ونشوف هنبقى نعمل فيها ايه بقى. ربنا معاك.